بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ملوك الصلاة النهاردة برضو نطلع مع حضراتكم بتغطية خاصة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة، البطولة اللي بتقام في تونس العاصمة، وزي ما عودناكم دايما قناة النادي الأهلي بنقول لكم أول بأول أهم الأحداث اللي بتحصل مع ملوك الصلاة. ملوك الصلاة النهاردة في الكرة الطائرة بيخوضوا ثالث مباراة مع دقات الساعة الخامسة، يعني بعد ساعة من الآن المباراة ستنطلق. النادي الأهلي بيلاعب أهلي بني غازي. النادي الأهلي امبارح حقق فوز كبير، فوز يعني أسعدنا جميعا بالفوز على الترجي التونسي في ملعبه وسط جمهوره 3-0، نتيجة قاسية. النادي الأهلي امبارح كان منتهى الحماس منتهى التركيز، النهاردة النادي الأهلي بيسعى لتحقيق فوز سهل زي ما حصل امبارح مع الترجي عشان الأمور تبقى ماشية يعني في صالحنا. احنا كده كده الحمد لله تأهلنا، النادي الأهلي تأهل لدور الثمانية وأول مجموعته بغض النظر عن نتيجة المباراة النهاردة. نتيجة المباراة النهاردة يمكن يعني أكون أريح كتير من مباراة أمس للنادي الأهلي، ده بالنسبة للأرقام والإحصائيات. النادي الأهلي فاز في مباراته الأولى ضد بافيا الكاميروني 3-0، مباراته الثانية امبارح الترجي وتابعناها عبر شاشات النادي الأهلي 3-0، أهلي بني غازي فاز خسر مباراته الأولى ضد الترجي وكسب امبارح بافيا الكاميروني. مباراة النهاردة مباراة مهمة طبعا. قبل ما نروح عشان نلقي الضوء على مباراة الترجي امبارح ونحللها أرقام وإحصائيات ولاعبين وجهاز، نعرف كل حاجة كأن اللي ما حضرش المباراة هيبقى معانا. طبعا قبل ما نروح لده ونتكلم عن مباراة النهاردة لازم أرحب بضيوف وضيوفكم، الكابتن ماجد مصطفى المدير الفني لمنتخب الشباب والمدير الفني لفريق هليوبلس الأول. أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا، منورنا. تسلم، شكرا. وأرحب بضيفي وضيفكم الكابتن هاني مصلحي اللي كان معانا امبارح طبعا مع أحداث مباراة الترجي، المدير الفني طبعا لأندية وادي دجلة ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر. ازيك يا كابتن، منورنا. سهل ان شاء الله يبقى النهارده برضو شغل عليهم كلهم ان شاء الله. طبعا احنا امبارح المباراه اللي ما تابعناهاش، المباراه امبارح كانت مع الترجي التونسي في ملعبه وسط جمهوره. النادي الاهلي فرض سيطرته من اول دقيقه لاخر دقيقه. النتيجه في الشوط الاول 25-21، الشوط الثاني 25-21، الشوط الثالث 26-24 بعد اداء يعني رجولي وقتال داخل الملعب. هنجيب لكم لقطات، هنجيب لكم مقابلات مع اللعيبه، هنجيب لكم يعني اخبار حصريا لقناه النادي الاهلي. بس في الاول احب طبعا اوضح لحضراتكم حاجه في النهارده. المفروض المباراه النهارده يعني المفروض هتذاع الساعه 5 ان شاء الله على الهواء، ولكن في مشاكل هناك لان تم نقل المباراه من الملعب الاساسي اللي اتلعبت فيه المباريات لملعب تاني. احنا بنحاول ان شاء الله ننقل المباراه، ويعني مع بعض هنقول لكم اخر التطورات هناك ان شاء الله في تونس. اروح لكابتن هاني، يمكن احنا امبارح قلنا هنجيب الاحصائيات وهنتكلم وبتاع، انت شايف ازاي؟ يعني ادينا كده يعني تعريف بسيط باللي حصل امبارح من ناحيه الاهلي، وكابتن ماجد برضو يدخلنا الترجي امبارح لعب ازاي. اتفضل يا كابتن. والله بص، يعني الحمد لله الكلام اللي احنا قلناه قبل الماتش هو تقريبا حصل بالظبط. يعني قلت لحضرتك ان احنا فرقه نادي الاهلي طول عمرها هي بتتميز بحائط صد قوي والهجوم القوي. وقلت لك ان الترجي من اهم مميزاته ان هم اخطاؤه قليلين، بيخطئوا يعني اخطائهم في اقل نطاق. يعني ده حصل بالظبط. احنا يعني لو جينا حللنا كده المباراه في المهارات كلها بتاعتنا ببساطه عشان الناس تكون معانا يعني وفاهمه، لو اتكلمنا على مهاره حائط الصد مثلا هنلاقي ان احنا مجمل فريق الاهلي جاب 11 بلوك، 11 نقطة من البلوكات، 11 نقطة بالبلوك في الثلاث جنيه ثلاث اشواط مقابل 7 للترجي. معنى كده ان البلوك بتاعنا او متفوق جدا. طبعا ده غير ان كان في كمان نقط ما بتبقاش دي الكيلينج بلوك، يعني دي النقط اللي هي جايه منهم طبعا اخر نقطه اللي خدها عيب طبعا دي نقطة يعني خطير. يعني حماستنا كلها طبعا. ده بالنسبه لمهاره حائط الصد. الضرب بقى النادي الاهلي جات له 82 كوره اترفعت للفرقه كلها، خلصنا منهم 43 كوره. ال 43 كوره يعني بنسبه 52%، مش عاليه قوي النسبه دي يا كابتن. لا هي في يعني بالنسبه للماتشات القويه بتبقى، لا بتبقى نسبه معقوله يعني مش وحشه. احنا نقارن على طول، بننزل تحت للترجي على طول هتلاقي ان هو اترفعت لهم 70 كوره، نسبه تخليصهم كانت 41%، وهنا في فرق برضو 11%. اذا تفوق واضح من حائط الصد طبعا، وكمان والدرب. هو ده اللي كسبنا. وطبعا احنا قلنا امبارح عشان نلعب كويس لازم يكون في استقبال عشان السريع يضرب. لقينا ان اجمالي الاستقبال بتاعنا احنا 76% مقابل 59% للترجي. طبعا الارقام دي على طول توريك الماتش لازم يخلص 3-0 ويمشي، وان احنا فرضنا كلمتنا ان احنا طبعا، لان احنا في الاستقبال كنا احسن، في الهجوم كنا احسن، في حائط الصد كنا احسن.
هو في نيجي كمان في على المستوى السيرف يعني في الايس احنا جبنا 4 ايس بس، انما تونس جابوا 5 يعني فرق نسبه قريبه يعني ونسبه قريبه ما فيش. الايرور بتاع السيرف اللي هو النقطه اللي بتحقق من بالارسال مباشر. احنا غلطنا في 13 سيرف، انا قلت لك ان احنا غلطاتنا بتبقى اكتر، هم غلطوا في 10. هم برضو بس هم نسبه عاليه برضو يعني الاثنين وحشين يعني نسبه عاليه. لما تتكلم على اقسم على طول على 3 يديك متوسط الصوت، فمتوسط الصوت لما 3 ارسالات تقع في صوت ده مش كتير يعني. مع كابتن علي انا قصدي اقول ايه، انا دايما ببص للمثاليه في الاداء عشان مش دايما هتمشي الامور زي ما انت عايز. ما هو مش دايما يعني بس الارسال بيبقى مضمون في ايدك. احنا لازم يكون في يعني الفولي العالمي دلوقتي الارسال من اهم نقط الهجوم. فهو لازم يكون في ريسك في السيرف، ولازم الناس تلعب ارسال جامد لان القوه الهجوميه بقت جامده جدا. فلازم من اهم عوامل كسر القوه الهجوميه اللي هناك ان الارسال بتاعنا يبقى قوي. فهم الارسال هم نقدر نقول هم تفوقوا علينا نسبيا في الارسال، انما غير كده بقيت كل المهارات احنا كنا احسن، عشان كده كان في تفوق جامد جدا لينا. طب كابتن انا جالي خبر ان يد مواليد 98 فازوا النهارده في دوري المرتبط بعد فوزهم لسه حالا ضد الزمالك 31-30. الف مبروك يعني، خبر ان شاء الله مبشر بالخير ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. فهو يعني احنا انا قلت لك الارقام بصفه عامه، احنا قلنا لو الاول لما الاستقبال بتاع الاهلي يبقى كويس هتلاقي في اثنين يظهروا بشكل نجوم على طول من غير ما نفكر، هم عبو عبد الحليم ومحمد عاتل اللي هو لعيبه المنتصف بتوع النادي يعني. قوه طبعا قوه هجوميه جباره جدا، بس عايز الكوره، بس عايز الاستقبال زي ما قلنا امبارح بالظبط، وده اللي حصل. هم امبارح مخلصين هما الاثنين يعني عبوا جايب 15 ما شاء الله يعني 15 نقطه بالاتاك 15 نقطه وعادل جايب 6 يعني هما الاثنين جايبين 17 نقطه لوحدهم من الاتاك. اترفع لهم برده كتير لان الاستقبال كان كويس وده كان المهم. كانت نقطه لا 17 بقى 27 نقطه كده. انت بتتكلم على 15 و12 اللي هو اللي هو معانا عبو 18 18 كوره وعادل 9 6 بالظبط مظبوط يعني مظبوط. فهم الاثنين ترفع لهم سكور كتير وعلى طول لما الاستقبال يبقى كويس مع الاهلي اعرف ان لعيبه المنتصف هتلعب وهتخلص وهيبقى كويس. هي مشكله الاهلي لو الاستقبال طلع بره هنا بتبقى في مشكله قلنا امبارح اتكلمنا عليها اللي هي الاوت اوف سيستم، هيبقى صعب ان لعيبه الاطراف تخلص في ظل وجود اثنين او ثلاثه بلوك. لكن الحمد لله الاستقبال نتمنى ان هو يمشي بنفس المستوى زي ما قلت لك. منعم ادى مباراه يعني الشوط الاولاني كان كويس، كان في مستوى الضرب يعني ما خلصش كما ينبغي، لكن في استقباله كان ممشي الاستقبال كويس قوي، ارساله في الديفنس كان كويس، وكان رسلان من نجوم الماتش طبعا لان هو خلص امبارح كتير يعني هو تاني واحد جايب يعني جايب 14 بوينت امبارح 14 نقطة منهم 10 من الاتاك يعني خلص نقط كتير ونسبته في الضرب 62% يعني زي الحمد لله الماتش مشي زي ما احنا كنا متوقعين ويعني الحمد لله ان شاء الله يمشي النهارده زي ما احنا عايزين. برده كابتن ماجد يعني عايزين برده فرقه الترجي امبارح كنا بنقول ان هي غلطاتها قليله يعني عايزين نشوف ده بالارقام كان شكله ازاي. هو الترجي يعني مدرسه معروفه ان هم دايما معظم المنتخب التونسي بيبقى من فرقه الترجي، وده باين ان في 5 لعيبه في المنتخب ومنهم صانع الالعاب والكروس الباصير المناظر المعد وفردة 4 اللي هي على يسار الشبكه. فلعيبه المنتخب التونسي دايما بيبقى الاخطاء الشخصيه بالنسبه لهم قليله جدا، ودوت بيساعد الفرقه انها تلعب جماعي اكتر، وده بيزود فرص ان هم يحققوا مكاسب. احنا شايفين النقط متوزعه على كل اللاعبين بالظبط يعني كده، يعني ما عندهمش 3 4 لاعبين بس كلهم بالظبط كده. فهو مع الفرقه اللي هي بتلعب منظمه بسيستم عندها اخطاء شخصيه قليله لازم زي ما قال الكابتن هاني تضغط عليهم بالارسال حتى لو في ريسك شويه حتى لو بتغامر شويه، انت ممكن ان انت في مغامرتك دي تفتت القوة الهجومية بتاعت الفريق عشان الاستقبال يبقى هناك مش كويس، عشان تحاول تضعف الهجوم بتاعهم وبالتالي ان انت تقدر تاخد بلوكات اللي احنا مميزين الحمد لله فيه بالاطوال العالية، وان الفرقة ما شاء الله يعني الستة اللي موجودين في الملعب كلهم اطوالهم 2 متر و198 فقدرنا الحمد لله ان احنا نعدي الماتش الصعب جدا نفسيا، لان انت ما تكسب الترجي في المجموعه 3-0 دي هتديك دفعه دي دفعه يعني معنويه يعني عاليه. ما كانش في منافسه نهائي يعني 3-0 دي تقول ان لا، وبعدين كمان السكور بتاع الاشواط يعني 25-21 في الفولي في المستويات المتقاربه ده كتير 4 بونت كتير مش يعني هو بس ما فيش غير الجيم الاخراني 26-24 وده يديك برضو دلاله على قوه الفريق النادي الاهلي وحماسه
واصراره على ان شاء الله يحقق البطوله. التماسك كان امبارح اه طبعا، يعني انا 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 يعني يعني ان شاء الله باذن الله الماتش بتاع امبارح دوت هيدينا ثقه زياده قوي نخش دور الثمانيه واحنا مرتاحين نفسيا، نقدر ننافس على البطوله بشكل قوي، وخصوصا ان احنا سكتنا يعني ان شاء الله باذن الله الماتش الوحيد اللي هيبقى صعب في البطوله ديت هيبقى الفاينل باذن الله. ان شاء الله اه يعني الفرقه اللي احنا لعبها في دور الثمانيه قليله يعني الترجي تاني ان شاء الله بتهيألي يعني بالحسابات والارقام. والله بص انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، احنا يعني بنسبه 90% هيبقى الترجي، بس المفاجات وارده. انت عندك النجم الساحلي موجود، هيلعب الترجي وارد جدا لما يلعبوا بعض بالظبط، لان هم حافظين بعض، حافظين لعب بعض حقيقة. وفي نفس الوقت انت ما تضمنش الدوله الواحده ما بيلعب منها فريقين صحيح. بيبقى التنافس بينهم صحيح. عالي جدا ما تضمنش النتيجه بس يعني الفوز بتاع امبارح ده بيدينا دفعه ان احنا كسبنا الترجي 3-0، فهننزل الماتش الفاينل مش خايفين من الماتش طبعا، يعني مش خايفين من الفرقه، مش خايفين من الجمهور. بس يا كابتن خليني اسالك سؤال، اتفضل. امبارح احنا كسبنا 3-0، طبعا احنا كنا الحمد لله كويسين، هل الترجي ادى يعني المباراه اللي كانت متوقعه؟ يعني انا عايز اقول احنا كسبنا عشان احنا كويسين ولا عشان الترجي كان مش موفق؟ يعني عايز اعرف. لا لا هقول الاثنين. هقول لحضرتك على حاجه، المكسب الاساسي امبارح في الماتش بتاع امبارح دوت ان انت اصرارك على الفوز 3-0. ليه؟ لان دوت بيدينا مسج كده او رساله ان اللعيبه بتاعه النادي الاهلي مصممه انها ما تفرطش اي بونت، مش في ماتش. فالاصرار دوت يعني بيوحي بيوحي للفرقه المنافسه ان انت متمسك، مش نازل هزار. طب كابتن احنا معانا احمد حسين الناقد الرياضي من تونس مع فريق الاهلي. احمد ازيك، وصف لنا الاجواء عندك عامله ازاي؟ اهلا بيك يا كابتن ومضيوف الكرام. والله يا كابتن هو من بعد مباراه امبارح كان في طبعا يعني حاله فرحه ما بين اللعيبه، ولكن هي كانت فرحه بحذر، يعني ما الفرحه ما ترضاش علينا، احنا جايين لهدف اكبر واسمى اللي هو فوز البطوله، وده اللي كابتن ميدو قاله للعيبه بعد ما رجعنا الفندق مباشره، عمل جلسه عاجله مع لاعب الفريق والجهاز الفني المعاون، واكد لهم ان احنا الفريق امبارح حقق فوز مهم جدا في مشوار في البطوله، فوز يعتبر يعني رد اعتبار للنادي الاهلي بعد الخساره من الترجي في البطوله اللي فاتت في القاهره 3-0. نتيجه الترجي بفرقته الحاليه ووسط جمهوره وكانت اجواء رهيبه جدا امبارح. كابتن ميدو قال لهم كمان لازم ننسى مباراه الترجي ونقفل الصفحه دي تماما، احنا جايين لهدف ان احنا نرجع ببطوله افريقيا لمصر، نعوض جمهور النادي الاهلي على خساره الدوري اللي كانت في اخر مباراه ونفرحهم ببطوله افريقيا. ده اللي كابتن ميدو بالظبط قاله للعيبه امبارح، وطالبهم بنسيان مباراه الترجي تماما والتركيز في الفتره المقبله. طب احمد يعني المباراه النهارده بتقام على نفس ملعب مباراه امس ولا في ملعب تاني؟ لا هو النهارده المباراه بتقام على فرد بن عروس، هو البطوله كانت في الاساس المفروض هتقام في صالتين، صاله محمد الزواوي صاله نادي الترجي وصاله بن عروس، بس الاتحاد الافريقي في البدايه استبعدت صاله بن عروس والمباراه كلها بقت تقام في صاله الترجي، بس نظرا النهارده لان في الجدول في زحمه مباريات فصاله الترجي مش قادره تستوعب الكم الكبير من مباريات النهارده، لان النهارده اخر يوم في دور المجموعات، فنقلوا بعض المباريات لصاله بن عروس النهارده يعني كوضع استثنائي. طب احمد قول لي يعني المباريات دور الثمانيه ان شاء الله، لان احنا في لغط كبير حصل في مواعيد دور الثمانيه ودور الاربعه والفاينل، عندك معلومات اكيده بمواعيد المباريات؟ والله يا كابتن هو حتى الان احنا بكره راحه ودور الثمانيه هيبدا من يوم الخميس، ولكن اللجنه المنظمه هنا للبطوله ما بتطلعش حاجه كامله، يعني ما بتدكش جدول كامل بالخريطه كلها، هي يعني بتطلع لك كل حاجه يوم بيومه. يعني اللي احنا متاكدين منه يا احمد دلوقتي ان المباراه دور الثمانيه هتبقى يوم الخميس ان شاء الله. مباراه دور الثمانيه يوم الخميس، بكره راحه باذن الله، ودور الثمانيه يوم الخميس، هيبدا من يوم الخميس. طب فيما بعد ذلك ما فيش حاجه واضحه، لان زي ما حضرتك اللجنه المنظمه ما بتطلعش خريطه كامله للمواعيد. طب ودلوقتي بيتهيألي طبعا في غياب جماهير المباراه النهارده، ويمكن ما فيش طرف تونسي فيها، فبيتهيألي ما فيش جماهير في الملعب يا احمد. هو في يعني زي ما كان امبارح في جماهير ليبيه لفريق السوحي، هو برضه فريق السوحي بيلعب قبلينا على نفس الصاله، والمباراه شغاله دلوقتي في الشوط الثالث بيلعب فريق كامل الكاميروني، ففي بعض الجماهير الليبيه لفريق السوحي. يعني حتى الان الصوره ما وضحتش هينتظروا ويشجعوا اهلي بني جازي قدام الاهلي ولا لا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، واحمد شكرا جزيلا ليك، وهنرجع لك طبعا اثناء المباراه عشان تقول لنا الاجواء عندك. يعني كابتن هاني زي ما احنا شفنا يعني المباراه يعني اللجنه المنظمه بتدي الداتا او المعلومات تديها مش كامله،
فطبعا ده ممكن يعمل حاله تخبط شويه. هي حاجه غريبه جدا يعني. انا احنا كل بطوله بنروحها بنبقى عارفين من اول يوم لاخر يوم، من اول يوم لاخر يوم بنبقى عارفين بعدد رقم الماتش يعني. يبقى الماتش رقم كذا، الاول مجموعه بيلعب تاني المجموعه وده بيبقى رقمه كذا والساعه يوم كذا، كذا والساعه كذا يوم كذا لغايه النهائي يعني. ده شيء غريب جدا يعني. مش عايز اقول اللي احنا متعوده دايما في تونس، ان هم بيسيبوا حاجه كده ان هم يقدروا يعدلوا لو هتفيدهم في حاجه. يعني تملي عشان كده كان ماتش امبارح كان مهم، انه نخرج بره، نخرج بره الموضوع يعني ده يعني الحسابات اللي بتتعمل دي نبقى احنا يعني احنا تعرضنا لمواقف زي دي كتير يعني. يعني يكون متوقع مثلا ان احنا هنصفي مع المجموعه الرابعه نلاقي نفسنا بنصفي مع المجموعه الثالثه، هم يعني عشان يهربوا. لكن الحمد لله ان ماتش امبارح عدى بكده. انت يعني امبارح انت دلوقتي كنت سالت كابتن ماجد موضوع الترجي، هل هو عشان الترجي كان وحش ولا احنا يعني كنا لا انا اؤكد لك يعني ان هو الترجي من مميزاته القويه جدا ان هو بيلعب بنفس المستوى على طول يعني هو كده. وانت قلت الكلام ده يعني تاكد من الموضوع ده، لانها احنا لعبناهم سنين طويله جدا يعني. احنا بنكسبهم لما نكون احنا احسن وفي حالتنا نكسبهم، وبنكسبهم زي ما الاهلي كسب امبارح كده طول عمرنا كده يعني الحمد لله. شفنا الموضوع في عدم التوفيق، انما انت مش مركز بتلاقي على طول هم فرقه على طول بيلعبوا في المستوى ده في الحته دي. فهم كده يعني. ان شاء الله طول ما احنا مركزين وطول ما احنا بنلعب اللعب المميزات بتاعتنا بنظهرها اكيد هنكسب زي امبارح كده ان شاء الله. كابتن انا معايا محمد توفيق من ارض الملعب مراسلنا في ملعب او في مباراه اليد 98 النهارده، فوزهم على الزمالك 31-30 وحصولهم على دوري المرتبط. يعني الف مبروك يا محمد، ووصف لنا اجواء المباراه. واضح ان هي خلصت فرق جون واحد، فاكيد المباراه كانت حماسيه. اهلا وسهلا بيك كابتن، حقيقه برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي ملعب الاهلي في كل مكان. لكن زي ما حضرتك قلت المباراه كانت مباراه كبيره، البطوله على مدار مشوارها كانت بطوله كبيره وبطوله صعبه، النادي الاهلي ونادي الزمالك تساوى في عدد النقاط، والنهارده ده كان ماتش فاصل على بطوله الدوري المرتبط مواليد 98 في الصاله المغطاه باستاد المنصوره. لكن لعيبه النادي الاهلي كعهدنا بيهم دايما كانوا رجاله وقدوا المسؤوليه وقدوا مباراه اكثر من رائعه، وقدروا يحسموا البطوله بالفوز 31-30 على نادي الزمالك. يمكن الاهلي كان بيفرق كتير خلال المباراه كابتن هيثم، لكن كان بيحصل ظروف معاكسه. يمكن النهارده كان طه حارس مرمى الفريق كان نجم المباراه، حصل اكثر من لعيب خد دقيقتين، كان في تحامل شويه من الحكام بصراحه، لكن اللعيبه كانوا رجاله وعلى قد المسؤوليه وقدروا بفضل تعليمات الجهاز الفني كابتن يحيى يوسف المدرب وكابتن عاصم حماد المدير الفني للجهاز، قدروا بتعليماتهم ان هم الحمد لله يثبتوا اللاعبين خلال اخر شوط. يمكن الاهلي كان متقدم خلال الشوط الاول والشوط الثاني، وخلال الشوط الثالث الفرق قرب، لكن رجاله النادي الاهلي كعرفنا بيهم دايما كانوا قد المسؤوليه وقدروا يحسموا المباراه في اللحظات الاخيره. طب كابتن احنا برضو عايزين نعرف يا محمد، يعني هل يعني المباراه دي كانت تفرق في الفوز؟ يعني لو كان النادي الاهلي خسر هذه المباراه لازم برضو نحط الناس في اجواءها، هل لو كان النادي الاهلي خسر كان هيبقى في مباراه فيصل ولا؟ مباراه النهارده كانت مباراه فاصله، الفريقين خلال المباراه على مدار مشوار الدوري تعادلوا في النقاط، المباراه دي كانت مباراه فاصله يعني مباراه كاس. يعني اي حد هيكسبها كان هو اللي هيفوز بالبطوله. يعني هي كانت مباراه تعتبر كوز زي ما انت بتقول، يعني اللي كان هيكسب مباراه فاصله لا تقبل القسمه على اثنين، يعني كان الفريق الفايز هو الفايز بالبطوله النهارده، يعني دي مباراه فاصله بعد ما الفريقين تعادلوا في النقاط على مدار مشوار الدوري. طب مين كان ابرز اللاعبين عندنا كمان غير حارس المرمى اثناء المباراه برضو يا كابتن؟ يمكن كان في اكثر من لعيب مميز النهارده ادوا، يمكن محمد الجوهري كان ادى اداء رائع، عاصم كان رائع اكثر من رائع النهارده، طه حارس المرمى كان هو كان ابرز نجم من نجم في المباراه النهارده وابدا اكثر من رائع، يمكن كان له دور كبير قوي في تحويل ضغط المباراه وصالح فريق النادي الاهلي النهارده. طب في جماهير تواجدت في صاله المنصوره ولا المباراه كانت خاليه من الجماهير يا محمد؟ لا كان في عدد قليل من جماهير النادي الاهلي وبالمثل جماهير النادي الزمالك، يمكن الامن سمح بوجودهم، لكن الجمهور كان على مستوى راقي وعلى المستوى المتوقع منه، والمباراه خرجت بشكل تام. يمكن كان في برضه حضرتك لفتت نظر لنقطه مهمه، الامن كان عامل احتياطات امنيه كبيره جدا النهارده سواء داخل الصاله او حتى في الدخول، كان في تدقيق امن كبير جدا، خاصه ان المباراه رفضت من اكثر من مديريه امن لاقامتها، لكن مديريه امن الاهليه وخاصه المنصوره هنا قدروا يعملوا المباراه وخرجوها لبر الامان، والجمهور بصراحه كان ملتزم سواء جمهور النادي الاهلي العظيم اللي وقف ورا الفرقه لحد اخر دقيقه وكان ليه دور كبير في الفوز النهارده، او حتى جمهور الزمالك برضه بالمثل كان ملتزم النهارده. محمد توفيق مراسلنا بصاله المنصوره
شكرا جزيلا ليك، ويعني نتمنى ان شاء الله عوده الجماهير. يمكن يعني تشجعت صاله المنصوره ان هي تاخد المباراه عندها زي ما يعني بعد اعتذار يعني كذا صاله او كذا مديريه عشان المباراه. نتمنى ان شاء الله دي يكون فتح الخير برضو بعوده الجماهير. طيب هنطلع فاصل يعني وارجع لحضراتكم ونستكمل طبعا تحليلنا لمباراه الترجي امس ومباراه الاهلي واهلي بنغازي في بطوله افريقيا. النهارده الفرقه ادت ماتش كبير مع فريق كبير، فريق الترجي، في وسط صالته ووسط جمهوره. كان ماتش عصيب رغم ان هو النتيجه 3-0، بس الفريق كان ماتش مقفول طول الجيمات، خمس جيمات، ثلاث جيمات كانوا مقفولين فوق ال 20، بس الحمد لله الفريق بتاعنا كان قدها وقدرنا نكسب الحمد لله 3-0. الحمد لله، الحمد لله، توفيق ربنا النهارده كرمنا مع ماتش الترجي. كان ماتش طبعا في فنيات كتيرة وفي ضغط عصبي على اللعيبة طبعا من ناحيتين، والحمد لله ربنا كرمنا، الحمد لله قدرنا نلعب بشكل كويس. الجهاز الفني بقيادة كابتن ميدو طبعا ادانا محاضرة كويسة، ادانا ازاي طرق لعبهم، القوة بتاعتهم والنقط الضعف بتاعتهم. الحمد لله اللعيبة كلها كانت رجالة، بسم الله ما شاء الله، كان لعبنا ماتش هايل. اتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراة الجاية. احنا لسه ما كسبناش، مش عايزين نفرح كتير. مكسب النهارده ده ليه مميزات كتيرة. اولا رد اعتبار لينا بعد ما كسبونا في استاد القاهره في وسط جمهورنا. تاني حاجه احنا ردنا اعتبار لينا والنادي الاهلي، كسبناهم في ارضهم، كسبناهم وسط جمهورهم، كان ماتش قوي. ده بدايه، دي خطوه اولى مش خطوه نهائيه، دي خطوه اولى لينا للنهائيات. الماتش ده هيوصلنا هنلعب في دور الثمانيه ماتش كويس، هنلعب في دور الاربعه ماتش كويس هيوصلنا النهائي. بتمنى من اللعيبه كلها ان نعمل ماتش زي ماتش النهارده. والله اول حاجه الحمد لله على المكسب الكبير ده، ان طبعا ده رد اعتبار عن السنه اللي فاتت، هم كسبونا في مصر قدام جمهورنا 3-0، احنا الحمد لله ردينا الخساره بتاعت السنه اللي فاتت دي وكسبناهم 3-0 برده في وسط جمهورهم وصالتهم. بس ده ماتش مجموعه، احنا لسه عندنا ماتش مهم بكره ولسه حتى ما صعدناش الدور اللي بعدين، فيعني لازم نحتفل بالمكسب ده ونكون مبسوطين، بس لسه المشوار طويل. رغم الماتش كان صعب جدا، بس كنا لازم نفوق، احنا لسه راجعين من خساره الدوري ولازم نعرف الناس اللي احنا ابطال فريق النادي الاهلي، ان احنا موجودين على قاره افريقيا. الحمد لله ان احنا النهارده كسبنا وتغلبنا على الماتش. الماتش كان صعب جدا، بس الحمد لله قدرنا نتغلب على الماتش وكسبنا 3-0 الحمد لله. It was very very good match and we had a very strong game and everything was good. Yes, sure. I'm happy because of the win, but we have not one step. We have a few more, so we will try to do everything's best. It's very nice for me. It's I first time that I meet like this atmosphere in the match and support and everything's. It was. شفنا مع حضراتكم تقرير مع اللاعبين، شفنا عبد اللطيف عثمان، شفنا محمد عبد المنعم، شفنا عبد الحليم عبو، احمد سعيد، محمد عادل، رسلان اللي قال انه كان ماتش جيد وماتش صعب، وقال كمان احنا لغايه دلوقتي برضو لسه ما عملناش حاجه وانه سعيد جدا بالمكسب ولسه في بعض الخطوات عشان نقدر ناخد البطوله، واحنا عارفين كويس قوي ان احنا لسه ما عملناش حاجه لغايه دلوقتي. يمكن احنا حاسين بالمسؤوليه قد ايه اللي اللعيبه قالوها. كان عندي بس تعليق بسيط ان كل اللعيبه قالوا كلمه واحده، هو رد الاعتبار. النادي الاهلي في اي مكان في اي لعبه بياخد الامور بجديه، بيفكرين كويس قوي اللحظات اللي عشناها صعبه السنه اللي فاتت مع الفريق في دور الثمانيه، والترجي كسب النادي الاهلي في استاد القاهره وسط جمهوره 3-0. نفس الكلام اللعيبه كلها بتقول ردينا اعتبارنا، اللعيبه بتقول ان ده طار، احنا كنا بنحلم باليوم ده. يعني هم اللعيبه يعني قد ايه كان في اصرار ان يردوا اعتبار مش اشخاص، اعتبار النادي الاهلي، اعتبر النادي الاهلي ككره طائره، ان هم يكسبوا الترجي في ملعبه وسط جمهوره بنفس النتيجه اللي النادي الاهلي خسر بيها السنه اللي فاتت، وقد صدقوا معانا وردوا الاعتبار. يمكن يا كابتن ماجد احنا شفنا قد ايه
شفنا قد ايه الروح، شفنا على البنش كمان البنش اللعيبه بتنط على كل كوره، اللعيب اللي بيلعب زي اللعيب ما بيلعبش، ده مؤشر عليا يا كابتن. بص حضرتك انا في حاجه عجبتني قوي في التقرير، ان كل اللعيبه مش بس بيقولوا ان احنا ردينا الاعتبار، لا كمان بيقولوا البطوله لسه ما انتهتش ومش لازم يفرح بدري. ده مؤشر على ان هم حاسين بالمسؤوليه، ان هم عايزين يرجعوا بالكاس ان شاء الله، مش بس ان هم يردوا اعتبارهم في ماتش. ودوت بيحمل الفريق كله مسؤوليه ان هم لازم يرجعوا بالكاس، ودي الروح اللي احنا طالبينها منهم. الحاجه الثانيه حضرتك بتقول الفرقه الاحتياطي ومع كل بونت وازاي كانوا بيهيصوا وكده، ده بان في الجيم الثاني اما عملوا كام باك تاني بعد خمس نقاط، بعد التكنيكال تايم اوت الاولاني 8-4 للترجي والتكنيكال تايم اوت الثاني 16-12. صعب قوي ان فريق يبقى خسران 4 بونت في التكنيكال الثاني ويرجع كسبان الجيم فرق 4 بونت، فده يدل على ان طبعا ان الفرقه كلها ايد واحده وان هم فعلا في قمه تركيزهم. الكلام دوت بيعكس مدى الجديه اللي الفريق واخد بيها البطوله ديت عشان يعوض بيها الدوري ويصالح جماهيره، وفي نفس الوقت يثبت ان هم فعلا ابطال حقيقيين، وان روحهم ديت هي فعلا روح الفانيلا الحمراء وروح النادي الاهلي. بس يا كابتن برضه امبارح انا يعني مصر برضه مع كابتن هاني، والكابتن هاني متفق معايا في الكلام ده، ان انا رايي يعني نجوم المباراه كانوا الاستقبال، لان امبارح الترجي كان بيلعب سيرفات في منتهى الصعوبه، يعني انا كنت بشوف السيرف طالع صاروخ طالع يعني. بص هو يعني حضرتك الاستقبال في الكره الطايره بيمثل نص الهجوم او ثلاث ارباع الهجوم، لان الاستقبال الجيد بيدي المعد اريحيه ان هو يفتح الملعب ويلعب زي ما هو عايز بالفنتات اللي هو عايزها بالخداع اللي هو عايزه، ويبتدي يعني يوجد ثغرات في البلوك اللي قدامه. فالاستقبال لو طالع مش مظبوط بيبقى صعب جدا ان الفريق يحصل على البونت، لانه هيلعب اوت اوف سيستم او لعب مفتوح بدون خداع، فبالتالي الفرقه المنافسه بتنظم دفاعاتها، بتنظم البلوكات بتاعتها، وبيقف الديفنس صح. فالروح والتركيز اللي كانوا بيلعبوا بيه النادي الاهلي خصوصا في الارسال والاستقبال اللي هم مفاتيح السريه والسحريه للمكسب، كانوا بيلعبوها بتفوق عالي جدا، ويعني دي من احد اسباب الرئيسيه لان فرقه النادي الاهلي تكسب امبارح بالنتيجه دي 3-0 يعني. بس يا كابتن برضو خلينا نتكلم، يعني كنت بتكلم مع كابتن هاني برضو في الوقت، ان الحكم بامانه امبارح كان في منتهى الروعه، مش عشان احنا كسبنا يمكن لا، يعني انا فوجئت طبعا لما عرفت بعد مباراة ان الحكم اسباني. فهو المباراه بصراحه يعني احنا فيه بالذات في الشوط الثالث حسينا ان في نقطتين في الاخر حسبهم على الترجي، لو اي حكم بصراحه افريقي او عربي ما كانش هيحكم، ما كانش هيصفر الصفارات دي. هقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني دي يعني من 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 مفاتيح المكسب، ان فريق النادي الاهلي امبارح ما كانش حاطط في دماغه الحكم، ما شفناش اعتراض، ما شفناش حتى لو في كره فيها شك او كره يعني محسوبه على النادي الاهلي ما كانش بيلتفت ليها، واعتقد ان الكابتن ميدو كان منبه على الحكايه ديت عشان اللعيبه ما تخرجش بره تركيزها. طول ما اللعيب مركز في اللعب فقط بس، هو ده السبيل الوحيد ان انت تكمل بنفس تركيزك وبنفس مجهودك. لو انت حطيت في دماغك ان الحكم ولو يعني بنسبه 10% مع الفريق صاحب الارض او هياخد من تركيزك، هياخد من تركيزك، وهتبتدي انت تشتت ما بين ان الحكم ضدي، لا الحكم مش معايا، لا الحكم بيحسب نقط غريبه. ف يعني دي من العوامل الرئيسيه برضو، ان احنا مالناش دعوه بالتحكيم خالص، لان في النهايه خلينا برضو صراحه، الحكم مهما كان يعني حرفيته مش هيلعب في اكتر من بونت او اتنين، بشر هيغلط طبعا، هيغلط غلطه او اتنين في الجيم. لو انت بقوتك قدرت تتغلب على الموضوع دوت اللي هو اساسا ما كانش موجود امبارح الحمد لله، ونتمنى ان هو يستمر للنهايه. بس انا برضو يعني بخبراتنا السابقه في البطولات الافريقيه وارد جدا ان يجي لك حكم ضعيف، مش حكم قاصد يخسرك، حكم ضعيف مش يومه، مش موفق. فالنقطه ديت يعني اتمنى انها تستمر، ان احنا نفضل مركزين في اللعب، ما نركزش مع الحكام وما نركزش مع الجمهور، ونركز دايما في فرقتنا مع مدربنا ومع تعليماتهم،
وان شاء الله باذن الله نكمل بالروح ديت اللي هي ان شاء الله سبيل المكسب ان شاء الله باذن الله. طب كابتن هاني يعني احنا كنا بنتكلم برضو عن قبل الفاصل عن اخطاء الترجي، الترجي حافظ على اخطاء قليله، يعني يمكن احنا قلنا ست اخطاء في الشوط، ست اخطاء كل شوط، يمكن دي ما تعتبرش اخطاء يعني نسبه كويس. احنا 8-9-8 طب ايه الحل ان احنا نحاول نقلل اخطائنا دي؟ شوف ما هو احنا انا قلت لك هو من مميزاتنا الارسال القوي، فالارسال القوي هيتتبعه اخطاء برضه، يعني انت عشان هتلعب ارسال بريسك شويه هيبقى في غلط معايا، علشان تطلع الاستقبال بتاع تونس بره حتى لو ما جبتش ايس فانت عايز تطلع الاستقبال بتاعه بره مكانه، بره مكانه عشان يبقى في صعوبه في الرفع وبالتالي سهل مهمه حائط الصد اللي هو حصل بالفعل. فهو لو اتكلمنا على النسب اللي امبارح هي دي منطقيه مع الضغط بتاعنا، عشان ضغط السيرف الكور الاوت اوف سيستم كان بيحاول منع ان هو يخلصها مش مجرد ان هو يعديها، يعني عايز يخلص بيها، عايز يخلص بيها نقطه، فبالتالي حصل اخطاء هو او رسلان حصل اخطاء. نفس الكلام مع قطب ان هو برده الكره الاستقبال بتاعنا بيبقى بره فبتترفع له كره مش مظبوطه قوي، هو بيحاول بيصمم يخلص ده هو لان هم كان عندهم رغبه ان هم يخلصوا اي كره، انما فرقه تونس ما بقاش عندها كده خالص، الكره لو هي بره هو بيعديها ومش عايز وحافظ على تركيزه. انا قلت لك هو سيستم لعب، طريقه لعب هم حافظين كده، طريقه لعب اوروبي، يعني هم حافظين بعض. ايوه هم مدرسه ناحيه المدرسه الايطالي، بيجي لهم مدربين ايطاليين كتير جدا هناك، بيجي لهم مدربين اسبان كتير جدا هناك حتى في الانديه او في المنتخبات، اديت لهم اتربوا على السيستم ده، سيستم ان هم يعني غلطاتهم تبقى قليله. بس برضه كان في ميزه امبارح برضه حلوه جدا استغلها كابتن ميدو بصراحه، ان لما الكعبي نزل كان الكعبي كان بيبقى ورا حائط الصد، بيبقى في جاب كبيره جدا ما بين حائط الصد اللي على الشبكه والكعبي. يمكن تكلمت عن النقطه دي وعلقت وقلت اضطر هو يغير، بس احنا ما استغلناش ده او استغلناه متاخر. هو الموضوع هو لقى امبارح مراد شكيلي لقى ايه؟ لقى ان الاهلي فرق اطوال جامد جدا عنه. فهو حتى اللعيبه المهاريين بتوعه اللي هو سواء الكعبي والبصير بن شيخه قصيرين، فنزل الاطول، نزل البصير الاطول عشان الهجوم كان جامد جدا على صانع الالعاب، ونزل الكروس بصير برضو الاطول علشان النقطه دي عنده مشكله جامده جدا. يعني هو ميدو لعب عليها كويس قوي، لعب على البصير كويس او طول الماتش هو بيلعب على طول على البصير، وكانت الكره بتخلص بسهوله من مركز اربعه، رسلان خلص كتير ومنعم من ناحيه البصير ومن ناحيه كروس بصير. هو لما غير حصل فيه البلوك هناك اتحسن عندهم شويه، لكن برضو احنا الميزه دي اكتر عندنا، موضوع البلوك احنا طول الماتش احنا بلوكنا احسن، حتى لما هم غيروا طول الماتش احنا هجومنا اقوى حتى مع التغيير ده. هو بس النقطه اللي حصلت امبارح ان في الجيم الثالث لما حصل تغييرات في فرقه تونس، ثلاث تغييرات، اللعيبه عندنا اتركنت ان خلاص بقى الاساسيين، احنا نجحنا ان احنا نخرج الاساسيين، واكيد الناس اللي جايه نازله من بره مستواهم اقل، فده ادى شويه فتور عندنا. لكن مع ان خلاص لقوا ان الجيم ماشي نقطه بنقطه ابتدوا يصحوا تاني وخلصوا الحمد لله الجيم، قدروا ان هم يخلصوا الجيم. طب خلينا بقى لكن خلينا نتكلم النهارده توقعاتك لماتش اهلي بني غازي، يمكن احنا ما عندناش معلومات كتيره قوي عنهم ولكن عندنا احصائيات، عندنا يعني احصائيات. ممكن تقرا لنا مثلا احصائيته مع ماتش كان هما هو لعبوا الترجي، تلعبوا الترجي يعني احنا معانا احصائيتهم مع الترجي. نشوف. طبعا هما نشوف احصائيات مع ماتش الترجي، هما طالعين طبعا خسروا 3-0 25-12 و25-23 و25-18، ده يديك يعني تصور كده ان هما فرقه في نفس مستوى الفاب مثلا. الاهلي لعب الفاب وكسبوا بسهوله فرق كبير، هم لعبوا الفاب وخسروا منه وكسبوا الفاب 3-2 يعني معنى كده برضو ان الفرقتين زي ما قلت لك قربين مستواهم قريب، فبالتالي ان شاء الله المفروض ان فرقتنا بس هم طلعوا مع الترجي في ماتش 25-23 يعني برضو بيبقى برضو بتبقى يعني انا في تخيلي برضو ان الاهلي او الترجي لما بيلعب فرقه اقل شويه ما ينزل طبعا تملي مش ما بيبقاش ضاغط طول الماتش ان هو يخلص يعني. فهو ممكن في الشوط الثاني حصل شويه كده فتور كده، انما لما نيجي نشوف احصائياتهم في اللعب يعني طول الماتش هم واخدين 7 بلوكات متقسمين على اللعيبه كلها يعني واحد اتنين كده، فكلهم بس عندهم محمد الصغير ده حد 17 نقطه برضه يعني ده بيلعب في مركز كام ده كابتن؟ لاعب في 4 هو مين الاربعه بتهيالي؟ لعيب 4 لعيب 4 اللي هو محمد صغير بيلعب في مركز 4، هو جايب بدا 4 جايب 17 بونت، هو ده السكورر بتاعهم وبلس 11 وهو اعلى فوت فيهم هو احسنهم طبعا. حتى في الرفع هو مرفوع له 18 كوره مخلص منهم 18 يعني هو ده يمسكوه يعني يلعب يحط البلوك العالي قدامه البلوك العالي
عنده الثلاثات لعيب الثلاثه فيهم واحد اللي هو سلامه ضارب خمس كور والتاني كروس بصير بتاع كروس الثلاثه بتاعه ضارب سبع كور مش نسبه برضو قليله يعني مش عاليه هم طبعاً. تركيزهم اكتر على محمد الصغير بالظبط يعني هم على الاطراف يعني عموما على اثنين اربعات اللي هو رقم اربعه ورقم اربعه اللي هو حسن والصغير اللي احنا قلنا عليه دول الاثنين اربعات وكروس بصير بتاعهم اتغير لعب باثنين لعيبه احمد الصغير هو واضح ان هم اخوات او عيله عيله اللي بتاعهم الصغير برضه هتلاقي الفرقه كلها صغيره صغيره في ثلاثه صغير في الفرقه يعني هم الثلاثه الاطراف يعني واضح ان هو معتمد على لعيبه اربعه والكروس بصير ان هم يضربوا السريع اكيد استقبالهم هيكون قليل يعني حتى في ماتش الترجي في فرق كبير جدا في الاستقبال هم 59 نسبه الاستقبال بتاعتهم انما الترجي كان 80 يعني 55 متهيألي سيرفاتنا تبقى مؤثره النهارده هتبقى مؤثره ان شاء الله فيعني الامور كلها ان شاء الله في صالحنا باذن الله. طب كابتن ماجد يعني احنا هم واضح هم بيشوطوا من على الجناب اكتر يمكن اكتر من نص الملعب طب احنا عندنا ازاي نقدر نوقف ده يعني هل كابتن محمد اكيد قرا اكيد اكيد الاحصائيات واتفرجنا على الماتش وحللنا الفرقه وكل الكلام ده الفرقه بتاعت النهارده ان شاء الله ما تخوفش يعني ليها كذا سبب اول حاجه ان انت كسبان الترجي امبارح بالظبط فانت معنوياتك عاليه جدا والفرقه والماتش تحصيل حصل لا ومش بس تحصيل حصل انت لا يهمك ما تخسرش من الفرقه او ما تخسرش اشواط نفسية. عشان برضو معنوياتك تفضل في نفس المستوى انا اتمنى النهارده برضو ان الماتش يمشي بصوره طيبه عشان كابتن ميدو يقدر يجرب اللعيبه المدرب يشارك اللعيبه ليه لان انت برضو ما تضمنش في خروج المغلوب بقى في دور الثمانيه ودور الاربعه لا قدر الله حاجه تحصل واحد يبقى مش مستواه واحد يتصاب فبرضو انا اتوقع ان هو كابتن ميدو هيبدا النهارده بالتشكيل الاساسي باقوى تشكيل عنده عشان يعني ياخد المبادره ويخش في الجيم من بدري وبعد كده ممكن يبقى في فرصه ان يشارك بديل او اثنين في كل جيم ده مهم جدا يجهز البديل طبعا طبعا لان بطوله كامله مش ماتش وهمشي انت حضرتك عندك دلوقتي على مدار ثلاث ماتشات بطوله دور ثمانيه دور اربعه فاينل ان شاء الله فانت عايز توصل باعلى مستوى ليك في الفاينل فما ينفعش ان الست لعيبه يلعبوا الماتشات كلها وبقيه اللعيبه ما يشاركوش يعني ما يخشوش جوه الجيم لفترات بحيث ان هو لا يعني لو احتجت حد فيهم في فتره من فترات المباراه النهائيه يبقى جاهز وداخل جوه البطوله يعني بطوله ما يخرجش لان هو منتهى الخطوره يا كابتن يعني انا شايف برضو ان انت ايا كان حتى لو نتائجك لغايه دلوقتي كويسه ان انت تخسر اثنين لعيبه او ثلاثه خرجوا من البطوله لا بص حضرتك الفرق البطوله دايما تبقى دكتها مسعفه للفريق وده على فكره شفناه امبارح يعني بالظبط يعني كده يعني بلايرز امبارح يعني انا دايما بقول ان الفرق البطوله كلها لازم تكون المدير الفني بتاعها بيغير تغييرات مؤثره وايجابيه فان شاء الله باذن الله انا شايف ان الاهلي بني غازي يعني بفرقه اللعيب الواحد اللي هو عندهم محترف يا كابتن البصير بس هو يعني 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 غالبا البلاي ميكر لو معهوش فريق متكامل ما بيقدرش يعمل حاجه ما بيخلصش يعني بيخلص يعني هو بيبقى اكتر منه بصير واكتر منه والحمد لله احنا فرقتنا يعني 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 كلها متكامله والاحتياطي بتاعنا على مستوى عالي جدا يعني فان شاء الله باذن الله نبدا المباراه بصوره قويه تسمح للجهاز الفني ان هم يشركوا بدلاء يريحوا الاساسيين شويه ويدوا ثقه للاحتياطي حتى لو ده كان الحساب يعني الاشواط ما تخلصش بص حضرتك انا ما يهمنيش ان احنا نخلص اشواط فرق كبير انا اللي يهمني ان الفريق يبقى كله جاهز على الدور الثمانيه والادوار النهائيه لان انت احساس اللعيب اما بيشارك في المباراه دايما ويخرج اللعيب مش يعني مؤدي مثلا نص شوط او شوط كامل وهو لعيب مش اساسي ده بيبقى بيدخله جوه الماتشات بيدخله جوه التركيز وبيخلي الفرقه فيها جمعيه اكتر والنهارده في فرصه لمركز اربعه ان هو يشارك في فرصه مثلا ان ليبرو يتغير فان شاء الله انا اتمنى ان الجيم الاولاني الفريق النادي الاهلي يضغط بحيث ان هو يخلص الماتش بدري بدري الاهلي بنغازي يعرف ان احنا مش نازلين عايزين نكسب خلاص فبالتالي يبقى عندك فرصه ان انت تغير لو لا قدر الله ما دخلناش في المباراه من بدايتها يبقى الظروف نفسها ما بتساعدش المدرب ان هو يقدر تلعب كل اللعيبه لعبت بيهم برضه وده مرهق ذهنيا ومرهق بدنيا على الفريق على الست الاساسيين
بس انا ان شاء الله متفائل خير ان بالروح اللي احنا شفناها اللي هي بعد المباراه في التقرير، الروح دي بتدل ان احنا واخدين الامور كلها بجديه. يا رب يا رب وان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق النهارده والمكسب. بس يا كابتن يعني برضو ارجع لكابتن هاني، كان في مشكله صعبه جدا مع كابتن محمد ان احنا خسرين دوري من 10 ايام رايحين نقابل الترجي في الترجي في ملعبه، يعني ياخدك من اقصى الشمال يوديك اقصى اليمين، يعني انت عارف زي اللي انت ايه يعني طلعت زي ما بيقولوا من نوره دخلت في ضحضيره، كان الموضوع طيب. صعب جدا. انا هقول لك يعني انا في رايي سواء الاهلي او فرقه الجيش الفرقتين، هو السنه دي حصل ايه؟ حصل ان مصر كلها تقريبا بقت في الفرقتين دول. يعني لعيبه مصر الكبيره المهمه كلها بقت في الفرقتين دول، حتى يعني منعم ويوسف الاثنين كانوا في الزمالك، كانوا نجوم الزمالك، منعم جه الاهلي ويوسف راح الجيش. كان في تركيز طبعا، انا كنت شغال في الجيش 3 سنين، في تركيز ان يبقى في فرقه ثانيه تطلع غير الاهلي والزمالك، ناس اشتغلت شغل كويس جدا وعملت مجهود انها تعمل فرقه جديده. خدوا افريقيا السنه اللي فاتت، افريقيا ودوري مرتين وكاس وتاني بطوله يعني عربيه، يعني شغلهم جاب نتيجه، شغل جاب نتيجه على الجانب الاداري والفني. طيب النادي الاهلي بقى نادي كبير عظيم ببطولاته بلاعيبته، بتحصل فيه مشاكل ان احنا اللي انا اتقبل ان احنا ممكن نخسر، ان الاهلي ما ينفعش ان هو يخسر. ده احنا كل يعني انت من ساعه ما اتولدت احنا في الناشئين، احنا طول فتره الناشئين انا خسرت شوط واحد مثلا، فدي طبيعتنا، لا ما نسمحش ابدا، مش عايز تاخد مش عايز مركز تاني. لكن في الارض الواقع الاهلي والجيش هما فرقتين ايكوال جدا، يعني لو لعبوا مثلا 20 ماتش ده هيكسب 10 وده هيكسب 10، فيهم منتخب مصر مقسوم بين الفرقتين فعلا، الخبرات مقسومه بين الفرقتين، فكل ماتش له ظروفه، فكل ماتش بيبقى له ظروف. فانت كون الاهلي خسر ماتش من الجيش قبل السفر ب 10 ده معناها مش مدلوله ان فرقه الاهلي وحشه او فاشله، لا في حاجه كبيره فيها. معنويا يا كابتن، واللي ضعف كمان الموضوع معاهم حبهم للمدرب، يعني اللعيبه بتحب ميدو جدا، وهو نفسه واخد الموضوع. انا عايز اقول لك ان هو بعد ماتش الجيش احنا قعدنا يومين عشان نعرف نكلمه، يعني خد الموضوع ان هو طبعا هو انا ما كنتش معاه في كده، يعني دي رياضه واحنا بنلعب رياضه عارفين ان ممكن نكسب وممكن نخسر، احساس بالمسؤوليه، احساس بالمسؤوليه طبعا، لكن لازم نكمل. وهو فعلا بعد يومين احمد اللقاني واحمد علي وقالوا لي، حتى هو قال انا اللي شايل الخساره وانا اللي هتقسم، وهي دي مش حقيقه. يعني انا طبعا دي كانت حضرتك بتقول ان احنا اللعيبه كلها مقسم على الفرقتين، وانت بتتكلم ان مثلا فريق الجيش ما في احمد صلاح لعيب من احسن ضريبه العالم، وعبد الله بصيره من احسن بصيره العالم، وهم النادي الاهلي وطبعا ومن ولاد الاهلي طبعا على فكره. وخد بالك برضو انا الموضوع ده يعني كان مضايقني جدا ان بيبقى فيه يعني لوم شويه لاحمد، ده هم عشان من ولاد الاهلي، هي اخلاقهم لا تسمح بغير كده. سواء ياسين في الاداره في الجيش، انا لما كنت شغال مع الجيش، لا خد بالك كابتن، لا خد بالك، لكن دي حاجه، لا في نقطه يعني النادي الاهلي بيعلم ان انت ما فيش حاجه اسمها تفويت، وده تأدي انا ادي ادائي قدام اي حد، والنادي الاهلي علم كده، انت لو ما عملتش كده ما تبقاش من الاهلي. وعايز اقول ان احمد صلاح بعد الماتش هو قاعد اكتر من 10 دقايق بيعيط، يعني بعد الماتش يعني، لكن هي ظروف احترافيه كلنا بنتحط فيها. الاهلي لا يمكن هيساع كل ولاد، لان العدد كبير جدا طبعا، فلازم ناس هتشتغل في حته ثانيه وناس تحاول انها تنجح. كون الاهلي خسر ماتش الدوري ده، لا ده هو خد بالك هو عنده فرصه كبيره جدا الاهلي، لو بصينا لمتوسط الاعمار في اختلاف كبير جدا، المستقبل كبير طبعا، هو المستقبل الاهلي بيبني فريق فعلا، بيبني فريق بمعنى مع ذلك بيبنيه وهو بطل، وبيبنيه وهو بطل، هو ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، هو بيبنيه. يعني كان وارد جدا ان هو لو خد شوط كان خد الدوري وكسب الجيش ماتش اخر يعني شوط، كان اللي يكسبه ياخد الدوري يعني، هو فانت يعني لا هو كابتن معلش عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، احنا في التصفيات والدور الاول والدور الثاني الاهلي الاول على طول على طول، هو واخد وخسر شوط واحد وخسر شوط واحد واحد بس كمان. يعني النتائج احسن من الجيش، بس هو دي الرياضه، هي يوم بيبقى يوم في ناس فايقه فيه وناس متفوقه فيه، وزي ما قلت لك هما الاثنين يعني زي الاهلي والزمالك زمان، انت برضو لا يمكن تتصور او تتخيل مين اللي ممكن يكسب، هما الاثنين لعيبه محترمه جدا. بس انا بقول ان الاهلي كان له ميزات اكبر بكتير جدا من بطوله. ميزات ايه؟ ان اللعيبه اللي موجوده في الاهلي متوسط اعمارها صغير جدا، انت بتتكلم في 25 سنه، يعني الناس قدامها 10 سنين على اقل تقدير، بتتكلم في مستوى اطوال ما شاء الله رهيب، ان الفرقه كلها فوق ال 2 متر، لاعب في افريقيا يعني لا انت عبد الحليم 2 متر 17 عادل 2 متر 16 منعم ورسلان الاثنين فوق ال 2 متر، في النادي يا كابتن ببقى عارف انه لا يعني ببقى شايفهم من على بعد كبير لا طبعا طوال جدا يعني
ما حدش ينفع ما حدش يقول ان اللي كون الفريق ده. وبعدين لما نتكلم طبعا انا مش بتكلم على ميدو باعتبار ان هو اخويا، لا انا بتكلم واحد اشتغل. ميدو بقى له 10 سنين بيشتغل في الاهلي مدرب عام، كان له دور ايجابي جدا ان هو يجمع فرقه الاهلي ثلاث مرات. فرقه الاهلي حصل لها ظروف بعد ما احنا اعتزلنا تحديدا يعني جه الجيل بتاع احمد صلاح وعبد الله قعدوا مستقرين شويه وسافروا للاحتراف. فالاهلي وقع جدا في الفتره دي، ميدو ساهم في بناء جيل فرقه من جديد. وبعدين الفرقه دي برضو منهم رؤوف والحسيني سابوا الاهلي ومشيوا، فميدو ساهم للمره الثالثه وبدور ايجابي جدا لانه اللعيبه بتاعت مصر بتحبه. فهو ساهم في تكوين الفريق ده للمره الثالثه. فما ينفعش نقول ان هو فشل ازاي يعني، لا هو لا هي مش موضوع فشل، بس هو يعني اللي ضعف اثار الخساره عليهم هم حبهم للمدرب يعني. طبعا وده شيء جميل. واحنا شفنا نتيجته ده في بطوله افريقيا، ان انت قلت ان صعب بعد لما فرقه تخسر بطوله تروح تلعب بالمستوى ده. هو ده الترجم بقى، هم اللعيبه الحب بتاعهم لناديهم في الملعب والمدربهم ظهر في الملعب. وان شاء الله انا متاكد ان ده هيكمل في البطوله دي وهيكسبوا بشكل حلو جدا. بطوله افريقيا طبعا هي المفروض انها مؤهله لكاس العالم، المفروض انها اقوى من بطوله الدوري، هي اقوى بطوله في القاره، احسن فريق في القاره. ان شاء الله الاهلي يرجع بيها باللقب وربنا يوفقهم يعني ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن ماجد ارجع لك برضو يعني في موضوع يهمنا جدا، يعني احنا ليه ده على مستوى الكره الطايره بقى في مصر، يعني ايه السبب الرئيسي ان احنا مش شايفين دلوقتي على الساحه غير النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا للمره ال 11، يعني احنا مش بنقول ملوك الصالات دي كلمه كده يعني، لا احنا ملوك الصالات، ملوك الصالات مش هزار يعني، 11 مره بطوله افريقيا ان شاء الله يا رب يا رب يكون ده اللقب ال 12 ان شاء الله، زي ما فرحنا مع الباسكت ان شاء الله نفرح مع الطايره. يعني ايه السبب ان مفيش دلوقتي في مصر غير الاهلي والجيش؟ وزي ما قال كابتن هاني ان اللعيبه المميزين لعيبه منتخب مصر هم متوزعين على الفرقتين دول. ايه السبب يعني؟ هل التفريغ قل؟ ما هو معلش، ما هو نادي الجيش هو ولاد النادي الاهلي اللي فيه ولاد النادي الاهلي سواء كوادر او مدربين او يعني كان كابتن وائل امبارح معانا ابن النادي الاهلي مدير فني نادي الجيش، كل دول لعيبه النادي الاهلي واجهزه النادي الجهاز الفني النادي الاهلي. ايه السبب ان ما فيش مكان في مصر بيفرغ لعيبه الطايره يمكن غير النادي الاهلي؟ ما هو لان النادي الاهلي المصنع الحقيقي لكره الطايره. ليه؟ لان النادي الاهلي بيربي دايما الاجيال بتاعته على ان المركز الثاني خساره. فالروح ديت عند اللعيبه الصغيرين اما يكبروا ويطلعوا لعيبه منتخبات ناشئين او منتخبات درجه اولى او لعيبه فريق اول، الالعاب الجماعيه من 30 ل 40% روح صح. فانت الكلام دوت بياخد سنين على بال ما يتعمل، فانت بتربي اجيال على مكسب، على ان التاني زي الاخير. فالمصنع دوت مش موجود منه غير في النادي الاهلي. نعم. وكمان يعني النادي الاهلي وقت ما بيغادر منه مثلا 3 4 لعيبه، وشفنا زي ما كابتن هاني بيقول حصل دروب في الكام سنه اللي فاتوا، في 2 لعيبه بيمشوا لاي ظروف احترافيه او حاجه، ولكن النادي الاهلي بيروح ما فيش يعمل سويتش اون على طول، يروح يروح على طول لان الروح المكسب موجوده. كل اللي بيعمله النادي الاهلي ان هو بيستعين بلاعب او اتنين من المميزين خارجيا يعمل لهم يعني تغيير للمنتاليتي، برمجه يعمل لهم تغيير للمنتاليتي بتاعتهم ويخليهم يخشوا في المنظومه بتاعه النادي الاهلي. بس يا كابتن برضو يعني احنا شفنا انديه بتعتذر كتير جدا عن البطولات، شفنا يعني النادي الاهلي مصر دايما، هو حتى لو عارف يعني دايما بحس كده معلش ده حتى برضو في النادي الاهلي الحته دي يعني يمكن جمهور النادي يبقى فخور بالحته دي، حتى لو النادي الاهلي حاسس انه مش هياخد البطوله، بس انا 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 ماستر اوف افريكا لازم اكون في البطوله. هو احنا ما عندناش بطوله مش يعني ما بنخش ما بننافسش عليها. احنا دوري، كاس، افريقيا، عرب، اي بطوله داخلينها لازم يكون طبعا لازم يكون لان انت اساسا بتتربى على ان انت ما بتنسحبش من اي مواجهه حتى لو انت اضعف. لسه بنقول اهو ليه بقى؟ لان انت النادي الاهلي بولاد النادي الاهلي متعودين دايما ان هم يقاتلوا لاخر نقطه عرق، سواء مدربين، سواء لعيبه، سواء جهاز اداري. الكلام دوت بياخد فترات طويله قوي في بناء الشخصيه او في بناء الرياضي. فانت مش متعود تنسحب. هتنسحب ليه؟ عشان خايف؟ لا، خش ادي اللي عليك واخسر بشرفك وخلاص، وهنقدر ده. المحاسبه على البطوله بتبقى على الاداء،
يعني انت شفت في التقرير اللعيبه قد ايه متاثره من خساره السنه اللي فاتت. شفت قد ايه اللعيبه متاثره بالكلام دوت. رد اعتبار و كل اللعيبه بالظبط كل حتى كانهم هم بيقولوا نفس الكلام. هقول لحضرتك برضو على حاجه مهمه قوي، حتى اللعيبه اللي لسه جايه السنه دي من الاهلي نفس خلاص برمجه. يعني اللعيب اللي لسه جاي ما خسرش السنه اللي فاتت من الترجي، بس هو اساسا عنده الاحساس، خد الروح، عنده احساس المراره بتاعه نفس اللعيب اللي كان متواجد. وده ده 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 سر التيشيرت الاحمر، ده سر النادي الاهلي. ان هو بيورث للاعيبته عن طريق الاداره وعن طريق المدربين يعني ايه فوز، يعني ايه مكسب. ودايما بتحس كده في كل الالعاب، الرياضه بالنسبه للنادي الاهلي يعني فوز. مفيش كلام، مفيش حاجه ثانيه، مفيش كلام، مفيش كلام. وعلى فكره برضه حاجه ثانيه، في حاجه نقطه مهمه بس انا حابب اقولها. النادي الاهلي، احنا خد بالك بقى، احنا مش بنتكلم في بطولات للنادي الاهلي. احنا كبطولات انت كل لعيب يعني الدولاب مليان، الجيل بتاعنا انا وماجد الدولاب مليان، يعني الجيل بتاعنا انا وماجد خد بطولات افريقيا نص البطولات دي مثلا احنا واخدينها. ممكن تكون في دول ما خدتش الرقم ده، فانت بتتكلم لعيب ممكن يكون اكتر من دول كامل، كام دول واخد بالك. يعني احنا اكتر من تونس، انا الاهلي 11 تونس 4. انا بتكلم في نقطه ثانيه بقى غير موضوع البطولات والمكسب اللي هي موجوده في الاهلي، ان النادي الاهلي فعلا، ودي مش لان احنا في قناه الاهلي، لا دي حقيقه واقعه، النادي الاهلي بيثري الرياضه في مصر طبعاً. من كل المجالات بيثريها. بمعنى ايه؟ ان اولاده اللي بيطلعوا بيروحوا يشتغلوا في اماكن ثانيه، هم بينقلوا نفس الثقافه او بيحاولوا ينقلوها للانديه الثانيه. يعني انا 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 يعني انا في انا دلوقتي بشتغل مثلا في وادي دجله، بحاول ان انا اربي الاولاد الصغيرين على نفس الفكر اللي احنا اتربينا عليه، ان انت بتحاول تدافع عن التيشيرت بتاعك، ان التيشيرت بتاعك ده مهم جدا، ان احنا ما بنخافش من حد، ان احنا بنحاول نعمل بنوسع القاعده. يعني انا بحاول انقل اللي انا اتعلمته في الاهلي. طيب دي على فكره يعني الاستعدادات للمباراه، احنا بس من خمس دقائق اللقطات دي احنا بس عايزين ننوه عن حاجه، ان المباراه مش احتمال ما تتذاعش، مش عشان احنا قصرنا، لا مش هتتذاع على اي قناه نهائيا، ولكن زي ما عودناكم احنا قناه النادي الاهلي هنحيشكم لحظه بلحظه، هنتابع المباراه بالفيديوهات، هنتابع المباراه بالنتيجه، هنعيشكم كانكم شايفين المباراه من خلال مراسلنا اللي هناك. وزي ما وعدناكم قناه النادي الاهلي هنكون على قد الوعد ان شاء الله، بالرغم ان القناه الثانيه التونسيه لم تذيع المباراه وعدم وجود كاميرات في الملعب، ولكن قناه النادي الاهلي زي ما وعد حضراتكم وزي ما وعدت جمهور النادي الاهلي هنعيشكم المباراه لحظه لحظه. اللقطات دي يعني من اقل من خمس دقائق، الاستعدادات الفريق هنجيب لكم السكور يعني ولقطات كامله وهجمات كامله للنادي الاهلي، هنعيشكم المباراه كانكم عايشينها داخل الملعب. وده وعد على قناه النادي الاهلي ان شاء الله، ان احنا دايما ننقل لكم الايه الجديد، ودايما ننقل لكم الحدث من ايه من الملعب. طيب يعني احنا كنا بنقول دلوقتي على فكره برضو، انا استكمالا لكلامك برضو يا كابتن هاني، قناه النادي الاهلي هنا احنا بنشتغل بنفس المنطق، يعني استاذ عماد الغول، استاذ جمال العاصي، يعني المسؤولين عن القناه مسؤوليه تامه، الناس هنا شغالين بنفس روح النادي الاهلي. يعني انا بتهيألي حضرتك من اول ما تخش من القناه حسيتوا ان انتوا يعني كان حته من النادي الاهلي اتنقلت جد مدينه انتاج الاعلام. هو بنفس الفكر، بنفس الشغل، بنفس ان احنا بنحارب نكون مميزين. ليه؟ لان ما ينفعش نكون رقم اثنين. احنا يعني دي حاجه يعني احنا حتى اعلاميا عايزين نكون رقم واحد. لا هي في نقطه انا مش عارف افسرها لغايه دلوقتي. انا هقول لك على حاجه، انا لغايه دلوقتي انا واولادي ومراتي مثلا، يعني احنا كل يوم جمعه لازم نروح نقعد في النادي الاهلي في نفس المكان اللي انا كنت بقعد فيه من وانا عندي 12 سنه. ماشي، انا ده تتكلم من طلق بيت. لا لا هو ده بيت فعلا. هو بيت ومش عارف هو يعني انا مش عارف ده معمول ازاي، لكن هو زي ما انا جسمي اشعر، لان هي دي حقيقه والله. عارف ليه؟ عارف يا كابتن؟ لا انا اقول لك ليه، انا اقول لك ليه. يمكن انا اكتر واحد اجاوبك على السؤال ده، عارف؟ لان النادي الاهلي حافظ على مبادئه. دي حقيقه طبعا. النادي الاهلي حافظ على مبادئه، النادي الاهلي مع تعاقب الاجيال حافظوا على كلمه معينه هي المبادئ. والكلام ده مش شعار، يعني مش مثلا اتقال ان النادي الاهلي لا ده نادي المبادئ، لا، لا فعلا. وكلمه كابتن عادل القيعي اللي بيقولها دايما من على هذا المكان دايما، النادي الاهلي مش بيكسب عشان عظيم، هو النادي الاهلي عظيم عشان لا النادي الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، هو بيكسب عشان عظيم. يعني اللي جه الاول العظمه، طب العظمه جت منين في النادي الاهلي؟ ما جاتش نتيجه المكسب، جت نتيجه ان هم الحفاظ على القيم. شوف انت بتقول ايه، انت من غير ما تشعر تاخد ولادك بتقعدهم في نفس المكان اللي انت عايزه يطلعوا زيك، شايف ان هم في حاجه كويسه. اتفضل. فهو يعني النقطه دي مهمه جدا لمؤسسه بقى النادي الاهلي ودورها تجاه مصر كلها، ودورها تجاه الوطن العربي كله. احنا مش بنصدر ده لمصر، ده لكل الوطن. انت لو شفت
كل البلاد العربيه هتلاقي لو بنتكلم عن الرياضه هتلاقي مدربين في كل الوطن العربي وكواد مش مدربين بس في كل الالعاب بالظبط. كابتن هاني احنا معانا احمد حسين من ارض الملعب هيوصف لنا المباراه ابتدت، عايزين نعرف النتيجه اخبارها ايه الاجواء روح المعنويه للاعيبه مين التشكيل اللي ابتدينا بيه احمد. هو المباراه لسه بادئه من لحظات والنتيجه دلوقتي 4-0 للنادي الاهلي. الكابتن ميدو بدا بس كان يوسف ورزمان واحمد غد وعبو ومنعم ومعوض و4-0 للنادي الاهلي حتى الان. طيب دلوقتي احنا يعني انت شايف الاداء الفريق وشايف ان التركيز اللاعبين اختلف عن امس، يعني مباراه امبارح كان اجهاد على اللاعبين، شايف ان الموضوع مختلف ولا الحمد لله اللاعبين زي ما شفناهم امبارح؟ لا لا خالص يا كابتن، يعني اللعيبه ماشيين بالتكتيك امبارح بعد ما رجعنا من ماتش الترجي كان في جلسات استشفاء بالسلب وكله تخلص من حاله الاجهاد والارهاقات اللي كانت موجوده بعد المباراه. هو بس كان اكثر حاجه يعني موجوده عند اللعيبه كانت بتاثر اكثر من الجمهور، ولكن كله تخلص من الامر ده والفريق بدا النهارده الماتش بتركيز شديد جدا ويمكن كابتن ميدو بادئ حتى بالتشكيل الاساسي اللي بيلعب فيه. بالظبط، يعني احنا توقعنا هنا انه هيبتدي بالتشكيل الاساسي عشان يفرض كلمته في اول المباراه وبعد كده ممكن يشارك الجميع. طيب انت شايف الاداء التحكيمي، شايف هل بتهيألي الخط قطع ولا احمد معايا؟ انت لسه معايا احمد ولا الخط قطع؟ طيب انا يعني ماشي جميل، انا بسال يعني هل الاداء التحكيمي الحكم اجنبي زي ما كان امبارح اسباني ولا حكم يعني افريقي ونفس الوقت اتفضل. الحكم النهارده اسباني برضه زي مباراه امبارح، يمكن بس في نقطه ممكن الفت نظر حضرتك ليها كمان من خلال كلامي مع بعض افراد الجهاز، قالوا لي ان مدرب الترجي امبارح للاسف كان بيقول معلومه مهمه. احمد هنرجع لك تاني يا احمد عشان نعرف كان مدرب الترجي كان هو عايز يضيف حاجه حصلت امبارح بعد المباراه. يا ريت يا جماعه نراجع احمد تاني ونعرف اللي حصل. زي ما توقعت يا كابتن ماجد، يمكن انا اسف يا كابتن هاني، انت توقعت انه هيشترك هيبتدي بالتشكيل الاساسي عشان يفرق كلمته من الاول. هو عشان يفك المباراه ويخليها سهله بالنسبه له لازم يبدا بالتشكيل الاساسي على الاقل اول جيم او جيم ونص، وخصوصا عشان يرهب الفريق التاني ما يدخلوش في الجيم معاه. وفي نفس الوقت انا شايف برضو ان الجلسه اللي عملوها بعد المباراه بانه لسه البطوله ما خلصتش ودي فرحه مؤقته، الكلام ده كله يعني بينبئ ان النادي الاهلي النهارده هياخد ماخذ الجد من اول ماتش كاس. طبعا تحصيل حصل. طبعا لان الماتش دوت يفرق معاك ان يدخلك بالهاله بتاعت النادي الاهلي اللي عملها امبارح ويدخلك بمعنويات عاليه، ومفيش مانع ان هو بعد الجيم الاولاني او الجيم الثاني يبتدي يشرب. طيب بعد العناصر كابتن رجع لنا احمد حسين، الاخبار عندك ايه؟ الاول قول لنا نتيجه وبعد كده قول لنا مدرب الترجي كان بيقول ايه. 7-3 حصل ان للنادي الاهلي. 7-3 جميل. طب انت كنت عايز تقول حاجه مدرب الترجي بعد مباراه امس؟ امبارح يا كابتن هو كان عدم الرضا عن اداء التحكيم كان من جانب الفريقين وليس النادي الاهلي فقط، ولكن كان احنا يعني المدربين بشكل اكبر، يعني لدرجه زي ما بقول لحضرتك يا كابتن المدرب الترجي في خلال المباراه كان يعني لما بيلاقي نقطه غريبه محسوبه وشايف ان احنا عندنا معترضين فكان بيبص للجهاز عندنا ويعني بيقول لهم انتوا عندكم حق، يعني اللي هو نظرات عليه بتقول يعني ويهز دماغه كده انتوا عندكم حق، يعني النقطه دي ليكم مش لينا. طيب دلوقتي لسه احنا 7-3 يا احمد ولا النتيجه اختلفت؟ لا حتى الان 7-3 زي ما هي. 7-3 طيب. المباراه حماسيه جدا يعني. طبعا اكيد لان هم اكيد بتهيألي. طب هو الاهلي بنغازي عنده 8-3 دلوقتي، طيب فرق 5 نقاط ده. طب في اي تغييرات حصلت حتى الان ولا نفس التشكيل ابتدينا بيه؟ نفس التشكيل. طيب احمد احنا هنرجع لك وخليك معانا ان شاء الله، يعني دي او الثانيه هنبقى معاك عشان نعرف منك النتيجه باستمرار. يعني ثبت التشكيل اهو 8-3 حتى الان النتيجه في الشوط الاول. ده شيء رائع جدا ان احنا نبدا ضاغطين على الفريق الليبي وان ما ندخلهمش في الجيم معانا من بدري، الكلام ده كله يساعد على ان احنا نخلص المباراه في وقت قصير ما نجهدش عشان نوفر الطاقه بتاعه الفريق لدور الثمانيه والادوار الجايه، ويدي فرصه ان احنا لو عايزين نشرك عنصر اثنين في الجيم الثالث او الثاني يدي حريه للجهاز ان هو يشرك ويبص على اللعيبه البدلة. وانا ان شاء الله باذن الله ده يعني تفائلين خير 8-3 من ملاحظات. لا لا ده يعني ان شاء الله، وخصوصا ان المنافس نفسه مش بقوه امبارح، يعني المنافس برضو يعني 3-2 مع الكاميرون برضه. وقال احمد كلمه كويسه قوي دلوقتي، قال المباراه حماسيه، يعني ده اكيد حماسيه. هقول لك ليه. اولا ان شمال افريقيا عموما بيبقى كده، الفريق الليبي
معاه الجمهور بتاعه في جماهير معاه الجمهور بتاعه لقرب المسافه، ولان برضو الجماهير الليبيه في منها متواجد طبعًا كتير قوي في تونس لا وفي منها كتير في تونس ناس جماهير ليبيه كتير. ودايما اللي بيلاعب النادي الاهلي او اللي بيلاعب مصر بيبقى عنده حماس ان هو يظهر نفسه قدامها. لو جاب نقطه ان احنا اسياد افريقيا ما هو يعني هو انت بتعمل حاله في الجيم ان انت بتدي الجيم روح وبتدي للجيم حلاوه. فاي لعيب بيلعب قدام مصر او النادي الاهلي خصوصا يعني بيبقى عايز متحمس ان هو يظهر مهاراته. بس ان شاء الله باذن الله نستمر على هذا الوضع وان شاء الله باذن الله نخلص الماتش بالصوره. طب يا كابتن هاني انت توقعت برضو كده؟ انا بصراحه يعني لما قال لي المباراه حماسيه استغربت شويه، انا قلت يعني ايه يعني اهلي بني غازي كده كده اوت واحنا ان شاء الله كده كده متاهلين اول المجموعه يعني. طب ايدي كلام كابتن ماجد في حته ان المباراه يعني وجودها او كونها حماسيه فده شيء طبيعي؟ لا طبعا طبيعي جدا طبيعي، ان يعني الناس اللي في ليبيا عايزين اللعيبه عايزه تلعب قدام البطل تظهر بمظهر كويس، اللعيبه نفسها بتبقى عايزه تحترف في انديه مختلفه في بطولات زي دي، الناس كلها بيبقوا شايفينهم. فهو بيلعب قدام الاهلي كل لعيب بيطمع ان هو يحترف سواء في الاهلي او في مصر او في تونس يعني. ده فالماتش ده بيبقى تحت الميكروسكوب يعني زي انت في ماتشات الكوره كده ما بتلاقي معظم الفرق 90% منها بتلعب قدام الاهلي بالفول باور وبتلعب بشكل غير اللي بتلعب بيه مع الفرق الثانيه. هو نفس الموضوع يعني ممكن كابتن ميلو يبتدي تغييرات وانت هل بعد زي ما قال كابتن ماجد هناخد شوط ونص تقريبا كده وبعد كده يبتدي يغير، ولا ممكن يغير قبل كده؟ ده الطبيعي يعني هو بعد شوط ونص كده يبتدي بعد لان بعد شوط ونص بتبتدي بقى كمان الناحيه الثانيه بتبتدي تفطر تحس ان مفيش فايده فهيبتدي حماسهم يقل شويه. في الوقت ده نبتدي احنا واللعيبه بتاعتنا نفسها حتى لو فضلت في الملعب هتلاقيها تنزل شويه. تنزل طبعا. فالمفروض ان في الوقت ده ينزل لعيبه بقى ثانيه تبتدي تحاول تثبت نفسها انها موجوده وانها تجهز نفسها فتكمل ان شاء الله الماتش. طب يوم واحد كفايه قبل دور الثمانيه ان شاء الله؟ طبعا احنا يعني بص في الفولي احنا واخدين على كده. يعني في الفولي احنا كل بطولاتنا بتبقى ثلاث ايام لعب يوم راحه وبعدين يومين لعب وبعدين يوم راحه وبعدين يوم ده الشكل الطبيعي اللي احنا واخدين عليه. اللي الاحمال التدريبيه بتاعتنا طول السنه تبقى كده يعني على طول احنا بناخد ثلاث ايام جامدين ورا بعض وبعدين نبتدي ننزل بالكيرف شويه وبعدين نعلى يعني طول السنه بيبقى المدربين الفولي شغالين بالسيستم ده. طب انت شايف يعني مشاركه النادي الاهلي بالشكل ده في بطوله افريقيا هل ده بيعتبر مؤشر يعني ان شاء الله اذا ربنا كرمنا وكان كده مؤشر للمنتخب في حاجه، ولا احنا اوريدي زي ما قلنا امبارح ان مصر يعني بقى لها 10 سنين الحمد لله يعني زي ما بيقولوا راكبه القاره الافريقيه؟ بص لا احنا بنتكلم على المستوى الافريقي لا يعني الحمد لله بفضل الله تونس بعيد عننا جدا وهي اقرب المنافسين لينا ومع ذلك هي بعيد عننا لان احنا عندنا لغايه دلوقتي احنا نملك لعيبه محترمه في كل المراكز نملك منتخب قوي جدا يعني تونس بعيد عننا انما احنا بنطمع ان احنا بقى المزيد. في المزيد في على المستوى العالمي احنا دلوقتي في الرانكينج احنا طلعنا في الرانكينج العالمي كويس قوي طلعنا المركز 12 اعتقد دلوقتي احنا عايزين اكتر. في مشكله دلوقتي بتواجه الاتحاد وبتواجه المسؤولين عن الفولي اللي هي موضوع الامكانيات تجهيز الفرقه اعدادها لان الموضوع انت عارف الظروف الاقتصاديه لا الظروف الاقتصاديه يعني مشكله السفر والاحتكاكات دلوقتي قلت دي لازم نتغلب عليها لان باي طرق بقى ان احنا نتبادل الزيارات مع الفرق الاوروبيه لان الاحتكاك مهم جدا. النتيجه دلوقتي يا كابتن انا اسف النتيجه دلوقتي جت لنا 13-5 للنادي الاهلي ان شاء الله هيفضل الفرق كده يعني ان شاء الله الفرق كده. فيعني مصر على المستوى الافريقي والعربي ان شاء الله تحافظ بمكانتها يعني الخمس ست سنين كمان لان حتى بعد لو احمد وعبد الله مثلا الجيل ده ابتدى يبطل لا قطب وحسام ما شاء الله عليهم هيشيلوا الجيل ده وعب وعادل دول صغيرين هم نجوم الاهلي بقى هم دول هيشيلوا فتره طويله قوي ان شاء الله المنتخب برضه باذن الله ان شاء الله. طب يعني كابتن ماجد انت شايف يعني خلينا نتكلم ان شاء الله ربنا يكرم المباراه ماشيه بوتيره جيده. مباراه دور الثمانيه من المفروض هتكون غالبا ضد مين ان شاء الله؟ هو اللي هنبقى مع المجموعه الرابعه كيني غالبا هيبقى فرقه من كينيا السجون الكيني. طيب السجون الكيني اخباره ايه يعني؟ بص حضرتك هي كينيا زي الكاميرون قوه بدنيه جامب عالي مهارات ضعيفه فالفرق اللي هي الافريقيه ديت لازم تلعبها زي ما تونس بتلعبنا ان احنا ما نخشش معاهم في اخطاء شخصيه كتير
سيبهم هم يغلطوا يعني. الفرق بقى الافريقيه دي الفرق الافريقيه دي انت يعني زي ما بيقولوا كده عدلهم الكوره وهم كفيلين ان انت يعني يدوك هدايا يعني. بتهيألي ان شاء الله ممكن يعني. لا لا هو بص حضرتك هو ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا نعدي موضوع كينيا في دور الثمانيه. طب الاربعه هنرد على مين بقى؟ الاربعه غالبا برضو هنلعب السرايا الليبي يعني الليبي غالبا الليبي يعني. التوحيد السواحيلي 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 الليبي غالبا فريق ليبيا يعني. هو افضل من الاهلي بنغازي ولا هو السواحيلي شعبيته اكتر ودايما بيستعين بمحترفين والسواحيلي زي في عاصمة الباسكت كده الاسكندرية. السواحيلي برضو في الفولي هو عاصمة الفولي هناك في ليبيا هو القبلة بتاعت الفولي هناك. بس هيبقى أقوى شوية من دور الثمانية مش هيبقى يعني أقوى كتير لأن نفس المدرسة الليبية اللي هي برضو ما وصلتش 15-8 يا كابتن آسف الموضوع حضرتك. النتيجة دلوقتي أحمد بلغنا 15-8 كده كده نص الشوط يعني كده كده يعني أعتقد إن هو نفس السيناريو اللي إحنا قلناه في بداية المباراة إن الماتش الماتش هيبقى ماشي مريح ما مش محتاجين إن إحنا نضغط نفسنا عصبيا ويبقى عندنا فرصة إن إحنا نجرب. الدور الأربعة إن شاء الله السيمي فاينل لو قابلنا السويحلي مش هيبقى فارق كتير قوي عن فريق ليبيا احسن شويه بس مع يعني بنسبه مش كبيره يعني. فيعني هو الحمد لله ان احنا بعدنا عن السكه اللي هي بتاعه النجم الساحلي او بوريجي الجزائري لان برضو فرقه الجزائر ممكن تكون جايه محترفين ممكن تكون لا جايه فرقه متكامله مستعده لان برضو فرقه الجزائر مشاركه في فرقه واحده من الدوله من الجزائر ممكن يكونوا لامين ممكن يكون ممكن يكون جايين فرقه محترمه يعني فرقه بوريج دي دايما بتيجي بفرقه كويسه فاحنا كده بعدنا عن السكه اللي هم الفرق القويه. خليني برضو اطرح سؤال اخد راي حضرتك يا كابتن ماجد وراي كابتن هاني. احنا دلوقتي في الفاينل يا رب من وجهه يا رب ان شاء الله يعني بقول باذن الله طبعا في الفاينل انت شايف الله. من وجهه نظر الفنيه افضل لنا نلاعب الترجي تاني ولا نلاعب فرقه تانية؟ خلينا نقول حسابات احنا طبعا احنا استوديو تحليلي نقول حسابات ولكن ارض الواقع بص هقول لحضرتك على حاجه كل حاجه ليها ميزه وليها عيب مفيش حاجه ليها مميزات بس او عيوب بس. انت لو قابلت الترجي تاني هنفترض ان انت قابلت الترجي تاني طيب ايه المميزات في الموضوع الترجي دوت؟ اولا انت كسبان الفرقه ديت جميل كويس عارف مواطن القوه والضعف ولعبتها يعني مارستها ويعني عشتها جوه الملعب اوكي دي مميزات. طب العيوب؟ العيوب ان هم لعيبه الترجي مش هتقبل انها تخسر تاني مرتين في بطوله واحده دي من عيوبها ان فرقه الترجي صعب جدا ان انت تفوز على فريقين على فرقه واحده في بطوله مرتين بيبقى شيء صعب من الصعوبه فدي دي عيوبها. الشيء اللي هيحسم في موضوع الترجي اذا لعب الاهلي معاه في الفاينل القوه الذهنيه بتاعه لعيبه النادي الاهلي بس الاصرار من اسهل المباريات اللي ممكن تلعبها في الفاينل لو انت فضلت محافظ على قوه تركيزك الذهني زي ما لعبت في الماتش الاولاني. لو فضلت بنفس المنظر دوت الترجي ممكن ينهار بعد الشوط الثاني. بس انا يا كابتن عندي توقع كده مش عارف حاسس انه ممكن يحصل ما اعرفش يعني النجم الساحلي يا ريت يعني انا يعني معلش احنا برضو ايه يعني برضو ياريت ده يخطئ او يصيب لان احنا بنقول ان الفرقتين لما بيبقوا من بلد واحده وبيلعبوا بيبقى حافظين بعض. وبعدين كمان المشكله ان الهزيمه بتاعه الترجي امبارح 3-0 بالمنظر دوت هتهزه نفسيا هتوقع الفرقه شويه فممكن ان النجم الساحلي برضو النجم الساحلي في تونس نص المنتخب بيلعب فيه يعني زي هنا الاهلي والجيش على فكره هو لسه كسبه قليل النجم كسب الدوري التونسي ما انا بقول لحضرتك يعني انت يعني نفس الموضوع هناك برضو فممكن النجم يستغل الفرصه دي وخصوصا لو نزار شكيلي اللي هو المدرب التونسي ما قدرش يلم فرقته بسرعه. اذا انا افهم من كلام حضرتك كده ان هو طبعا كل حاجه ليها سلب وايجاب بس طبعا يعني ما تتمناش ان يبقى الترجي في الفريق. انا اتمنى ان احنا نلعب النجم فرقه جديده خالص 16-11 يا كابتن اسف على مقاطعه حضرتك 16-11 الان يبقى ده توقع هاني ان احنا ريحنا شويه يبقى احنا يعني لعبنا على قد الماتش يعني بس احنا تكنيكال تايم اوت الثاني اهو 16-11 في الخمس لا ده احنا دلوقتي 17-11 كمان ما بقول لك ايه احنا بس ريحنا شويه كده في قبل التكنيكال او الثاني عشان بس ايه يعني
اللعيبه يعني مش هقول ما يعني ما ركزتش بس هي طبيعي وده طبيعي المباراه بتروح وتيجي حتى امبارح كده بالزبط. طب ارجع لسؤالي تاني حضرتك شايف ان طبعا يعني انا افهم من كلامك يعني طبعا ايا كان في حاجه ليها بس يعني حضرتك رايح شويه انا رايح لان احنا نقابل النجم مش لسبب لان انا في كل الهيستوري او التاريخ بتاع البطولات او بتاع الفرق من الصعب ان انت تلعب بنفس التركيز اللي احنا شفناه امبارح ده تلعب بيه مرتين بس رجالتنا هيفاجئونا ان شاء الله يا رب في كلتا الحالات يا رب بص احنا نتمنى ان هم يفاجئونا ترجي او نجم احنا نتمنى كده لابسين بدل وعاملين في ترابيه على بعيد خالص عنهم بس احنا بنقول ايه اماني وتوقعات يا رب هم بيبقوا في الملعب وهم اللي عايشين اللحظه والتوفيق برضو ان شاء الله يكون معانا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ترجي نجم اللي نقابله ان شاء الله في الفاينل ارجع بقى السؤال ليك بقى انت حضرتك بتضحك ها بضحك انا سامح اقول لك حاجه قول لي انا الترجي في تونس هو الاهلي بتاع مصر بتاع تونس يعني هو الترجي كده فموضوع ان هو هيتهز نفسيا لا ومش هيتهز نفسيا هو هيلعب مع النجم جامد جدا وكون ان هو خسر من النجم برضه هو ده هيبقى حافز ليه ان هو يلعب الماتش ده جامد وانا كابتن 18 14 يعني انا في توقعي بقى عكسكم ان هو الترجي هيكسب النجم وهيكسب النجم ماتش هيبقى مقفول يعني وهنلعب مع النجم تاني وان شاء الله هنكسبه تاني يعني هو ده حصل اصلا السنه اللي فاتت فان شاء الله السنه دي هيتكرر يعني اللي حصل مع نادي الجيش ايوه نادي الجيش قابل الترجي في المجموعه وفاز عليه ايوه وقابله تاني في الفاينل بس كان الترجي كسب الاهلي في دور الثمانيه كان الترجي كسب الاهلي في دور الثمانيه انت بتتوقع نفس السيناريو يعني الكابتن وائل كان قاعد مكانك امبارح يمكن وقال لي نفس السيناريو ده هو لا يعني اصلا يعني انا شايف ان لعيبه الترجي بيبقى عندهم خبره اعلى بص النجم بيعتمد تملي يعني حتى من لما كنا بنلعب ان هو بيبقى فيه اثنين من منتخب تونس وبيعتمد ان هو يجيب محترفين جامدين الترجي بيعتمد ان قوام منتخب تونس كله ومعاه واحد محترف او حاجه انما الترجي هو انما النجم هو يعني تلاقي النجم ايه كل سنه غير التاني انما الترجي انا بقول لك بقى له خمس سنين هي نفس هم وبيلعبوا مع المنتخب مع بعض وبيلعبوا مع المنتخب مع بعض 19 15 يا كابتن دلوقتي النتيجه 19 15 في الشوط الاول بنقترب ان شاء الله ان احنا يعني نادي فالفرقه اللي بتبقى ثابته لمده سنين طويله دي يعني بتبقى فرصه نجاحها بتبقى اكبر يعني لو رجعنا لفرقه الاهلي انها مثلا السنه دي في الدوري ما وفقتش ان في عنصرين او ثلاثه داخلين السنه دي جداد السنه الجايه هيكسروا الدنيا خد مني يعني طبعا لان يعني لانهم طبعا لانهم خرج يعني مكانهم يعني قصادهم خرج اثنين ثلاثه بقى لهم فتره مع النادي الاهلي بالظبط يعني هم بس الفرقه لما تبقى حد جديد حتى لو كويس قوي لما بيخش بياخد وقت على يعني انا لما كنت بلعب مع ماجد مثلا في كور مثلا كنت بخشها وانا مغمض انا متاكد ان هو هيديها رغم انها بتبقى صعب انها تيجي لكن حفظنا بعض انت حافظين بعض سنين طويله لعبنا هو الاهلي لما يوصل للمرحله دي ما حدش هيقف قدامه هو قرب يوصل لها ان هم الناس يبقوا مع بعض مده طويله نفس القوام الاساسي الموضوع ده احنا واجهناه في الجيش في اول سنه يعني احمد صلاح وعبد الله لما جم اول سنه احنا واجهنا صعوبات ان هم برضو ان هم يدخلوا وخسرنا من الزمالك وخسرنا من الاهلي انما بعد كده لما قعدوا فتره في الفرقه تاقلموا والموضوع فهو نرجع لموضوع النجم ولا الترجي انا شايف ان الترجي ثابت 20 15 يا كابتن 20 15 وهيبقى في فرصه شويه ان هو يكسب طبعا من مصلحه الاهلي ان النجم اللي يكسب عشان طبعا تبقى الماتش ما هو لسه كابتن نجم بيقول يعني لكن انا اتوقعي ان لا الترجي هو كل السيناريوهات ان شاء الله جاهزين يعني يا رب بالروح اللي احنا شفناها امبارح نكون جاهزين بس احنا بنقول كمحللين يعني بنشوف الوضع ايه يعني هل الافضل الاحسن يعني بناخد البطوله يعني زي ما بيقولوا نظره شامله لا وخد بالك كمان ان الاهلي لسه في حاجات ما ظهرتش يعني انا يعني مثلا قطب مع البطوله هيعلى اكتر بكتير من ماتش امبارح لا وهو امبارح لا يعني هو امبارح لما خرج ونزل لعب في البدايه بس نفسه بعد كده انما انا اتوقع ان هو على نهائي البطوله هيلعب ماتش ان شاء الله احسن من ده كمان بكتير هيبقى ثابت طول هيعلينا جدا ان شاء الله فانا بقول لك ان الاهلي لسه في عنده حاجات كتير كمان ان شاء الله لسه هتطلع بس انا عجبني حاجه امبارح بصراحه عجبني ان اللعيب لو في حصل غلط معين مثلا استقبال مش جيد في مشكله حصلت خسرنا نقطه بلاقي اللعيب اللي حس ان في مشكله عنده بيرفع ايده يقول انا اسف يعني قصدي اقول ايه ان احنا عارفين او هو عارف ليه خسر النقطه خلي بالك يا كابتن دي في الرياضه او في الالعاب الجماعيه دي مشكله كبيره ان انت تبقى مش عارف انت بتخسر ليه فلما يوصل اللعيب عارف انه خسر نقطه 22 17 ثلاث نقاط ان شاء الله على الشوط الاول يعني لما اللعيب يوصل لمرحله انه عارف هو النقطه جت او خسرنا النقطه ليه وبيعتذر يقول انا السبب دي اعلى درجات النضوج الفني
طبعا وكل اللعيبه الكبيره كده. انا ابص لما تلاقي لعيب بيتكلم كتير في الملعب او بيلوم زمايله بتعرف ان هو خلاص اوت اوف مود، خلاص بيبقى خرج بره المود حتى لو لعيب كبير. انما اللعيب اللي مركز حتى لما بيغلط خلاص بيبقى عارف ان هو الغلطان وبيرفع ايده والنقطه تعدي بسرعه عشان يكسب. لا والاجمل من كده كمان، ده كلام جميل، الاجمل من كده انه عارف المشكله جت فين. يعني المشكله الفنيه، احنا كفرقه عاملين سيستم، لما بيحصل يعني السيستم ده بيفشل اللعيب يبقى معنى كده ان الكابتن موصلهم لمرحله حافظين هم بيعملوا ايه، شوف وعارفين الفرقه الثانيه بتعمل ايه وبيبقى متفق معاهم. على سبيل المثال بالزبط. مثلا ان هو بيتكلم ان اللعيب الفلاني ده هو مايل ان هو يضرب خط، فالبلوك لازم يمسك الخط. هو جت كوره اتضربت خط هو ما مسكش خط فعلى طول بيعتذر انا اسف ان انا ما عملتش بالظبط. هو ده نضوج فني. التعليمات، تركيز في التعليمات. امبارح احنا كنت حاسس ان فعلا يعني الاهلي بيلعب مباراه كبيره، يعني انا كنت امبارح بصراحه نايموني مبسوط الحمد لله، لان فعلا اكيد ده كان شعوركم كمان طبعا يعني. طب كابتن ماجد، يمكن برضو زي ما بنقول النضوج الفني وبنقول النضوج البدني والنضوج النفسي، ان الكابتن ميدو خدهم من خساره من 10 ايام وزي ما احنا قلنا فرقتين زي بعض، ولكن ان يوصلهم يوصلوا يلعبوا بطوله زي كبيره زي دي. بس اصرار النادي الاهلي، انا عايز اتكلم على الحته دي، اصرار النادي الاهلي انه يشارك بالفرقه ويصر انه يروح افريقيا حتى في الحاله النفسيه دي، ده يدل على ايه؟ بص حضرتك، من اصعب المواقف اللي بتعدي على اي فريق جماعي ان هو يلعب كذا قمه في فترات زمنيه قريبه. يعني يكون بيلعب قمه نهايه الدوري وبعد كده بعديها باسبوعين ثلاثه سواء كسبان او خسران في الحالتين ان هو يلعب بطوله افريقيا، وبعدين بعديها باسبوع او 10 ايام يرجع يلعب قمه ثانيه فاينل كاس. دي من اصعب الحاجات اللي موجوده في تواجه اي فرقه جماعيه. فما بالك بقى ان هو اول قمه خسرها، واصر النادي الاهلي ان هو ما ينسحبش او ما يعتذرش بمعنى اصح، ويخش يعني مش يغامر بس هو ده قدر النادي الاهلي ان هو بيدافع عن اسم الكره الطايره المصريه في بطوله افريقيا. يعني لو غاب عن البطوله دي ما كانش هيبقى فيه ممثل، عن ما كانش هيبقى فيه ممثل، وهتلاقي البطوله ضعيفه وهتلاقي البطوله التونسيه. يا كابتن انا اسف بوضح لحضرتك، 25-19 انتهى الشوط الاول، ده فرق مريح جدا، فرق يعني كده 1-0 النادي الاهلي والمباراه بتسير يعني لا ده ان شاء الله هتكون يعني باذن الله ان شاء الله زي السيناريو اللي احنا قلناه ان هو الاهلي هيضغط في الاول ففرق 6 نقط. الشوط ما خدش ثلث ساعه يمكن. لا وهتلاقي كمان الاجواء نفسها ما فيهاش ضغط عصبي او نفسي على اللعيبه، وهتلاقي الموضوع ماشي يعني في حماس طبعا من الجمهور وفي حماس من الفرقه الليبيه، بس احنا اللي سايقين المباراه. ارجع لحضرتك برضو حته ان حضرتك قلت ان يعني النادي الاهلي يسر طبعا ده حاجه يعني تحترم جدا بالنسبه لاداره النادي الاهلي، بالنسبه للمدير الفني للنادي الاهلي، بالنسبه للعيبه، ان هم يبقى عندهم الاصرار ان هم يمحوا صوره الدوري ويخشوا على بطوله افريقيا ان شاء الله يعوضوا لنا الصوره دي ويثبتوا ان هم يعني فريق كبير. لا فريق كبير، لان مش معنى ان انت خسرت شوط، يعني انت لو كنت كسبت شوط واحد كنت خدت بطوله. فهي مش الرياضه مش في شوط، يعني انت الرياضه في الروح اللي هي موجوده في الفريق، في الروح اللي موجوده في كابتن ميدو، في روح الاداره اللي هي قالت اوكي. طبعا احنا هنروح لاحمد حسين تاني في الصاله. احمد، وصف لنا الاجواء والتغييرات والدنيا عامله ايه عندك. والله يا كابتن، هو كان في سيطره تامه للنادي الاهلي على الشوط الاول. الكابتن ميدو ما غيرش في التشكيل كتير، كان هو اللعيب الوحيد اللي نازل بديل كان عبد اللطيف عثمان فيفا، استخدمه مره مكان معوض ومره مكان عبد الحليم. وكان في تالق لافت جدا وتالق واضح للمباراه الثانيه على التوالي من المحترف الاوكراني رسلان. والنادي الاهلي كان كل ارسالاته مضبوطه جدا. حائط انصاب النادي الاهلي كان برضو فيها تالق كبير جدا النهارده. في مجمل الاداء كله، النادي الاهلي الشوط الاول افضل فنيا وبدنيا بكثير. طب اداء الفريق الليبي مش ازاي؟ هل الفريق الليبي بدا يسلم بالامر الواقع ولا انت شايف ما زال في مقاومه؟ هم كانوا متاخرين في الاول خالص بخمس نقط زي ما قلت لحضرتك يا كابتن في الاول. النادي الاهلي كان كسبان 3-0، ولكن هم بدأوا يعني يلموا نفسهم شويه وبقى في نديه في الاداء، ولكن الوضع كان فيها ثلاثه من النادي الاهلي. يعني الفريق الليبي بيحاول وبيحاول يقرب من النادي الاهلي، بس الاهلي يعني ما بيدلوش فرصه. يعني كل ما الفريق الليبي بيجيب نقطه او اثنين النادي الاهلي بيفرق اكتر. طب دلوقتي ابتدى الشوط الثاني ولا لسه احنا في مرحله الاستراحه اللي ما بين الشوطين؟ يعني هو ثواني وهيبدا الشوط الاول ان شاء الله. احمد هنرجع لك ثاني ان شاء الله وتوصف لنا برضو المباراه والاجواء، ويا رب ان شاء الله النادي الاهلي ينهي المباراه 3-0 زي ما عودنا امبارح يا رب ان شاء الله. كابتن، شفت يعني حصل تغيير في الشوط الاول يمكن على عكس توقعنا.
يعني لا هو نزل عبد اللطيف، ما هو احنا كنا قلنا كده برضه يعني، هو احنا قلنا في ثلاث لعيبه وارد جدا ان هم يشتركوا، والاهلي محتاج ان هو يشتركهم، عبد اللطيف واحمد عبد العال، دول اثنين لازم يشتركوا، والثالث اللي هو الليبرو الشريف لعب امبارح كتير جدا يعني، امبارح شريف عمل ماتش هايل ان هو كان صغير ولعب ماتش زي ده، هو طول دي من صفاته من زمان صغير. اه طبعا. طب انا هستكمل مع حضرتك اجابه السؤال ده بعد الفاصل، هنروح لفاصل اعلاني وهنرجع لحضراتكم متابعه مستمره وحيه لمباراه النادي الاهلي للكره الطايره في افريقيا في تونس، ملوك الصالات للكره الطايره بيخوضوا مباراه ان شاء الله دلوقتي في، واحنا بنتكلم مع الاهلي بنجازي، هنروح لفاصل وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. الشوط الاول انتهى 25-19، النادي الاهلي بيسحب نحو نصر ان شاء الله يعني 3-0 باذن الله مع الاهلي بنغازي. طبعا ارجع لضيوفي تاني في الاستوديو كابتن ماجد مصطفى وكابتن هاني مصالحي، كنا بنتكلم مع كابتن هاني قبل الفاصل عن التغييرات، يمكن احمد حسين قال لنا من لكن اجرى تغييرين يا ريت برضه نستعرضهم مع لا هو تغيير واحد، هو نزل عبد اللطيف مكان محمد عادل، وده قلنا زي ما قلنا ان احنا ده مطلوب جدا عبد اللطيف يخش في الماتشات، لان النتيجه دلوقتي 5-4 لاهلي بنغازي. برضه الشوط الثاني يعني دي من طبيعتنا برضه، البدايه لكن الويف اللي بتيجي في الاول او الموجه اللي حصلت في الترجي امبارح ان شاء الله احنا قادرين على السعاده، اتوقع انها يعني بعد 5-6 نقط كده ان شاء الله. محتاجين عبد اللطيف، محتاجين احمد عبد العال كمان جدا ان هو يلعب ان شاء الله، اكيد هيديله في الماتش ده، بس يعني نتمنى ان السكور يبعد شويه في الشوط الثاني عشان يبقى فيه فرصه لكده يعني نتمنى ده يعني ان شاء الله. طب كابتن انت قرايتك ايه لل 25-19 مع اجراء تعديل واحد في الشوط الاول؟ بص هو حضرتك الجيم الثاني ده شيء طبيعي جدا لان يحصل مقاومه من الفريق الليبي، لان ده بالنسبه له يعني زي ما قلنا كده اخر امل، لان هو لو فقد الجيم الثاني دوت بنفس الصوره بتاعه الجيم الاولاني الماتش اصبح وان سايد جيم، فهو لازم في اول الشوط الثاني كده مع الترجي امبارح. لا هو الترجي وعلى فكره اهو بدا 6-6 خلاص النتيجه يعني بدات ان شاء الله، هو ان شاء الله يعني احنا بس يعني في بدايه الجيم دوت نستعيد اللياقه الذهنيه اللياقه الذهنيه بتاعتنا ونضغط على الفريق بدون اخطاء شخصيه مباشره. طب احمد حسين قال لنا تالق راسلان يمكن امبارح انا شفته بالذات في الكامباك اللي حصل في الشوط الثاني، هو اللي كان بيلعب السيرف ولعب حوالي 5 أو 4 سيرفات ورا بعض بدون خطا، ونزلنا من 16-12 كنا 16-16 يعني شايف رسلان يعني ارتفاع مستواه في البطوله. بص حضرتك هو انا افسر رسلان بالذات اللعيب المحترف لما بيكون مستواه عالي بيقدر يلعب بالفكر الاوروبي شويه اللي هو ان هو يعني اللعيب المصري برضو بيخاف شويه او بيقلق هو بيلعب الارسال، لانه ده تعود ان من الصغر بيقول له عدي الارسال او ما تغامرش 100% او لعب ارسال 7-7 دلوقتي يا كابتن ماجد اتفضل. فالمنتاليتي الاوروبيه بقى لا هو دايما بيغامر بالارسال في اي وقت وتحت اي ظروف وفي اي سكور. فالحمد لله ان هو يعني لعب في الفتره دي بالطريقه الاوروبيه اللي هو متعود عليها او متربي عليها، ان هو غامر بالسيرف وقدر يعمل الكامباك العظيمه دي، لان لا قدر الله لو ما كانش حصل دوت كنا وصلنا 20-12 وكلام لا صعب جدا. كان الماتش نفسه صعب. كان الماتش كله اتغير السيناريو بتاعه يعني برضو يعني الكامباك اللي حصلت ديت قدرت انها تفتح المجال لفريق النادي الاهلي ان هو يكمل بنفس التركيز، ان هو ما يخرجش ويشتت ذهنه بقى ان النتيجه متعادله، طب الجمهور، طب الحكم، لا فقد كلمته خلاص، بس خلاص انت كده كسبان، حتى الترجي اتنقل له رساله احنا سايبين الماتش بس هو المسج اللي حصلت للترجي دي كمان اديتهم نوع من الاحباط شويه او الهدوء في بدايه الجيم الثالث، فبرضه بس برضه مع الترجي حصل نفس الكلام اللي بيحصل دلوقتي برضه اللي هي الموجه اللي هي الموجه اللي بتحصل في اول الشوط الثاني. هي دايما انت لما بتكسب الجيم الاولاني بفارق سكور 6-7 بونت انت نفسيا اللعيب بينزل يعني بهدوء او مش بنفس التركيز والحماس. فده لو استغل من الطرف الاخر وقدر ان هو يخش معاه في الجيم
ان شاء الله الفتره دي ما تطولش، وان شاء الله برضو ان احنا نقدر نعديها بسرعه عشان ما تدخلش الفريق الثاني حتى لو اضعف منك ان هو يبقى عنده امل او يخش معاك في نفس الجيم. تقدر تخلص من الموضوع من بدايته بحيث ان انت تبقى فارض كلمتك وتفضل يعني انت اللي سايق. دلوقتي النتيجه 9-7 الاهلي بنغازي، منافسه واضح ان بدات تخش كده 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 في يعني انا ما اعرفش اذا كان لسه. طب يا ريت يا جماعه جيبوا لنا احمد حسين نعرف هل حصل تغييرات، هل حصل حاجه، عايزين نعرف سير المباراه. على فكره دي لقطات من المباراه حيه من ذو لحظات، يمكن دي لقطات في الشوط الاول بكاميرا خاصه لقناه النادي الاهلي بنلقي اللحظات. يمكن دي كانت نهايه او نهايه النقاط كانت في الشوط الاول. يعني التشكيل اعتقد ان هو ده هم مفيش تغيير. بس ده دي لقطات مسجله عندي من 3 4 دقائق يا كابتن. يعني وكانت في الشوط الثاني. لا دي الشوط الاول اعتقد. ولكن دي لقطات في الشوط الاول. الشوط الثاني لسه احداثه بتحصل وبنجيب لكم الفيديوهات بتاعته ان شاء الله. هي نتيجه حتى الان 9-7 لاهلي بني غازي، بس ان شاء الله احنا قادرين. لا يعني احنا بس عايزين نشوف هل بدا بنفس التشكيل الاساسي. هنجيب مع احمد حسين عشان نسأله هل ده نتيجه اجراء تغييرات ولا حصل دروب شويه لبعض اللاعبين. انا متوقع ان هو لو نتيجه ان في يعني عنصر او عنصرين دخلوا جداد ممكن يكون ده يبقى طبيعي. انما ممكن يكون هنتابع التشكيل. يعني لما احمد هيجي معانا اكيد هنعرف منه. وبعدين برضو ناس لازم يعني برضو احنا باللاعب منافس والمنافس المنافس دوت يعني وحتى لو خد شوط عادي. لا هو ان شاء الله باذن الله ما يوصلش للمرحله دي، وان شاء الله ان احنا نقدر يعني نعود في الجيم دوت طبعا لان يعني دي مهمه قوي ان احنا نفضل يعني حاله التركيز بتاعتنا تفضل بنفس المستوى بتاعها هو وربنا يسهل ان شاء الله ونعود في الجيم ان شاء الله. كابتن انت بتتفق معايا النادي الاهلي دلوقتي بيعيش ازهى عصوره بالنسبه للالعاب الاخرى. طب قبل اخد اللقاء يعني اخد الاجابه دي معانا احمد حسين من تونس. احمد طمنا ليه الدروب حصل مع الفرقه كده والنتيجه 9-7؟ لا دلوقتي حتى دلوقتي النتيجه 11-10 للفريق الليبي. 11-10 الفريق الليبي. طيب ليه بقى المنافسه القويه دي؟ هل حصل تغييرات داخل صفوف النادي الاهلي ولا النادي الاهلي بنغازي شهد صحوه او يعني حماس مفاجئ؟ لا هو في صفقه وحماس للفريق الليبي. النادي الاهلي بيلعب بنفس تشكيله دلوقتي، النتيجه تعادل جول 11-11 وحائط صد من عبد الحليم. جميل. زي ما بقول لك كابتن في صفقه للفريق الليبي حماسه زياده وتشكيل النادي الاهلي زي ما هو. طب انت شايف ان لعيبه النادي الاهلي ظهر عليهم بعض الاجهاد، يمكن بعض خروج عن التركيز نتيجه الاجهاد، ولا ده وضع طبيعي لسير المباراه؟ ايه هو لا هو وضع طبيعي يعني. هو الفريق الليبي بدا يشد شويه بس لكن النادي الاهلي ما اعتقد ما فيش اجهاد خالص يعني. او ممكن بس يعني اللعيبه ممكن يكون استسهلوا المباراه بس يعني سنه، ولكن الكابتن نور بيفوقهم من بره يعني. والنتيجه دلوقتي لسه ما زالت 11-11 يا احمد ولا اتغيرت؟ 12-11 للنادي الاهلي. 12-11 للنادي الاهلي الليبي ولا لينا؟ لا النادي الاهلي لينا احنا 12-11 لينا احنا. طيب يعني هرجع لك تاني طبعا هنفضل ده كده يا كابتن. اول تقدم لينا في الشوط الثاني. في الشوط الثاني. طيب برضو يعني برضو عايز اروح روح البنش او اللعيبه اللي على البنش، الروح زي ما شفناها امبارح ولا يمكن يعني فيها النهارده اقل شويه من امبارح؟ لا بالظبط اللعيبه اللي بره واقفين بيشجعوا زي امبارح بالظبط. يا رب ان شاء الله. هنرجع لك تاني يا زميل احمد حسين من تونس عشان نعرف كل صغيره وكبيره ان شاء الله في ارض الملعب. يعني كابتن هاني ما حصلش تغيير، نفس التشكيل ولكن حصل دروب شويه النادي الاهلي رجع. هو دروب ده عشان هو نفس التشكيل. هو زي ما قال ماجد، هو يعني انت بعد لما بتبتدي الشوط الاولاني وكسبان ومرتاح وكسبان الماتش اللي قبليه، فبتلاقي في لعيبه تعتبر الماتش خلص. هو ده الفرق بيننا وبين اللعيبه الاوروبيه بمنتهى البساطه. يعني هم الفرق بيننا وبينهم ان هم 13-11 دلوقتي يا كابتن، وهنفضل كده خلاص ان شاء الله لينا ان شاء الله. فبدا خلاص نرجع تاني. ما هو انت بتلاقي هم فرقوا 3 نقط، فتبتدي ايه ده انا ممكن افصل. لا ارجع دوس تاني اضغط تاني. فده الطبيعي، وده كان حتى احنا واحنا بنلعب وكل الناس مصر طبيعتها. مصر لعيب المصري طبيعتها. بس هو يمكن هنا بيجي دور بقى المدير الفني. تايم اوت وقت مستقطع ممكن يعني يجري بعض التغييرات يزعل اللعيبه يفوقهم بره. بيتهيألي ده دور المدير الفني ولا انا غلطان؟ وحصل كده اكيد. هو النتيجه ابتدت تتظبط تاني والفرق هيوسع يعني ان شاء الله. المكالمه الجايه هيقول لك الفرق 4 نقط ان شاء الله. نتمنى كده. طيب برضو انا يعني ارجع لك بقى تاني الالعاب الاخرى. انت شايف ان في صحوه
يعني الفتره دي خلال السنه او السنه ونص دي من الالعاب الاخرى انت حاسسها ولا مش حاسسها؟ يعني لو في حد اعمى يعني طبعا في فرق كبير جدا. لا ما انا لازم اكون هنا يعني. لا لا هو الموضوع محسوس على كل الجوانب بقى. انت بتتكلم احنا قاعدين في استوديو تحليلي للكره الطايره. الكلام ده كان حلم زمان. احنا دلوقتي انا مش عايز اقول الموازنه بتاعت فرق السله والطايره واليد يعني دي اكتر من موازنه كوره في فرق تانية. ودي ما كانش كده زمان. بتجيب لعيبه محترفه في الالعاب كلها. انت جبت في الباسكت 2 من امريكا. في الفولي في لعيب محترم معانا في الهاندبول. يعني الموضوع لو مسموح هيجي في اعاره اللاعب يعني في لعيب خدناه من هيروبلس تقريبا اسمه مش متذكر اسمه ولكن في اعارات بدانا نضمها. يعني قصدي ان من الناحيه الماديه حاجه ما عشناش قبل كده. من الناحيه الاعلاميه حاجه ما عشناش قبل كده. من ناحيه الـ يعني كل حاجه يعني 15 11 تعود الامور الى نصابها تاني. اربع نقط اربع نقط بتوع خلاص احنا كده تمام. تمام. فيعني طبعا دي حاجه يعني اكتر احنا كنا بنحلم بيها مش يعني وطبعا محسوسه وكل الناس بتحسها. ان دلوقتي بقى حتى لو بنخش على السوشيال ميديا بتشوف ان الفولي واخد مساحه كبيره جدا من مشجعي النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان احنا من الترس يعني النادي الاهلي صفحه النادي الاهلي كنت بقول لك في صفحه النادي الاهلي على الفيسبوك نطت من رقم حوالي 40 او 50 الف لايك وفولورز من امبارح للنهارده بسبب تغطيه بطوله الطايره. ما شاء الله. وده دي حاجه يعني تسعدنا جدا. نتمنى انها تستمر. في دعم واضح جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للموضوع ده. برضو يمكن عشان حضرتك برضو احنا ملوك الصالات طبعا ولكن في العاب بتتلعب بره الصالات زي السباحه حصل فيها طفره كبيره. عندك العاب الكاراتيه طفره كبيره جدا. عندك الاسكواش طفره كبيره. التنس الارضي العاب القوه. يعني انا عايز اقول لك يعني انت حاسس ده بالنسبه للالعاب عشان احنا الباسكت والسله والطايره بيتمرنوا مع بعض مجتمع واحد طول عمرنا مجتمع واحد. انما انا عايز اقول لك احنا هنا كبرنامج بيجي لنا من كل الالعاب طبعا لان احنا بنغطي كل الالعاب بامانه في طفره طبعا. وجزء مهم جدا من الطفره اللي انت بتعمله هنا ان انت يعني انا عايز اقول لك 16 12 يا كابتن دلوقتي النتيجه وبنسيب بخطه ثابته ان شاء الله لحسم شوط ان شاء الله. انا عايز اقول لك ان في ناس اللي بنعمله دلوقتي ناس كتير جدا ناس كتير جدا بتفتح قناه الاهلي حتى لو اللوجو محطوط لوحده بالظبط. يعني لا ده مش هزار والله. فكون ان قناه النادي الاهلي بتعمل ده فاعرف ان مصر كلها بتتابع الكلام ده. فمصر كلها دلوقتي بتتابع الفولي بتتابع الباسكت بتتابع الهاندبول بتتابع السباحه. يعني عارف يا كابتن احنا هنا في القناه مش هنقبل نكون رقم 2 ان شاء الله. يعني احنا بنشتغل ان شاء الله ان احنا رايحين ان احنا نكون اول قناه رياضيه في مصر. يعني مش بس ان احنا بنغطي النادي الاهلي. انا كان معايا هنا ضيوف كتير جدا نجوم منتخبات ونجوم مصر والنادي الاهلي حتى يعني شفنا كابتن فاروق جعفر في قناه النادي الاهلي. ما عندناش اي مشكله خالص ان احنا نستضيفه والنادي الاهلي قناته النادي الاهلي فاتحه زراعيها لاي بطل يكون طبعا. ودي السمه الاحترافيه برضو في السمه الاحترافيه الاعلاميه. امبارح مين كان معانا يا كابتن؟ كان معانا وائل عايدي. هو طبعا ابن النادي الاهلي ولكن كسبان النادي الاهلي من 10 ايام. مش هتلاقي المكان ده غير في النادي الاهلي. مش هتلاقي طبعا. ونتمنى ان شاء الله ان هو يستمر وده هيدي على طول نتائج ايجابيه جدا على مستوى النتائج وعلى مستوى ان كل الناس بتحلم 17 13 يا كابتن 17 13 اسف اني بقطعك بس عشان الساده الاربع نقط الاربع نقط توعدني بيفضلوا نخليهم سته بقى توعدني. دي حاجه جميله وبتخلي كل الخارج النادي الاهلي يتمنى ان هو ينضم للنادي الاهلي وان شاء الله لقدام دايما باذن الله. 17 14 ثلاث نقط يا كابتن بس ان شاء الله احنا رايحين باذن الله لحسم النجاح. ارجع لك كابتن ماجد نفس السؤال برضو. انت حاسس يعني طبعا انت ابن النادي الاهلي يمكن النادي الاهلي هو بيت الجميع حتى لو بره فانت بتتابع الاحداث جوه النادي الاهلي وعارف. انت شايف الطفره اللي حاصله دلوقتي في الالعاب الجماعيه حاسس بيها ولا واصله للناس ولا لا؟ اكيد طبعا واصله للناس لان الطفره مش بس على مستوى الفريق الاول كمان الطفره على مستوى الناشئين حقيقي. يعني احنا كنا في الناشئين في الكره الطايره خصوصا يعني في الناشئين من 5 سنين او من 6 سنين كان النتائج اتهزت شويه انما السنه دي او السنه اللي فاتت بدا الناشئين النادي الاهلي يبقوا على مستوى عالي جدا في الكره الطايره خصوصا يعني وبدانا نحصل على البطولات وبدا لعيبه النادي الاهلي يعودوا تاني ان هم يكونوا في المنتخب القومي للناشئين وللشباب مختلفه طبعا. فالكلام اللي بيحصل دوت مش وليد صدفه يعني لان الاهتمام اللي من الاداره بالالعاب الجماعيه
وكمان بالالعاب زي ما بتقول حاجه بتقول السباحه والسكواش والالعاب القوه، الكلام ده كله نتائجه واضحه. النتيجه دلوقتي 19-14 وكابتن هاني يعني لا ان شاء الله يعني راهني رهان ان هيوصلوا لست نقاط لسه غدا خمسه يا ابو سهل يعني احنا ان شاء الله باذن الله هنخلص الجيل. على فكره برضو يعني استكمال لكلام حضرتك، في حاجه يمكن غايبه عن جمهور النادي الاهلي ما حسهاش. ايه اللي حصل من اول ما جه المهندس محمود طاهر مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت ده؟ جه قال انا ملزم بكل التزام عن النادي الاهلي مادي سبق وان تعاقد معاه اي مجالس سابقه. يعني شفنا الانتخابات خلصت. انا بس بقول ايه يعني، يعني بدي رساله ان النادي الاهلي مش قيم بس ومش كلام، مش شعارات، لا 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 شعارات لا، ده هو جه قال انا ملتزم بكل دين. طب الديون دي كانت قد ايه؟ في وضع كان بلد فيه في ظروف صعبه كان 40 مليون جنيه يا كابتن، 40 مليون جنيه ويزيد عن ذلك. وكابتن والمهندس محمود طاهر ومجلسه بالكامل طبعا وامين الصندوق الاستاذ كامل زاهر، ويعني يمكن هو كمان موضوع الماليات اكتر ماسك الموضوع، قال ان احنا ملتزمين وهنسدد كمجلس اداره كل مليم في الوقت اللي فيه انديه تانية. اول ما استلموا المهمه قالوا احنا مالناش دعوه باي مليم سابق معاه. بص حضرتك، هي دي قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني اكتر مكان موجود في مصر بيبني على اللي فات. صح. انتخابات انتهت مكان. لا انتخابات انتهت خلاص. اكتر مكان بيبني على اللي فات. محدش في النادي الاهلي يقدر يجي يقول انا عملت من الصفر 2015 يا كابتن، معلش انا بقطع بس احنا بنكمل، انا مش عايزكم تزعلوا مني. لا لا لان احنا هنا قاعدين 2015 نتيجه لسه النقطه السادسه انا مش هستنزل عنها. ان شاء الله بالنتيجه. اتفضل يا كابتن. فبقول لحضرتك ان النادي الاهلي دايما ولاده متعودين على كده، ان اللي بيجي بيبني على اللي بعده، على قبله. انا اسف. على ما سبق. وكمان في اخلاقيات جوه النادي الاهلي بتقول ان المكان دوت ما ينفعش ان انا اعيب في اللي قبلي او اغلط فيه فعلا. او كده حتى لو اخطا. برافو عليك. هو حتى لو اخطا. برافو عليك. ليه؟ لان انا لو انا هعمل كده اللي هيجي بعدي هيعمل كده وهتبقى دي. كابتن انتصر عليا يا كابتن يوردي ستة. كده 21-15 كابتن انتصر. لا ده ممكن يزيد كمان 21-15 وكابتن هاني يا جماعه يعني ان شاء الله. لا لك القبعه ماشي. قال لي ست نقاط هيوصلوا ست ان شاء الله. لو وصلوا سبعه ماليش دعوه. ماشي خلاص. فزي ما بقول لحضرتك ان الكلام دوت مش وليد سنه او اتنين او عشرة، لا ده توارث اجيال، وهو ده اللي بيدي التميز للنادي الاهلي. والحمد لله الحمد لله السياسه اللي موجوده قدرت انها تجيب فائض 200 200 ما شاء الله يعني يعني يعني، وخصوصا ان بقى دخل الفكر الاحترافي في بيع اللعيبه بتوع الكوره، في تسويقهم كويس، في كلام كابتن 22-16 فرق ست نقاط لسه زي ما احنا ماشيين كويس عشان يا رب يعني يا رب يا رب ويعزمنا واعزمه على واحد ثاني في الاستوديو ان شاء الله. بتصير بخطى ثابته 22-16 لفريق النادي الاهلي طبعا ان شاء الله نتيجه كويسه ان شاء الله ان شاء الله ثابته الحسم الشوط الثاني. اتفضل يا كابتن. فدوت بيدي مجال ان احنا يعني نشتغل بشكل اكثر احترافيه. يعني النادي الاهلي هو كابتن معلش هو كسب 7-23-16 سبع نقاط كمان. طيب يعني كابتن هاني لا 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 ده يعني هو احنا كده احنا كده الحمد لله يعني 23-16 سبع نقاط وتالي واضح انهيار. خلاص بقى يعني هو يعني الريزيستنس بتاعت الفرقه الثانيه خلصت، واضح ان كده اهلي بني غازي استسلم بالامر الواقع، وده هيبان في الجيم الثاني وهيبان في الجيم الثالث. يعني نوصل 23-16 احنا على بعد لحظات باذن الله من حسم الشوط الثاني ان شاء الله. يعني احنا في الجيم الثالث هتلاقي الموضوع اريح كتير كمان من بدايه الجيم. نبتدي نشارك بقى يعني المجموعه ممكن الله اعلم اللي هيحصل ايه. اتفضل يا كابتن اسف. لا 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 احنا كلنا عشان لا 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 المشاهدين احنا عايزين نعيش الناس في الاجواء يعني. اول ما بيجي لي خبر على طول بقول. فزي بقول لحضرتك ان النادي الاهلي من اكثر الانديه احترافيه، وان الماديات المتوفره حاليا في النادي الاهلي بتدي اريحيه. ها 25 24 17 خدت بالك انت كابتن ماجد على طول 24 17 كويس 25 17 انتهى الشوط الثاني يا اعزائي المشاهدين. 25 17 مبروك الشوط الثاني 2-0 النادي الاهلي يعني بيحط يعني قدم يعني كده. كبيره جدا في دور الثمانيه واحنا حاسمينها خلاص ان شاء الله. لا هو كده الماتش يعني المباراه الوضع الطبيعي 25-17. اتفضل يا كابتن. فزي ما بقول لحضرتك ده يعني يعطي مجال ان الـ 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 كل الالعاب بكل تاخد صحوه طبعا يعني اكيد طبعا. وصحوه صحوه يعني يعني على انا بالنسبه لي احب اشوف الناشئين كمان. ليه؟ لان هم دول بالظبط هم دول المستقبل القريب والبعيد. وده يعني يودينا للنقطه ان النادي الاهلي بيخطط
الرياده والتخطيط بيخطط ان هو يفضل مستمر في نمره واحد ويورث الكلام دوت للاجيال اللي الاجيال اللي بعد كده. طب كابتن هروح لاحمد حسين في تونس مراسلنا او الناقد الرياضي بتونس. احمد الاخبار عندك والدنيا ماشيه ازاي؟ النادي الاهلي قدر يعني يعوض فرق النقاط في الشوط الثاني وانهى صالحه 25-17. يمكن كابتن ميدو طلب وقت مستقطع خوق في اللعيبه بسرعه كده وقدروا يعوضوا فرق النقط اللي كان بينهم وبين فريق اهلي بنغازي وانهى الشوط لطلقه 25-17. بس احنا شايفين يا كابتن يعني انهيار شديد شويه لاداء اهلي بنغازي، هل ده كان نتيجه توجيهات؟ هل نتيجه روح عاليه من النادي الاهلي؟ انت في الملعب اوصف لنا ليه الانهيار حصل مره واحده لفريق اهلي بنغازي. هي العوده السريعه اللي رجع يعني عوده النادي الاهلي بسرعه هي اللي خلت روح المعنويه الاهلي بنغازي ترجع تاني يعني بعد ما كان حصل لهم صحوه فعوده النادي الاهلي اجارت الصحوه دي. وكمان تالق احمد قطب في الضرب والارسالات كان عامل مؤثر جدا في نهائي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي. طيب وبرضه هل حصل تغييرات ولا فضلنا محافظين على نفس التشكيل اللي ابتدينا بيه؟ بالفعل حصل تغييرين، الكابتن ميدو دفع باحمد عبد العال ومحمد رمضان. طب بيحاول يعني يشارك بعض اللعيبه اللي هم ما تركوش في المباراه اللي فاتت او اللي قبلها، بيحاول يشاركهم في الشوط الثالث. طب الشوط الثالث ابتدى ولا لسه في الراحه ما بين الاشواط؟ لسه في الراحه ما بين الاشواط. احمد احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا احمد والله، يعني انت باذل معانا مجهود كبير بنشكرك، انت معيشنا يعني اللحظه او المباراه لحظه بلحظه، بنشكرك جدا جدا وان شاء الله هنرجع لك تاني لان احنا عارفين ان احنا اتحطينا في موقف ان المباراه ما اتذاعتش هوا او التلفزيون التونسي ما نقلش المباراه، وانت باذل معانا مجهود كبير جدا حتى وانت مش معانا على الهوا ان انت تنقل الاحداث. شكرا جزيلا يا احمد، متشكرين ليك. هنروح لفاصل طيب اعلاني وارجع لحضراتكم، فرصه ان احنا بين الاشواط، هنروح لفاصل اعلاني وارجع لحضراتكم. طبعا يعني نادي الاهلي يسير ملوك الصالات لكره الطائره، يسير بخطى ثابته ان شاء الله لحسم اللقاء. النتيجه 2-0 دلوقتي، الشوط الاول انتهى 25-19، الشوط الثاني 25-17، خطى ثابته بالرغم من المباراه تحصيل حاصل. النادي الاهلي يحتل راس مجموعته ولكن النادي الاهلي مش عايز يفرط في اي شوط، النادي الاهلي بيلعب كانه بطل، النادي الاهلي بياخد خطوات ثابته ان شاء الله لدور الثمانيه، دور الاربعه ان شاء الله الفاينل، يا رب ان شاء الله يا رب يكلل مجهود اللاعبين. دلوقتي الشوط الثالث شغال والنتيجه 3-3. يعني احنا كنا برضو بنتكلم يمكن قبل الفاصل عن يعني النادي الاهلي والتزامه والطفره اللي حاصله في الالعاب، وقلنا ان النادي الاهلي لما جه اول ما استلم الاداره استلمت هذا المنصب بعد اداره سابقه طبعا وشغل محترم كان يسبق ذلك، شفنا التزام من مجلس اداره النادي الاهلي وشفنا التزام مادي والتزام خلقي تجاه الالعاب الاخرى. انت اريد ازاي يا كابتن هاني؟ بص انا مبدئيا قبل ما اسيب النقطه دي هي مشكلتنا في مصر الحقيقه. يعني انا لو الناس كلها في مصر في كل المؤسسات وكل مؤسسات الدوله يعني اتبعوا النهج ده مصر هتبقى حاجه ثانيه. ليه؟ لان هو موضوع ان انت تبتدي من الصفر، كل لما يجي رئيس مجلس اداره شركه، كل لما يجي وزير، كل لما يجي بيهد اللي تحته خالص ويبتدي من الصفر، بنضيع وقت طويل قوي في انك تبتدي تبني وبعدين هكذا الموضوع. فهو الموضوع بيبقى ازمه ثقه بين الناس، هو ما حدش واثق في اللي قبله. ده اللي مش موجود هنا في النادي الاهلي، هو النادي الاهلي المهندس محمود طاهر واثق تماما في كابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي واثق تماما في كابتن صالح سليم الله يرحمه، وهكذا احنا ماشيين ان هي فعلا زي يعني اسره بتكمل لغايه لما البنى يفضل بنفس ما يحصلش فيه خلل خالص او فتره ضعف. ليه؟ لان هو كل واحد بيدير الموضوع كانه بيدير حاجه لبيته. 5-5 يا كابتن هاني، هيفضلوا برضه كده شويه وبعد كده عايزين الست نقاط ان شاء الله. فيعني هو كل واحد زي بالظبط، انا عندي مشروع تجاري لاولادي، اولادي بيكملوه، هو النادي الاهلي كده، هو بيبني لبيته، يعني هو مش بيبني لحته بيشتغل فيها، لا المدربين اللي في الاهلي كده ولا ده حتى العمال بتوع الاهلي مش كده، العمال بتوع الاهلي بيبقى مثلا خطه العمل بتاعتهم مثلا لو 7-8 ساعات انت بتلاقيه قاعد في الاهلي 20 ساعه. طب ده سببه ايه؟
يعني دي حقيقة. طبعا حقيقه احنا عايشينها. انت وانت داخل الاهلي من اول السايس اللي بره لغايه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي, انت بتتكلم مع حد قريبك, حاسس انت في اسرتك. حاسس انت في اسرتك. ايوه بالظبط كده. وكمان يا كابتن في حاجه, انا اسف اقطع كلامك, الرياده مش بس ان انا بحافظ كمان, لا ده انا بدور على الرياده. النادي الاهلي دلوقتي بيخطط ان شاء الله لبناء الاستاد, استاد الكوره ده اللي نفسنا فيه كلنا, ضربه كبيره جدا. شركات عالميه كبيره جدا. النادي الاهلي بيخطط دلوقتي لفتح فرع رابع. يعني عايز اقول لك ان في انديه بتحتفل يعني بافتتاح يعني مبنى, مش افتتاح نادي, لا ده احنا النادي الاهلي بيتكلم عن افتتاح فروع بمباني بملاعب. نتيجه 6-5 دلوقتي يا كابتن, ان شاء الله بنبتدي يعني واحده ناخد وضعنا الطبيعي. يعني الرياده دي مهمه, الرياده دي ليها معنى كبير جدا اكيد, يعني كاولاد النادي الاهلي حاسين بيه اكيد. طبعا كلنا حاسين لما كنا شغالين في, لما نلعب في الاهلي او تشتغل في الاهلي, او حتى وانت مش بتشتغل او بتلعب وانت بتروح النادي الاهلي, انت في سيستم محطوط بيتوارث. انا بقول لك ان الموضوع في ابسط الحاجات, يعني الحاجات الاداريه, يعني جدول ماتشات نزل مثلا, هو جدول الماتشات ده بيجي بيروح في الفاكس عند فلان بيدي النقل عشان يعمل كذا, في اليه جميله لغايه ما توصل في ايد المدير, لغايه ما توصل في ايد المدير الفني, ومدير الفني حاجه اليه كده على فكره مش موجوده في اي حته ثانيه, موجوده الحقيقه. يعني الاليه دي في كل مجالات الشغل, ما كلمكش في الرياضه بس, هي كل حاجه ماشيه بسيستم واضح, وكل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه, ايه الواجب اللي المفروض يعمله, وايه الحقوق اللي هياخدها, ومحدش قلقان ابدا ان في حقوق هتروح منه. الكلام ده مش موجود غير في النادي الاهلي. في حاجات كتير قوي بس هي الموضوع موضوع متوارث, وانت الكلام ده من 1907 ماشيه كده الدنيا, ان النادي الاهلي هو رائد زي ما انت قلت في كل حاجه. قبل 7 النادي الاهلي نفضل لغايه ال 10 كده ماشيين نقطه بنقطه, وبعد كده السته بتوعك. طب اروح يا كابتن ماجد, يعني برضو يعني احنا برضو عايزين نتكلم على مستقبل الطايره بقى. يعني هو دلوقتي احنا الحمد لله يعني النادي الاهلي بياخد اهو بطوله افريقيا. انت شايف يعني مستقبل الطايره ازاي نوصل من حته الترتيب نبقى 12 عالميا؟ عايزين نوصل بقى ان احنا نضرب ابطال مثلا امريكا الجنوبيه, نضرب ابطال امريكا الشماليه, ابطال اسيا, نوصل لده ازاي؟ بص حضرتك, احنا اسيا الحمد لله متفوقين على اليابان وعلى الصين, دخلنا بننافس دلوقتي في المستوى الثاني في الدوري العالمي. هي الجميل في الفتره الموجود فيها الجيل الموجود حاليا ان هو تخطى مرحله المنافسه الافريقيه والاسيويه ودخل في منافسه عالميه بشكل جدي. اهم حاجه ان احنا نستثمر الموضوع دوت ونزوده. ازاي؟ ما نقفش, لان احنا لو وقفنا هنرجع ورا. طب ازاي نستثمر ده؟ هي المشكله عندنا دلوقتي موضوع الدولار. ومشكله تقليص المعسكرات الخارجيه, والمشكله لازم نشوف لها حل سريع. الحلول كتير ولا لسه هقول لك. الحلول كتير قوي. عن طريق رعاه, عن طريق تبادل معسكرات بره, نستضيف فرق واحنا نروح لها. في حلول كتير موجوده. بس هقول لحضرتك, انا في حلول كنت بعيشها يعني في ظروف زي دي حصلت. في اوروبا ايجنتس او وكلاء بيعملوا حاجه اسمها 3 دايز تورنمنتس, بيعملوا يعني بطولات اللي هي الثلاث ايام والاربع ايام. هو كل اللي بيقول لك انت تكلف بس تذاكر الطيران, هو الطيران هنا بتدفع بالعمله المصريه. بص هو حضرتك, انا يعني الموضوع محتاج تضافر جهود كل الاطراف, ونفكر خارج الصندوق. وفي احنا عندنا ناس بتشتغل يعني كويسه جدا في كل المجالات. احنا النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها او نسترس عليها شوية, نضغط عليها شوية, ان احنا ازاي كل الاطراف تساعد في نفس الاتجاه, ما تبقاش كل طرف بيشتغل لوحده او ضد الطرف الاخر. احنا عندنا دلوقتي جيل محترم جدا, جيل مستلم من جيل محترم, جيل ناشئين على مستوى عالي. حضرتك طبعا, لان طبعا بحكم موقعك كمدير فني منتخب الشباب اكيد شايف المناشئ كده. اسال حضرتك, شايف المستقبل رايح فين؟ انا بقول لحضرتك ان احنا كسبنا بطوله افريقيا كانت في المغرب مع فريق المغرب. تونس ما جاتش عشان كانت خايفه منك, الجزائر ما جاتش عشان كانت خايفه منك. فالمنافسه الافريقيه احنا خلاص عديناها وتخطيناها. النقطه دلوقتي ان نلحق الجيل اللي هو بتاع احمد صلاح وعبد الله ومنعم, الناس الكبار, ان هو ناخد افضل ما عندهم من خبرات ينقلوها للجيل الوسط. في نفس الوقت احنا عندنا يعني جيل الوسط اطوال الحمد لله يعني على مستوى عالي, وممكن نستعيد عن موضوع المعسكرات الخارجيه او الكلام ده كله
بحلول بالاحتراف الخارجي. احتراف الخارجي. عندنا كم محترف دلوقتي بره كابتن في كطايره؟ هو للاسف احنا بس عندنا. كان عندنا احنا كان عندنا احمد صلاح وعندنا عبد الله ولعبوا في احسن انديه في ايطاليا وقبليهم حمدي الصافي كان وحمدي الصافي قبليهم بس يعني انا يعني عايز توسع القاعده. انا عايز بقى يعني ايه زي ما عملنا في الكوره كده وتريزيجي طلع ورمضان طلع بس هو في عروض حقيقيه بتيجي ولا يعني بص برضو انا اطلع زي ما غير عروض؟ بص حضرتك يعني لا هي مش بس هتعتمد على عروض هتعتمد على مفرخه الناشئين انها تعوض اللعيب اللي طالع لان احنا برضو النادي الاهلي مش هيقدر يستغنى عن البطولات. 11 11 دلوقتي يا كابتن في الشوط الثالث 11 11 هو ده اخر امل للفريق الليبي اعتقد ان هو هو لا يعني ان شاء الله يعني طالما مشينا نقطه بنقطه بتهيألي هنوصل ان شاء الله خبره اللعيبه تحسم الجيم التالي ان شاء الله. اتفضل كده. فانا بقول لحضرتك احنا في النادي الاهلي ما نقدرش ان احنا نستغنى عن النجوم ويحصل دروب في الفرقه ونستغنى عن البطولات بس ممكن تطلع ناشئين. هي دي بقى النقطه ان احنا نهتم بالقاعده ناشئين ونجيب ناشئين مميزين من الانديه الاخرى نبني بيهم الفريق بنا كويس ونقدر عشان خاطر المصلحه العامه او مصلحه المنتخب او مصلحه ترتيبنا عالميا ممكن العناصر المميزه سواء في الاهلي او في اي انديه اخرى يستغنى عنهم ان هو يطلع بره تحترف وتاخد فرصتها في الاحتكاك ويعود برضو ده على المنتخب القومي ويعود على الترتيب العالمي للكره الطايره ويفتح المجال لشعبيه اللعبه اكتر تزداد. طبعا يعني احنا كده بنتكلم استراتيجيك شويه ما بنتكلمش برضه الشعبيه مش هتزيد طول ما في ناديين بس هم اللي بينافسوا. ما هو انا ده قصدي ان انت كمان لما تسمع ان عندك محترفين يعني احمد صلاح وعبد الله ولعبوا في بطوله اوروبا واحمد صلاح خد احسن لعيب على مستوى العالم اقوى ضارب احسن ضارب الكلام ده بيخلي الناشئين الصغيرين يبقوا متطلعين لحاجه زي كده. صح. فاحنا نتمنى ان مش بس يعني يبقى عندنا لاعب او اتنين يبقى عندنا قاعده كبيره يتم الاختيار منها في المنتخب وده هو السبيل ان هو يساعدنا ناخد الخطوه الواسعه شويه ان احنا نخش منافسات عالميه. من غير كده هنفضل يا اما ثابتين يا اما لا قدر الله ممكن نرجع كمان ممكن نتاخر شويه فيا رب يكون ان شاء الله يكون يعني المسؤولين عند الكل المسؤولين عن التخطيط في بيكونوا سمين. بيفكروا في حلول للمواضيع دي لانها برضو مواضيع متضاربه. صح. ما بين مصلحه نادي ومصلحه لعيب عايز يحترف فلازم تعالج بشكل فيه احترافيه شويه تعالج بامور تكون يعني ايه يعني فيها مصالح لكل الاطراف يعني. طب يعني الحته دي يعني النقطه دي اتفضل يعني معلش انا اتكلم لا بالعكس انا عايز اسمع رايك لان انا متداخل مع فرق الناشئين بقى بشكل كبير طبعا كبير جدا رئيس جهاز فدلوقتي المشكله الرئيسيه عندنا في مصر هو الكلام اللي بيقوله ماجد ده على مستوى الكبار 13 كبار يعني على مستوى الناس الكبيره احتراف الناس الكبيره لا ده احنا عندنا المشكله في الاساس المدرسه التعليم لا يعني انت مشكله الرياضه في مصر كلها انا بلخصها لك كده في التعليم ليه اي حد مميز هو برضو مهما كان بيبقى اهله عايزينه تعليم في التعليم ياخد تعليم التعليم دلوقتي بيبقى الولد بيخلص الساعه 4 او البنت بتخلص الساعه 4 عليها شغل جامد جدا الكله بيبقى في اي جيهات وفي المستوى العالي والمستوى حتى المتوسط بيبقى دروس بيبقى فوقت الرياضه في وقت الدراسه بيبقى محدود جدا ما تعرفش تعمل الطفره اللي احنا بنتكلم عليها ان انت تعمل لعيب عالمي. فانت في فتره واقعه مننا جدا اللي هي فتره التعليم بتاعت ثانوي بتجيب اللعيب لورا بتجيب طبعا بكل تاكيد انت فتره يعني لو الولد اتمرن 3 مرات في الاسبوع يبقى اسطوره. احنا بنتكلم احنا عايزين 9 مرات في الاسبوع عشان نوصل 7 ايام بيتمرن عايزين 9 وحدات تدريبيه في 7 ايام نوصل في 7 ايام فالكلام ده هيحصل بايه؟ هو التعليم بمنتهى البساطه عارف يا كابتن ده حله ايه؟ يتربط برياضه. النتيجه دلوقتي نتيجه المباراه الشوط الثالث 14 13 للنادي الاهلي اتفضل يعني لازم نربط التعليم بالرياضه. يعني انا فكره المدارس الرياضيه لازم تتعمل بشكل افضل من كده بكتير جدا يا كابتن. حتى بغير المدارس الرياضيه انا افعل الرياضه في المدارس. ما هي لا ما هو انا عامل فكره اواخر الاجيال اللي كانت فيها الرياضه متفعله. انا يعني في حاجه ثانيه كمان في ان كل مدرسه مهما كانت كبيره مهما كانت انترناشونال مهما كانت يكون فيها فصل رياضي. الفصل الرياضي ده هو في ابطال موجودين فيه ليهم نظام تعليم مخصوص ليهم وقت تدريبهم جوه المدرسه. يعني ده شيء مهم جدا ان انت تكون جوه المدرسه انت بتمرن الاولاد دول. الاولاد بيقعدوا اكتر من 8 9 ساعات في المدرسه في اوقات كتيره بتبقى ضايعه
كل النشاطات بتاعتهم تبقى رياضه. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان هم يتمرنوا ساعه او ساعه ونص في اليوم الرياضي، في اليوم في اليوم الدراسي؟ ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله ان انت تقسم احسن؟ ده لا، ده هتعمل نتيجه. انا عملت دراسه كبيره جدا في الموضوع ده، لان انا معاني جدا من الامور دي. فايه المشكله؟ ونفسي حد من يعني اصحاب المدارس الكبار اللي في مصر يبتدوا يتناقشوا في الموضوع ده. بالعكس ده هيبقى مربح ليه. يعني انا لو بنفس المصاريف اللي موجوده دي، انا بدل لما هعمل نشاطات تانية، انا مجرد ان انا هجيب مدرب في كل فصل لعبه. انا يعني لو مدرسه، كل مدرسه هتتبنى انها تبقى مدرسه رياضيه في الفولي، عندنا فصل في الفولي، عندنا فصل في الاسكواش، عندنا فصل دراسه ويشتغلوا في وقت الدراسه دي. دي بتبقى مهمه جدا وتبقى تحت اشراف الاتحادات واللجنه الاولمبيه ان المدرسه دي، ويبقى ليهم امتحانات غير الناس الثانيه. يعني ما هو كل العالم كده، كل الناس الثانيه بيبقى ليها. طب النتيجه دلوقتي يا كابتن هناك في الشوط الثالث 15-14، والاهلي يعني بيزحف بقوه لحسم اللقاء ان شاء الله 3-0 باذن الله. فربنا يسهل. فاحنا نتمنى ان الموضوع ده يتغير، لان احنا طول ما احنا بنظام التعليم بتاعنا ده احنا هنفضل. يعني كابتن ماجد عنده مشكله كبيره جدا ان الناشئين اللي معاه ما يعرفش يجمعهم غير امتى؟ في شهر 7 بعد الامتحانات. بعد الامتحانات. وعنده البطوله امتى؟ لا دي المشكله البطوله عندي البطوله امتى؟ 21/6 مثلا بعد الامتحانات. يعني هتجمع الناس، هتجمع الناس 3 اسابيع؟ لا ده احنا عايشين ده المأساة دي، احنا عايشين على طول. فانت مش عارف تعمل، لا عارف تخطط ولا عارف تعمل. ده منتخب. لا ما هو دي ده منتخب، ده مباراه قوميه. ازاي تقدر تجمع؟ صعب. لا صعبه جدا، لان انت اصلا في فتره امتحانات في ثانويه عامه تخلص 22/6 وانا مسافر 21/6 ده مبدئيا. يعني ده ثانويه عامه ده في 3 لعيبه من القوام الاساسي مش هيسافروا من اول يوم. الحاجه الثانيه ان انت عامل المعسكر بتاعك اثناء الامتحانات من 25/4، فانت عايز بقى تخطط حمل تدريبي وتخطط ازاي هم هيروحوا يمتحنوا يذاكروا. ومش بس العام، لا معظم الفرقه في اولى جامعه او ثانيه، يعني معظمهم مواليد 97 و98. فالمشكله دي لازم تعالج بشكل. كابتن النتيجه دلوقتي 15-15 ان شاء الله، يعني فاضل 10 نقاط على حسم اللقاء باذن الله. هو يعني بص النتيجه بالمنظر دوت، يعني ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يخلص. تاني انا حاسس ان اللعيبه حتى في المباراه بتحاول تكسب باقل مجهود، مش يعني خلينا يعني قصدي اقول ان هو ان شاء الله يعني باذن الله يحسم اللقاء، بس برضه في نفس الوقت ما جيتش نفسي. هو يعني هو ده كمان اخر امل في الفرقه الاهلي الليبيه، فبيقاتلوا لاخر لحظه. وكمان مش محتاجه يعني ان شاء الله. ايه الفرق لما نكسب 25/4؟ لا لا لا، نكسب 25/16 هو يعني النتيجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرضى، احنا عايزين يا رب ان شاء الله. فزي ما بقول لحضرتك كده، الفكره لازم تحل بشكل اوسع شويه، بشكل استراتيجي شويه. يعني وناخد من الافكار، نجرب الناس الثانيه، افكار الدول الثانيه. ايه المشكله يعني هم بيتعاملوا مع الرياضيين ازاي؟ صح، انت عندك ابطال رياضيين عندهم 10 سنين 11 سنه في الجمباز، دول بيتعاملوا ازاي؟ احنا لما بنروح الاولمبيات وبنبص على اصلها مش كيمياء، ما نشوف سبقونا ازاي. مش كيمياء. لا هي بص انا رايي يعني هو الاساس في موضوع التعليم المدرسه. لو المدرسه النظام النظره الرياضيين اتغيرت في المدرسه، كل الامور دي هتتغير. ما هو انت بتتكلم ان في لعبه زي الجمباز، انت بتتكلم 12 سنه بتبقى بتجيب 3-4 ميداليات لبلدها اولمبيه. فانت 12 سنه دي اللي هي في اعداديه عندنا، يا نهار ابيض عشان تيجي 3 مرات. انت رايح فين؟ فانت بتتكلم بقى ان هي بتتمرن في اليوم 6-7 ساعات. انت عايز طبعا مع المذاكره. فانا الموضوع ده نتمنى بقى فعلا ان الناس اللي في الشباب الرياضه بقى شويه يعني يفكروا شويه بقى بايجابيه، يبقى في تنسيق بين الفرق بقى بره. يعني انا يعني احنا زهقنا بقى. كابتن النتيجه دلوقتي 17-17 وان شاء الله 8 نقاط. يا رب ان شاء الله تمشي على خير ويعني ننهي ان شاء الله. يعني نتمنى بقى ان يبقى في ناس المسؤوله عن الرياضه بتدور على حلول بجد للمشاكل اللي احنا فيها. يعني احنا بقى لنا مثلا وزاره الشباب والرياضه بقى لها 3 سنين بتدور على حل للجمهور يخش. يعني لا يعني بس انا مش عارف ده يا كابتن بقى، ده قصه ثانيه خالص الكلام. لا والله انا شايف انها مش قصه ثانيه ولا حاجه. لا هو الجمهور يعني عايز اقول لك يعني هي برضو الدوله لسه خارجه من ظروف صعبه، بيبقى برضو في ناحيه امنيه. هي الموضوع مش فيه للشباب والرياضه بس، في جهات امنيه برضو قلقانه تدخل الجمهور، لان انت يعني عمرنا يا كابتن احنا عمرنا ما هنوصل للعنف اللي كانت وصلت ليه انجلترا. صح؟ انجلترا في بقرارات الالترز بتاعهم ده اتحجم تماما، المدرجات بتبقى قاعده فوق الناس فوق اللعيبه بمتر. مفيش اي مشكله، مع انهم كانوا اعنف من اي حد في الدنيا. صحيح. طب ايه اللي حصل؟ طب ما تشوف الناس دي عملت ايه وعملت ايه لو احنا مش عارفين نفكر. يعني ما هي دي وكمان يا كابتن برضو ما احنا شفنا الالترس دخل ماتشات كتيره جدا جدا. الناس بتقول الالترس 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 هو رايح ليه؟ رايح عشان يشجع. فيعني لما دخلوا
الماتشات في ماتش زي بطوله افريقيا للباسكت دخل وخرج. انا بس يعني بقول مرحله اولى مقترحها ان يبقى الصاله فيها جمهور واحد. يعني يعني الاستاد او البلد او النادي المضيف هو جمهور بس نبتدي كده. هو انا برضو بقى انا بختلف معاك. انا عايزك تفتكر زمان ايام جيلنا لما كنا بنلعب كان جمهور الاهلي والزمالك ممكن يقعدوا ويشتموا ماشي اوكي مع بعض، بس انت في الاخر بعد الماتش كنتوا بتلاقيهم قاعدين على القهوه واحده. ايوه يعني وبرضو ده موجود دلوقتي. اختلفت دلوقتي يعني شويه والله. يعني 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 المرور الامور اللي مرت بيها الدوله برضو واللي حصل يعني من 11 25 يناير برضو خلت الجهات الامنيه برضو تخاف، وفي ناس شهداء 74 شهيد الله يرحمهم، وفي مباراه الزمالك في الدفاع جوي كذلك راح الضحايا. فهو الخوف بس ما هو يقدر الدوله تقول لك افتح الجمهور، ولكن هيبقى في ضحايا. هي لا اقدر اقول ان احنا ناخدها واحد واحد. يعني ما اقدرش اقول ايه يلا جمهور الاهلي والزمالك. وعلى فكره في ماتش باسكت كان من حوالي سنه الجمهورين دخلوا على فكره وكانوا في مدرج واحد. يعني يا كابتن انت انت ما اعرفش الناس شافتها وعلى فكره والناس بدات تسخين وبتاع، وجه الاتحاد قال لك لا انا هلغي الماتش لان بالرغم ان الجمهورين دخلوا مع بعض ومشيوا مع بعض. فانا عايز بس نتشجع شويه ونبقى مثلا مباراه في صاله النادي الاهلي اسمح بجمهور النادي الاهلي واخد بالك ازاي، وسيب اللي يامن الماتش امن النادي الاهلي. بمعنى بمعنى ان هو لو حصل تجاوز من الف... من الف... من جمهور النادي الاهلي على طول الغي الماتش ومش هيحصل. الماتش يعتبر الاهلي خسران بطوله افريقيا اللي فاتت، ما كانش فيه امن، ما كانش فيه شرطه. الاحرص الناس على ان الاهلي يكسب ويفضل هو جمهور النادي الاهلي. 2019 الاهلي بني غازي يمكن السكور ماشي كده ماشي نقطه بنقطه، بس ان شاء الله يمكن عايزين نشوف احمد برضو يقول لنا هو في الملعب. يعني احنا برضو يا ريت تجيبولنا احمد تقول لنا الاخبار ايه، هل حصل تغييرات، هل حصل حاجه، محتاجين احمد حسين دلوقتي النقطه طولت كده النقطه طولت شويه فمحتاجين يا جماعه بعد اذنكم نجيب احمد حسين معنا ان شاء الله. اتفضل. فيعني انا ما زلت اؤكد ان احرص الناس على النادي الاهلي هو جمهور الاهلي، واحرص الناس على نادي الزمالك هو جمهور الزمالك طبعا. ولو هم تحملوا مسؤوليه ان هم ممكن يخسروا ويكسبوا فرقتهم هيتغير هيتغير. مسؤولية بتصنع رجال اكيد اكيد اكيد، لان هو عارف هو لو عمل شغب او لو شتم او عمل كذا هتتخصم نقط من الفريق، اكيد مش هيعمل اكيد اكيد، وهو اللي هيمنع ده. بس هو اللي يمنعه، برافو عليه. يعني هو لو لا اي حد هيخرج عن النص هيخرج. هي كل الموضوع احنا محتاجين شويه قوانين تتطبق بحياديه والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. دلوقتي 21/19 بيتهيألي اهلي بني غازي يمكن يقدر ياخد الشوط ده، بس حتى لو خده يعني بص لا هي النقطه مش كده. انا دايما مع الفرق اللي يعني طبعا قيمه النادي الاهلي فريق النادي الاهلي اكبر بكتير من اهلي بني غازي او الاهلي الليبي، بس احنا دايما بنقول ان الفريق القوي عشان يمشي المباراة زي ما هو عايز لازم يكون ضاغط وفارق عن الفرقة التانية. ما ندهمش فرصة، ما ندهمش روح، ما ندهمش أمل. في الشوط التاني زي ما حصل الشوط التاني زي ما حصل الشوط الأولاني لازم كده. فكونك إن أنت سمحت إن الجيم يطلع إيكوال لغاية 19 و20 ده 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 خطر. ده خطر. أنا في رأيي إن هو يعني إن شاء الله بإذن الله نتدارك الموضوع دوت ونلحق الجيم دوت. لا انا عايز اقول للساده المشاهدين برضو ما يبقوش قلقانين. لا 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 ما فيش قلق. خسرنا الشوط ده وارد جدا. لا لا وارد جدا يعني ان اللعيبه تكون مريحه. بس ممكن يكون تجربه على على وضع زي ما قلنا ان في تغييرات حصلت، وزي ما قلنا ان برضو لازم نجرب الناس اللي بس اقول لك على حاجه يا كابتن، يعني دي حته بقى رياضيه كده. لو انا مثلا يعني كسبت ماتش 3-0 وماتش اللي بعده 3-0 وماتش اللي بعده 3-0، لو جيت في مباراه قويه خسرت شوط هرتبك. يعني لازم يحصل ان انا اخسر لازم اخسر شوط. يعني معلش يعني انا بحاول اتدرج او تحاول اتدرج ليه احط نفسي في السيتويشن ده ويا ريت يحصل مع فرقه صغيره. يعني انا واحد من الناس اتمنى ان الاهلي يخسر الشوط ده بس ليه عشان نحط نفسنا في الموقف ده. هو يعني 22/19 دلوقتي الاهلي بني غازي وده ان شاء الله يعني ليه انا عايز احط ده اختبار يعني ده اختبار برافو عليك. هو الاختبار ده انا من رايي يبقى مفيد لو كان مع عناصر احتياطي او عناصر مش اساسيه في الفريق. ليه؟ لان ده الاختبار ما يهزش الفريق كمجموعة. اقدر اقف على رجلي اقدر بالظبط. انما يعني عايزين نعرف احنا عايزين نعرف بقى التشكيل 23/20 دلوقتي يا كابتن 23/20 لاهلي بني غازي. فهو يعني انا شايف ان شاء الله لحضرتك ان شاء الله باذن الله ما فيش مشاكل. بس بقول ايه، بقول ان الموقف زي ده يعني بيبقى محتاجين ان احنا نخسر شوط يعني والله بجد يعني انت معايا يا كابتن هاني في الموضوع ده؟ انت بتضحك يعني؟ لا لا مش معاك. لا يعني انا دلوقتي افرض لا قدر الله انا كسبت الترجي 3-0 كسبت ده 3-0 ماشي بكسب 3-0 جيت في الماتش النهائي خسرت 2-0 اول ماتش. انا مش واخد على كده الله ده انا ايه ده انا خسرت شوط؟ هتلاقي لا انا عايز ان احنا نتحط في الموقف ده. يا جماعه احنا خسرنا شوط، جيم لم نفسك وقف تاني اكسب اللي بعده. هو بس احنا عايزين انا يهمني بس اشوف التشكيل لان زي ما قال ماجد هو ده يفرق معانا مين اللي بيلعب.
ولو هم الناس اللي بتاخد فرصه لاول مره هيبقى مفيش مشكله خالص. يعني هتلاقي الفريق متزن برده ومفيش مشكله. ويبتدي ممكن يبتدي بيهم ويبتدي نص الصوت يبتدي يلعب الاساسيين تاني عادي يعني. مفيش مشكله ان شاء الله. بس انت معايا في النقطه دي ان هو يعني ان انا لو مشيت لغايه الفاينل ما خسرتش ولا شوط يعني بيبقى الموضوع شويه. احنا لو مشينا فاينل من غير ما نخسر ولا شوط هنخلص البطوله. احنا عملناها كتير على فكره. يعني لا انا بتكلم على ان هو تجربه يعني بتبقى مهمه ان الواحد يعرف يعني برضه يحط نفسه في التجربه. اللعيبه ان هو انا خسرت شوط ايه ده طب ناخد بقى يعني نطلع بين الشوطين نجمع نفسينا نقف على رجلينا نرش كده. ممكن 23 21 يمكن النادي الاهلي بيقرب اهو. هو فرق دلوقتي نقطتين. هو يعني هتتوقف على مين اللي على الارسال دلوقتي؟ للنادي الاهلي. تهيألي النادي الاهلي هو اللي على الارسال. لا ايوه لا مين الافراد؟ مين الافراد على الارسال؟ مين الافراد على الارسال؟ يا رب يبقى رسلان. لو رسلان او قطب او لا ممكن يكون رسلان بره على فكره مش في الملعب. ممكن يكون يعني ما هو ممكن يكون رسلان او قطب من الناس اللي ارسالاتهم قويه مؤثره. ممكن خبره كبيره بحيث انه يعدي السرب بشكل كويس بشكل قوي جدا مؤثر يقدر ياثر على يعني ممكن يجيب بيه بونت مباشر كمان او يعني يفسد الخطط اللي هناك فده يبقى يفرق يعني. فان شاء الله يعني الامور تمشي زي ما احنا ان شاء الله يعني. يعني كنت تبحث عن الضغط وهو احنا دلوقتي مضغوطين. طيب 23 22 اهو زي ما قلنا كده. زي ما قلنا كده كابتن هاني برضو دايما بتختلف معايا. لا والله بس انا بقول لك يعني هو دي كلها بتبقى ضغوط برضو للعيبه ان هم دلوقتي يعني في نهايه الصوت وفي فرق 3 4 نقط فمحتاجين ان هم يعملوا مجهود جامد جدا ان هم يعوضوا. ده تدريب كويس ده جزء من التمرين عندنا ان احنا بنعمل الستيشن ده ان احنا بنعمل 23 19 وحاول تكسب الجيم دي بنعملها كتير جدا يعني في التمرين. 23 22 احنا كنا وصلنا 23 20 يا رب ان شاء الله نقدر يعني برضو بموقف تم موقف طبعا مهم جدا بس على فكره حصل امبارح بس في النص مش في الاخر. لا وفي الاخر كمان في الاخر كانت نقطه كانت يعني نقطه في الاخر يعني الحكم لما صفر لما داس اللاعب مش عارف كان مين كان عمل رونج بوزيشن الاول. أيوة. والثانيه كانت تداخل الاثنين كانوا صح على فكره. طيب 24 22 اهلي بني غازي يبقى هيحصل الايه هيحصل غالبا ان انا قلت عليه ان احنا يعني ممكن الاختبار يبقى يعني الاختبار خلينا في الاختبار. طيب لا هو بجد يعني هقول لك على حاجه انت بتقول ده في التمرين بس الاختبار لما يكون في التمرين يعني لما مره لعبت على حاجه عمره بيبقى زي الماتش. طبعا ضغط يعني الماتش انا بمرنك دلوقتي بقول لك والله حط نفسك في سيتويشن فرق نقطتين وعايزين نعوض وبتاع غير لما احطك بقى في الموقف ده في مباراه رسميه وتلاقي الموقف ده بيحصل وانت بتخسر شوط وبتحاول. هنا بقى بتيجي قيمه اللعيبه الخبرات اللعيبه الكبيره اللعيبه اللي سعرها غالي هي بتيجي في المواقف دي انها موقف صعب احنا في موقف صعب في بطوله صعب ومحتاجين دلوقتي لعيب يمسك نفسه زي ما قال ماجد يجيب نقطتين بالسيرف محتاجين جدا ده محتاجين بلوك دلوقتي لعيب بلوكر دلوقتي يجيب بلوك محتاجين ديفنس يطلع يعني دي قيمه اللعيبه بقى ان انت في الوقت الصعب ده يلموا نفسهم. نتمنى ان شاء الله ربنا يعمل اللي فيه الخير ان شاء الله. برضو ارجع لك كابتن ماجد يعني برضو استكمالا لمشوار النادي الاهلي يمكن احنا قلنا في الاول فاز على نادي بافيا الكاميروني وبعد كده دخل على الترجي بافيا كاميروني 3-0 وبعد كده دخل على الترجي 3-0. طيب 24 24. ايوه وكده. أيوة. كابتن هاني يعني أيوة. يعني توقعاته دايما بتبقى شكلها جميل. خليك معايا كابتن الخط بس ما تبعدش عني ما تقومش. ايوه دلوقتي 24 24 برضو موقف كان وصلنا 23 21 دلوقتي بين 24 هو الجيم دوت يعني فايدته للنادي الاهلي اكتر من ضرره. هو دايما كل الامور المواقف اللعب بيبقى فيها جزء مفيد وجزء مضر. فالفايده حتى لا قدر الله لو خسرنا الجيم ده فايدته كضغط عصبي على اللعيبه. طبعا حلو. وكمان خلي بالك يا كابتن احنا امبارح كان الشوط الثالث ماشي كده والشوط الثاني حصل فيه فرق 4 و5 نقاط وحصل خسر يعني قصدي بس هي بقى ايه حته نفسيه بقى رغبه الفوز بالظبط. يعني انت ممكن كانوا يقلوا عليك وتخسر فتيجي عليك بسلب شويه انما انت لما بيقولوا عليك وبتجيب كامباك للجيم وبتكسب ده بيدي بيرسخ عندك. وهو اللي حاصل دلوقتي ان من 23 21 24 22 الكلام ده كله بيثقل لعيبه النادي الاهلي قيمه فوق قيمتهم في حته ان هم احنا لازم نتمسك بكل بونت عشان منافسه البطوله وده احسن تمرين موجود وزي ما قال كابتن هاني يمكن التركيز بيبقى في كل لعبه. ايوه طبعا طبعا استقبال. طبعا هو طيب الشوط ده خلص 26 24 الاهلي بني غازي
مفيش مشكله مفيش مشكله بالعكس تجربه. بص حضرتك انا لعلمك انا يعني مش عايز اقول سعيد طبعا، ولكن لا تجربه مفيده. دايما نبص للجزء الايجابي. الايجابيات بقول لحضرتك في المواقف دي بتبقى في منها جوانب كتير قوي ايجابيه، اهمها انها درس في عدم التهاون او التراخي سنه. يعني احنا النهارده حتى فرض خسرنا المباراه، لا أو الموضوع مش هيوصل لكده ان شاء الله، مش هيوصل. بس لا انا قصدي اقول ان هو تجربه فوق، خلي بالك ان ان مهما كان مستوى الفريق المنافس انت ممكن لو استهترت ممكن تخسر. صحيح. تخسر منه شوط، بتبدا طبعا بخساره نقاط وبعد كده بخساره اشواط ولا قدر الله بخساره مباراه. فده درس نلحقه من البدايات خالص، ان احنا ومفيش اي مشكله نخسر شوط ونعوض في الاشواط اللي بعد كده ونكسب الـ 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 الخبره ديت والتجربه دي، ان احنا عدينا منها ان شاء الله بسلام. بس احنا برضو عايزين نجيب احمد معانا. انا عايز اعرف التشكيل، عايزين نعرف التشكيل كان مين، وعايزين نعرف عشان زي ما قال كابتن هاني برضو احنا دلوقتي لو كان في كذا عنصر بديل ما فيهاش مشكله، بياخدوا خبره واحنا عادي ان يحصل الكلام ده، وارد في الماتشات عادي. وبرضو انا عايز اقول حاجه على حاجه، ده غير مؤثر بالمره على المباراه التنافسيه ما بين الفرق المتنافسه على اللقب. يعني زي ما شفنا كده في الدوري الاهلي ماشي اول ما خسرش غير شوط واحد. والجيش خسر في كل مباريات الدور الثاني ماشي 3-0 3-0 الجيش خسر كسب مره 3-1 ثلاث ماتشات 3-1 وخسران اشواط بدليل النادي الاهلي وصل المباراه النهائيه لو كسب شوطين. فهي النقطه انت يعني الكلام دوت مش مؤثر بشكل كبير، هو كل الحكايه ان هو ما بيديش مؤشر، بس ممكن ظروف كل مباراه تختلف عن اختبار جيد. انا يعني ان شاء الله باذن الله ده يعني باذن الله الاهلي يقدر في الجيم الرابع يبدا بجديه، واعتقد هو ده اللي هيحصل ان هو هيبدا بجديه في الجيم الرابع وهيعمل فرق كبير يطمنوا زي الجيم الاولاني كده 7-3 8-4 10-5 عشان يريح نفسه وما يحطش نفسه تحت ضغوط، لان اللعب تحت ضغوط بيقلل المستوى طبعا. مش بس بيقلل المستوى، كمان بيدي فرصه للمنافس ان هو يعني يخش معاك في الجيم. طيب معانا احمد حسين من ارض الملعب. احمد الاخبار ايه، وهل حصل تغييرات ادت لخساره النادي الاهلي الشوط ده؟ التغييرات كانت صعبه على الحدود زي ما قلت لك يا كابتن في الشوط قبل الدرس الثاني الثالث، كانت التغييرات هي محمد رمضان واحمد عبد العال بس، يعني ما حصلش تغييرات ثانيه. وكان شريف الليبرو بينزل مكان محمد معوض في بعض الاوقات، والشوط كان فيه نديه كبيره جدا. الفريق الليبي كان يعني عنده رقعه عربيه كبيره، ما كانش بيسيب النادي الاهلي يفرق كتير. كان نقطة هنا ونقطة هنا، يعني أكبر فرق كان بيبقى ثلاث نقط. الأخطاء الشخصية عبارة إيه برضه؟ طب الشوط الرابع ابتدى ولا لسه يا أحمد؟ الشوط الرابع ابتدى والنتيجة دلوقتي 1-1. طيب أنت شايف الروح المعنوية للفريق النادي الأهلي، هل الشوط ده يعني أحبط شوية المعنويات ولا شايف الحماس هو بتاع بداية الماتش؟ لا هو نفس الحمية اللي عند اللعيبة، بس هو يعني زي ما قلت يا كابتن ممكن يكون التركيز كان قل شويه عن مباراه الترجي، زي ما قلت لك كان مباراه كبيره اللعيبه ادوها، كان فوز مهم، فممكن يكون بس يعني التركيز كان قليل شويه، فهو اللي قتل خساره الشوط الثالث. ولكن زي ما قلت لك كان في نديه كبيره جدا، يعني الشوط انتهى 26-24. طيب مين اللي كان عندنا، يعني احنا شفنا النتيجه وصلت 23-20، مين عندنا اللي كان بيقدر يعوض الفرق ده وصلنا ل 24-24؟ هو يعني بصراحه كان احمد قطب كان متالق جدا، يعني احمد قطب كان كويس. يا رب ان شاء الله باذن الله الشوط ده نحسمه. دلوقتي النتيجه معاك كام يا احمد؟ النتيجه دلوقتي كام؟ النتيجه 2-1 للفريق الليبي. 2-1 للفريق الليبي. طب احمد هنرجع لك تاني ان شاء الله، وبنشكرك على مجهودك معانا، ونطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني نتابع احداث طيب هناجل الفاصل شويه، هنتابع احداث الشوط الرابع. النتيجه دلوقتي 2-1 اهلي بني غازي، ولكن يعني زي ما بنقول ان شاء الله ما فيش اي مشكله خالص، ان احنا يعني باذن الله المباراه بالنسبه للنادي الاهلي تحصيل حاصل، ولكن طبعا اكيد النادي الاهلي او رجاله النادي الاهلي هناك ملوك الصالات مش هيقبلوا ان شاء الله غير بالمكسب. يعني يا كابتن هاني برضو حتى الشوط الثاني بدا شويه بتفوق بني غازي، اهلي بني غازي تفوق وبادئ بحماس جامد جدا من اهلي حتى طبعا سمعنا يعني خدوا صوت من الفرقه اللي ما خسرتش ولا صوت في البطوله، حاسين ان هم عملوا حاجه كبيره. طبيعي ان هم يبتدوا الشوط ده بمنتهى الحماس، هو لازم يواجهوا بقى
من النادي الاهلي حماس اكتر منهم بقى خلاص. بس بس هيبقى بالمقابل مجهود بدني اكتر لازم يعني. خلاص هي تحطينا في الموقف ده بس انا ما اعتقدش انها هتحتاج وقت طويل يعني. هي بتقول زي ما نقول كده دوسه خمس دقايق. ايوه خمس دقايق نضغط جامد جدا هتلاقيه النفري اربع خمس نقط خلاص هيستسلموا هناك للواقع. بس احنا محتاجين الخمس دقايق دول جدا. محتاجين ارسال جامد, محتاجين بلوك كويس, محتاجين ديفنس تطلع لازم. محتاجين برضه يا كابتن ان شاء الله يعني نحلل كويس الاداء اللي حصل خلال الشوط الثالث ده. يعني عايزين محتاجين نحلل ليه الدروب ده حصل. يعني شوفوا يعني محمد زكريا اللي موجود مع النادي الاهلي من احسن المحللين الموجودين في مصر, بيدي على طول تقرير لميدو ويتابع. اعتقد يعني الموضوع ده متغطي في النادي الاهلي كويس كويس جدا كمان. هو بس الموضوع اعتقد ان هو موضوع دلوقتي موضوع يعني رغبه فوز في الاهلي بحماس بتصميم ان الموضوع ينتهي 3-1 ونخلص بدري ان شاء الله. محتاجش الشوط الخامس يعني. طب ده اللي محتاجينه يعني دلوقتي. طب احنا يعني الاحصائيات اللي بنشوفها دي طبعا النادي الاهلي بيبقى ليه احصائياته المحلل معانا كل حاجه, ولكن اكيد في احصائيات بيعملها الاتحاد الافريقي طبعا. هل دي بتبقى يعني متاحه على الموقع الرسمي؟ متاحه. النتيجه دلوقتي يا كابتن 4-4. اللي بيعمله الاتحاد الافريقي اللي اسمه الفي اي اس اللي هو بيبقى تحليل, بس تحليل مجرد كل واحد يعني جاب كام نقطه, بيبقى تحليل يعني سطحي شويه. مجرد ان هو كل واحد الافكت بتاعه ايه في الماتش علشان في الاخر يعرفوا يقيموا اللعيبه مين احسن بلوكر مين احسن كجوائز يعني كجوائز. النتيجه ما زالت 4-4 يا كابتن بارض الملعب. اتفضل. فالتحليل بيبقى مش عميق زي بتاع الفرق. الفرق بتبقى مركزه اكتر, بيبقى بقى انت بتحلل الاستقبال اللي هناك, مين المستقبل الكويس هناك ومين الوحش, بيستقبل من على يمينه احسن ولا من على شماله, بيستقبل من فوق ولا من تحت احسن, بيستقبل من المركز ده احسن من المركز ده ولا لا. لا شغلانه كبيره جدا. الضرب الناس اللي هناك, اللعيب ده بيفضل ان هو يضرب في المنطقه كذا في الزون كذا, ده تفضيله, ونبتدي نشتغل بقى احنا خلي البلوك يمسك المنطقه دي وعكس المنطقه دي بيبقى للدفاع. لان تملي احنا المنطقه الاكثر ضربا بنحط قدامها البلوك والمنطقه الاقل بيبقى يعني برضه عشان نوضح للساده المشاهدين يعني البلوك ما بيتحركش على الشبكه رايح جاي, ولكن البلوك بيبقى ثابت ناحيه الضرب الاقوى ناحيه اتجاه الضرب الاقوى. يعني هو تملي بيبقى في احنا يعني البلوك مثلا لعيب الطرف بيبقى قدامه ثلاث اماكن يشتغل عليهم لو الكره بره الشبكه. يعني عشان الناس تتصور الموضوع, الرفع النموذج في الفولي بتبقى بره الشبكه شويه, بره بعيده شويه عن الشبكه, ما تبقاش جوه ايد البلوك. لو جوه ايد البلوك مش محتاجه بقى نقول لهم امسكوا ايه, انت بتطلع تمسك الكوره خلاص. لما هي لو بره بيبقى في حريه حركه زوايا حريه زوايا للضريب الضريب القوي الكويس. انما كل ضريب في العالم كله بيبقى له تفضيلات مهما كان هو ده بيبقى بيفضل بيضرب في المنطقه دي, والمنطقه دي هي اللي بنحط لها البلوك الاقوى. المنطقه الثانيه بنشتغل الديفنس او الدفاع المنخفض بيشتغل عليها بشكل تكاملي شويه بين بين البلوك والدفاع. يعني ده اللي المفروض بيتعمل خلال الماتش بالذات في بطوله زي دي, ان انت بتلعب فرقه مش حافظها ما اتفرجتش عليها كتير. يعني وارد جدا ان احنا في بطولات بتلاقي نفسك ان انت اول ماتش بتلعب مع فرقه جامده جدا, فالدور التحليل بيبقى مهم جدا. انت الحقني على طول ايه اللي بيحصل هناك بزوايا الضرب اتجاهاته مرسومه, بتبقى مرسومه على الورقه كده, وابتدي بقى المدرب يوجه البلوك ونبتدي نعدل بقى على طول طريقه طرق اللعب. طب بنشوف اوقات كتيره جدا يا كابتن كور بتسقط ورا البلوك. تمام. يعني الكور اللي بتسقط ورا البلوك دلوقتي النتيجه 8-5 لينا الحمد لله. طبعا الحمد لله احنا بنمشي اهو يعني الحمد لله يا رب نحافظ على الفريق يبقى ان شاء الله لا يزيد كمان ان شاء الله. طب ما هي دي اهو كل ملعب متقسم زون كده وكل يعني بيبقى في مناطق دفاعيه للدفاع المنخفض واماكن للبلوك زي ما قلت لك. من الاماكن المسؤول عنها الدفاع المنخفض هو اللي ورا حائط الصد على طول, اللي هي اللي انت بتتكلم عليها اللي بتبقى متسقطه بالظبط, بحيث ان هي ما تتشطش تبقى نازله لب كده ورا حائط الصد. في اساليب كتير بقى بيستعملها المدربين. في مدرب يقول لك اللعيب الطرف اللي الناحيه الثانيه على الشبكه هو اللي بيروح ياخد الكره دي, او اللي واقف ورا في مركز واحد هو اللي بيقدم وياخد الكره دي. كل مدرب بيشوف ايه الانسب ازاي يقدر يلم الكور دي ازاي يلم الموضوع ده. انا زي ما قلت لك بتبقى زون محطوطه, انا مسؤول عن المنطقه دي وده مسؤول عن المنطقه دي يعني, وبنتمرن عليها طبعا مئات المرات وبنحط نفس مواقف الجيم, بنحط نفس مواقف الماتش ونبتدي نشتغل عليها. يعني ده مكان المفروض يحصل دفاع عنه. يعني كل ده مدروس في التمرين ومعروف, مدروس في التمرين ومتفق عليه. يعني ده من اساسيات التمرين يعني ان شاء الله. طب كابتن يعني ماجد انا برد اساس سؤال, يعني ساعات الضريب اللي بيخش على الشبكه طبعا بنقول انه بيوجه الضرب. طب البلوك
اهم حاجه عشان نعمل بلوك ناجح. يمكن احنا بندخل الجمهور في الفنيات شويه عشان يبقوا ان شاء الله في المباريات اللي جايه لما تتذاع باذن الله يكونوا عايشين معانا. ساعات نلاقي البلوك الكره خبطت فيه وطلعت بره، ساعات نلاقي البلوك الكره خبطت فيه ونزلت تحته، ساعات البلوك بيخبط الكره تنزل في ارض ملعب في ارض الملعب المنافس. ازاي نقدر يعني نحكم ده؟ بص حضرتك، هو الـ 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 البلوك او الدفاع اللي من اعلى الشبكه ده المفروض ان هو بيقفل مساحه ملعب. جميل. يعني مش المفترض ان هو بياخد البلوك كله كوره يعني. كويس. فعشان يبقى ناجح لازم يبقى التايمنج بتاعه توقيت الخروج او النط، توقيت النط معاه يكون تايمنج مظبوط، ولازم يكون اتجاه الايد في اتجاه صح، رست الايد في اتجاه مظبوط وقت الضريب ما بيشوط. كويس. عشان اوجه ارتداد الكره فين. لو حصل ان التوقيت ما كانش مظبوط او اتجاه الذراع ما كانش موجود بصوره كامله، بيحصل بقى لحاجه بتقول عليها ان الكره بتيجي في ايديه وتنزل في ملعبه، او بتيجي في ايديه وتطلع بره الملعب خالص. فالاهم حاجه في البلوك ان اللعيب ما يحركش ايديه ساعه الضرب، بيبقى مسؤول عن غلق مساحه في الملعب. يعني يقفل زاويه للضرب، يقفل مكان زاوية مكان مكان في الملعب، بحيث ان هو يديله الاوبشن يشوط في المكان الثاني اللي هو عايزين بدفاعته. ايوه، اللي هو واقف في الديفنس او الدفاع المنخفض. يبقى كده احنا الفرقه دي دفاعها توتالي 9-5 دلوقتي يا كابتن لينا ان شاء الله. ان شاء الله خلاص كده، ان شاء الله كده الامور اتحلت وكده يعني ان شاء الله باذن الله الامور كده اتعالجت. و يا رب بس يمشي بهذا سايكولوجيا. لا كده سايكولوجيا الاهلي اعلى. ان شاء الله ان هو يقدر يضغط ويقدر يمشي الامور زي ما هو عايز، ويقدر 4 نتيجه كبيره ان شاء الله. وان شاء الله هتزيد هينهار فرقه ليبيا 9-5. انا اسف 9-5. هتلاقي ليبيا يعني بتقاوم بعد كده هتسلم ان شاء الله يعني. طيب بنرجع للبلوك. فزي ما بقول لحضرتك البلوك اساسه ان هو يعني يغطي مساحه في الملعب ما يتعديش فيها الكوره، وتبقى مسموح بالمرور لمساحة أخرى يدافع عنها الدفاع المنخفض بقية الفرقة. كويس. طبعا يعني لو الفرقة عملت كده كل كورة هتبقى مفيش طيب. يبقى احنا هنكسب 25. لا في أخطاء طبعا، فلازم بيحصل أخطاء. الأخطاء دي متمثلة يا إما في توقيت النط أو الجامب بتاع البلوك، أو في البوزيشننج بتاع البلوك، إن البلوك يطلع مفتوح، او البوزيشن بتاع الزراعة. وده برضه دور التدريب بقى، ان انت بتقلل نسب الاخطاء. هو انت بتمرن على كل حاله من الحالات دي. انت بتمرن يعني ايه لما البلوك يكون مفتوح الدفاع المنخفض يدافع عن ايه؟ يخش ما بين الشرخ اللي حصل، ولا يخش ما بين الزاويه الطويله المفتوح من البلوك. وهل اللعيب دوت بيبقى زي ما بيقول الكابتن هاني كده ان في احصائيات، اللعيب ده بيفضل ان هو يضرب الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ ندرس بقى هنا التحليل الفني اللي بيجي والتحليل الحركي اللي بيجي قبل الموضوع. الموضوع بيبقى يعني دخل فيه علم، ودخل فيه التكنولوجي، ودخل فيه التحليل. بس يا كابتن برضه بنلاقي في الطايره برضه يعني حته شويه ان اللاعب لازم يخش الضريب. دلوقتي النتيجه 10-7 لينا ان شاء الله. الضريب برضه لازم يجي من الحركه. طبعا يعني الضريب بيبقى واخد خطوتين ثلاثه قبل ما بيخش. أكيد على أكيد الشوطه بتاعته. اكيد. في امبارح شفنا اوقات ان في ضرب بيجي من ثبات، تبقى لعبه يعني متكعبله كده، وبيضطر الضريب بتاعنا ينط من ثبات. بص حضرتك كل مهاره دلوقتي يعني بيحصل لها تحليل حركة على المهاره بتؤدى ازاي. يعني ممكن عشان كده الكلام ده بقى يبقى مختص بيه الناشئين اكتر يعني. انت بتعمل تحليل للناشئين على المهاره ادائها الحركي ايه. نعم. وبتاخد كل تفصيله في التحليل دوت وتشتغل عليه. يعني انت حضرتك بتقول ان الضرب بيبقى غالبا او في معظم الاحوال الصح من الحركه. طب لو في لعيب عنده الاقتراب بتاعه او الحركه بتاعته مش مظبوطه. طب لو لعيب عنده الجامب بيرتكز على رجل عكس الاتجاه. لو لعيب عنده الهبوط غلط. كل الكلام ده كله لازم يدرس وبيتحلل. ففي مواقف اللعب فيها بيجبر اللعيب ان هو يطلع من الثبات. ما زالت النتيجه يا كابتن 10-7 بقى تايم اوت هناك لليبيا. اكيد. فالمواقف ديت بيحصل عليها تدريبات كتير مئات المرات. ممكن انا كمدرب ان انا بمرن اللعيبه على كور بايظه، او بمرن اللعيب ان هو يطلع يضرب من الثبات تحسبا ان ده يحصل في الماتش. بيحصل يعني تحسبا. فهي يعني اساليب كتير قوي وطرق كتير قوي في التدريب. واهم حاجه ان اللعيب يكون مقتنع
ان هو بيتمرن زي ما بيحصل في الماتش جيم لايك اكشن. ليه؟ عشان هو لو بيتمرن على حاجه وبيلعب الماتش باسلوب تاني يبقى انت ما بتقدمش ما بتبنيش يعني. فهي الفكر بتاع اللعيب لازم يكون متواكب. طيب مع في 13-8 دلوقتي لينا ان شاء الله خلاص ان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتمشي معقول جدا والماتش ان شاء الله باذن الله هيكون 3-1 باذن الله. وده يعني اختبار كويس. ده درس للعيبه وزي ما انت توقعت يعني بتقول ان احنا اتحطينا في اختبار في ماتش مش لو حصل في ماتش مش مهم مش مشكله انما لو حصل في ماتش فاينل او حصل في سيمي فاينل خروج من نوك اوت يعني كده من 14-8 يا كابتن 6 نقاط اللي بيعملهم كابتن هاني اللي هم بتوع كل جيم بتوع كل جيم بتوع كل ماتش. فده الحمد لله ان الدنيا مشيت كده وان شاء الله تكمل على خير باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. طب يعني نرجع ونقول برضو يعني ارجع للنقطه ان احنا خسرنا شوط وشايفين ان ده يعني اكيد هي درس اللعيبه استفادت منه بس في المقابل كان عندي تحميل يعني لما خلص الماتش من 3 شوط خلصوا من 4 فالناحيه البدنيه هتبقى عندنا مشكله بجد يعني الاجهاد ده برضه هيتعبنا ويا رب نلحق بكره يبقى في شقه. هو يعني الموضوع ده النهارده مش هيبقى مشكله لان احنا عندنا بكره راحه ما عندناش ماتشات اكيد يعني وهو الموضوع مش هيبقى اجهاد. بص اكتر نوع من الاجهاد اللي يتعب اللي هو الاجهاد النفسي بالضغط العصبي يعني ان انت زي ماتش امبارح ده اللي يعمل اجهاد ده اللي يعمل بعديها على طول اللعيبه تحس انها فكه شويه لانها كانت مضغوطه قوي جداً. فتلاقي النهارده جبنا راح مثلا جداً. عشان كده هم اللعيبه غصب عنهم بقى يعني هم كان مضغوط جدا نفسيا حتى ميدو في كل الكور بيتشد مشدود فتلاقي ان هو مش قادر مهدود شويه وهتلاقي اللعيبه برضو كده النهارده يعني هو سبب ان الجيم ده اللي ضاع هو بيبقى كده. هيبقى عندنا فرصه بكره ان احنا نعمل ريكفري كويس معانا يعني اجهزه تساعد على ده هناك وفي وقت لده وبرضه ان شاء الله باذن الله ماتش دور الثمانيه ما هوش هيبقى ان شاء الله مش هيبقى بكره خلاص يعني بلغوني دلوقتي تاكد ان بكره راح على كل الفرق تمام وهتبتدي منافسات ان شاء الله دور الثمانيه بعد غد وان شاء الله نكون معاهم برضه ونكون ان شاء الله يكون في صاله كبيره ان شاء الله هكون الصاله الكبيره بقى ان شاء الله واكيد هنبلغ يعني اكيد يعني الساده المشاهدين بنطالب منهم ان هم يتابعونا على تويتر وعلى الفيسبوك هيعرفوا المواعيد واكيد الزملاء هنا برضه هيبلغوكم بمواعيد الماتش ان شاء الله. فهي ان شاء الله مش هتبقى مشكله في ماتش دور الثمانيه برضه هيكونوا لحقوا ان هم يعملوا ريكفري ويشتغلوا ويبتدوا يطلعوا ثاني بالكيرف لان هو طبعا بعد ماتش امبارح هتلاقي الكيرف بتاعهم نزل لازم. شويه لازم. والنهارده ماشي برضه نازل كويس ان هم خسروا جيم فعلا بقى يعني ان هو برضه الموضوع نازل نبتدي نطلع بقى من بكره نعلي شويه نعلى بقى بالايقاع تاني في دور الثمانيه وقبل النهائي لغايه لما نوصل للماتش المنتظر ان شاء الله اللي هو النهائي باذن الله. طيب برضه ارجع لحضرتك يا كابتن ماجد احنا دلوقتي كفريق النادي الاهلي كطايره ماشيين الحمد لله بخطه ثابته اهو ان شاء الله ينتهي المباراه 3-1 شايف بكره خلي فكره اليوم الراحه ده بيبقى مشكله كبيره جدا وانا رايي ان اليوم الراحه ده يطلعك فوق يا يعني ينزلك تحت خاصه في الرياضه يعني طبعا لا 17-9 يعني ان شاء الله 8 نقاط فرق ان شاء الله خلاص سلموا خلاص شايف اليوم الراحه ده الاحسن للفرقه ان هي خارجه من ماتشين تعمل ايه راحه سلبيه ولا راحه ايجابيه؟ لا هو ما غالبا ما بقاش في حاجه اسمها راحه سلبيه ده في البطولات اللي هي مضغوطه كده مجاميع وبعدين دور 8 لا ما فيش راحه سلبيه هو على حسب بقى ما الكابتن ميدو هيشوف مع الجهاز كل اللعيبه متحمله طبعا لا ما هو هيشوف مع الجهاز هيشوف اللعيبه اللي ما شاركتش في فترات طويله ويبتدي يمرنها عشان يجهزها للمباراه واللعيبه اللي كان متحمل عليها او كانت مضغوط عليها او كده هديها راحه اكتر بس مش هتبقى سلبيه طبعا هتبقى يعني بمشاركه تمرينه تفضل لو في تمرينه بتبقى فيهم الراحه يعني انا واحد من الناس ايام كنت بلعب كان يوم الراحه ده عامل لي صداع بجد والله لا هو يعني ساعات يعني ساعات تلاقيني اقول يا رب طب اريح انزل الماتش اللي بعده العب وحش طب اليوم اللي بعده اتمرن الراحه اللي بعدها اتمرن هل التمرين يبقى الصبح ولا لا هو بص زي ما قال كابتن ماجد كده التمرينه اللي هي اللي جايه بتاعت بكره دي مهمه قوي توقيتها امتى؟ توقيتها انا اعتقد هتبقى من 2 ل 4 انا اعتقد انها هتبقى في وسط النهار يعني وهو برضه بتقول من 2 ل 4 طب انت يا كابتن هي مش اختياري على فكره انا بس عايز اقول لك ان هي يعني إن هو ايوه هي هتبقى لا هي هتبقى لا على حسب الجدول المحطوط الجدول هو في جدول بيحط للتدريب وايا كانت هي هتاخد الشكل ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هو تمرينه لمده ساعه ونص
الفرقه اللي ما لعبتش هتلعب تتمرن تمرينه جامده عادي جدا، تمرينه قويه جدا. الفرقه اللي لعبت هتجري شويه، هتعمل استريتش شويه، هتلعب يلعبوا شويه ارسال واستقبال وهيقعدوا. يعني مش انت شايف ان التمرين هتقسم نصين؟ طبعا. بس انا دلوقتي بتكلم على الميعاد، يعني ما انا ممكن انا كمدير فني يكون معادي نموذج في وقت الماتشات. لا ما انا هقولك هقولك يعني ممكن اللجنه المنظمه ادتني معادي وقت الصار وقت ملعب الماتش بتاعي، وانا شايف ان مصلحه اتمرن الصبح. ممكن اخد النتيجه دلوقتي 19-10، ممكن اخد ملعب فرعي اتمرن عليه الصبح. يعني قصدي اقول التوقيت هل هو احسن وقت مباراتي ولا ممكن اشفي؟ لا لا، احسن تمرين ان انت تعرض مره وقت مباراتك، ده الافضل. انما انت ما انتش عارف الثلاث ماتشات هيتلعبوا في نفس الوقت ولا لا برضه. يعني ما تقولش ان انت الكلام ده لو احنا هنلعب في ماتش واحد عارفين والساعه كذا، لكن لا، ده احنا ممكن تلاقي الماتش الاولاني الساعه 4 8 الساعه 4، ممكن تلاقي قبل النهائي الساعه 8 وبعدين كمان دور الثمانيه 4 ماتشات. فاحنا انت هتلعب انهي وقت؟ انهي وقت فيهم؟ هو يعني الموضوع بقى ابعد. دي وجهات نظر في التدريب. انا من وجهه نظري في التدريب في الموضوع دوت، مبدئيا انها هتبقى تمرينه واحده مش تمرينتين. تاني حاجه تبقى في نص النهار. ليه في نص النهار؟ عشان انت بغض النظر عن الميعاد. ليه بقى؟ لان عشان ادي فرصه اللعيبه ترتاح وتنام كويس وتصحى براحتها، وفي نفس الوقت تاخد راحه بالتمرين. يعني فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت تخلص انت في نص النهار، اللعيب اللي عايز يعني برضو يعمل يتمشى، يتسوق، يشوف البلد، الكلام ده كله برضو ياخد جزء، يخرج اخرجه بره البطوله شويه، وفي نفس الوقت يبقى جزء من التدريب ان هو بيتمشى، ان هو يعني فاهم قصدي، ان هو بيبقى في حمل في التدريب عن طريق ان هو بيعمل شوبينج مثلا او لمده ساعه. دلوقتي 20-11 اذا النادي الاهلي يسيب. لا خلاص ان شاء الله خير ان شاء الله، يعني 3-1 ان شاء الله يا رب ان شاء الله. خد بالك انا ما لحقتش اعمل الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه من 2-4 ده، يعني انا بلعب ما لحقتش اعمله. لا ممكن اعمله بكره، يعني انا مبطل دلوقتي ممكن اعمله بكره. هو بص، هو ده يعني ايه، ده دي وجهه نظر يعني في وبعدين برضو زي ما قال كابتن هاني، ان احنا هنجيب اللعيبه اللي لعبت وتحمل عليها الفتره اللي فاتت دي ونديها جرعه تدريبيه غير الناس اللي دلوقتي. في حاجه جديده طلعت يمكن ما كانتش ايامنا، الاستشفاء بالثلج. طبعا. لا لا، بص في اجهزه كامله بتخش جواها. الناحيه العلميه دخلت في الطب في الرياضه بشكل تطور غير طبيعي. يعني ريكفري بالثلج ده غير طبيعي. انا بشوف اللعيبه بينزلوا كلهم في طبعا كل جسمه لغايه رقبته بينزل. وده كنا بنشوفه في المعسكرات اللي احنا كنا بنعملها زمان في اوروبا، ما كنا بنطلع زمان كنا بنشوف حاجات زي كده او مشابهه لكده، واحنا ما كناش فاهمينها. ما بيقعدش فتره طويله لا لا لا، ما كناش فاهمينها. ما هو ده يفسر الثبات المستوى بتاعت اللعيبه الكبيره في اوروبا كلهم. انت بتلاقيهم بيلعبوا ثلاث ماتشات في الاسبوع، ما حدش فيهم قال ان احنا بنلعب في مشتكي ولا حاجه. ثلج يعني. لا ما هو انت الواحد يعني ده. انا بشوف فيديوهات للعيبه اللي بتنزل مش ثلج لوحده. لا انا ببص على اللعيبه والله وهي بتنزل، اللعيب بيكون بيترعش لما طالع جسمه سخن جدا فجأة يروح مرمي في تلج. بس يعني طب ده تفسيره ايه؟ هل ده يعني بيعمل ريموف للاكتيك اسيد بيحرك؟ ما هو اساس كل الموضوع هو اللاكتيك اسيد بيتكون على العضلات. كل الموضوع ان احنا عايزين نمشيه نطلعه بره، نطلعه بره باسرع وقت ممكن. فانت لما تكون سخن وتسقع وتسخن انت تاني وبتاع بيمشي يعني. هو 22-14 دلوقتي خلاص كده يعني. اعتقد ان نبارك للنادي الاهلي يعني ان شاء الله ان هو خلص. طبعا الموضوع ده مش دلوقتي اتفصلت كمان الموضوع ده عن المدير الفني، يعني بقى له المسؤولين عنه. وده دلوقتي بقى قمه النجاح ان بقى في تخصص. ايوه طبعا احترافيه، وده موجود على فكره في الاهلي معاهم دكتور ابو الحسن من احسن الناس اللي بتعمل الموضوع ده، الريكفري والاعداد. ده دور مهم جدا، وما ينفعش في الوقت اللي احنا فيه ان المدير الفني يكون شاغل دماغه بيه. صح. يعني في حاجات كثيره قوي المفروض ان احنا نكون شاغلين دماغنا بيها. الناحيه الفنيه كفايه. هنلعب ازاي؟ الفرقه الثانيه بتعمل ايه؟ احنا هنواجه ده ازاي؟ لو حصل يا عندي بلان ايه وبلان بي وبلان سي، يعني ده كله لازم يكون مشغول فيه. لازم يكون فيه بقى ناس ثانيه، دكتور والثيرابيست والحاجات دول ليهم شغل. والنادي الاهلي بيشتغل بالموضوع ده من زمان، من ايام لما احنا كنا بنلعب كنا شغالين بيه وسابقين ناس كتير قوي فيه، يعني الحمد لله يعني. في المجال ده. طيب كابتن ماجد، يعني تفتكر المدرب المصري كطايره بقى؟ يعني انا ممكن اقول لك كل الالعاب المدربين اللي حققوا انجازات يعني من خلال موقعي هنا، دي شفت حاجات كتير، ولكن كطايره انت شايف المدرب المصري
مع المنتخبات اكفأ ولا الاجنبي؟ وما فيش يعني، يعني خلي بالك احنا بنتكلم هنا بصراحه، ما فيش اي مشكله ان نقول مثلا. لا انا هرد عليك بصراحه، ما تقلقش يعني. انا مش عايز الصراحه يعني، ما نقولش مدرب المصري لا يعني نقول. بص هقول لحضرتك على حاجه، انت حضرتك لو جايب خبير اجنبي اهلا بيه، لو جايب مدرب اجنبي ملوش لازمه. حلو. يعني ايه خبير اجنبي؟ يعني ايه خبير اجنبي؟ يعني واحد راجل ليه مدرسه او ليه طريقه او هنتعلم منه نظام جديد. ودوت احنا كلاعيبه مصريين برضو عندنا خبره، بنقدر نفرق ما بين المدرب العادي والمدرب السوبر. فانت لازم اما تيجي تختار اجنبي تختاره على المستوى، على المستوى ان هو يكون جاي ويجي يضيف، يجي يطور يضيف. ومش بس يطور لعيبه، لا ده يطور مدربين ونظام، ويعمل سيستم يحطه للتدريب في مصر. انما لو هتجيب مدرب اجنبي عشان هو اسمه مدرب اجنبي مش هيضيف حاجه، مش هيعمل حاجه. فالمدرب المصري في كابتن 23 16 النادي الاهلي دلوقتي 25 17 او 18 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. فانت دلوقتي هتجيب مدرب اجنبي هيعمل طفره، يا مرحب ويا اهلا بيه، وخصوصا بعد ارتفاع اسعار الدولار وبعد الارقام ما بقت يعني بالشكل ده. وتابعتي برضو المدرب المصري في الطايره يعني اكفأ بكتير جدا من الاجنبي، لان احنا ما بنجيبش الاجنبي اللي بيكون على المستوى اللي احنا عايزينه. هي بص حضرتك هي منظومه يعني، احنا برضو يعني في فتره من الفترات سنه 95 او 94 تقريبا جبنا بيتيرا كارميلو، ده عمل نقله مش عشان بس هو كان مدرب كويس وقالوا بعد كده ان هو مدرب وحش وقالوا بعد كده كويس، انت فاهم قصدي؟ هو عمل نقله لانه كان ليه مدرسه جديده على على اللاعب المصري وعلى الجو المصري، عمل بيها طفره كويسه. بعد كده لازم يتواجد معاه يعني سواء ناس على نفس المدرسه دي بس يكون متواكب مع العصر، سنه اقرب شويه بالظبط كده. انما هنفضل احنا ننقي مدربين عشان رخيص او عشان معقول او عشان اي اسباب يعني، فيبقى ملهاش لازمه. هذا كلامك منطقي جدا، خلينا فير انف، انت هتجيب راجل اجنبي يضيف بس مش هتجيب حد يضيف يبقى خلاص، وهو ده اللوجيك يعني، وده اللوجيك يعني هو ده المنطقي يعني اللي احنا نعمله، بصرف النظر عن الجنسيه، بصرف النظر لا لا خالص ملهاش مصري او اجنبي يعني يعني بص حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه، من حوالي 5 سنين أو 6 سنين كان معروض على نيجي يمسك منتخب مصر مدرب أرجنتيني معروف عالميا يعني طبعا، فلاسكو. فده كان كابتن انا اسف قطعت حضرتك، الف مبروك نهايه الشوط الثالث 25-17 وكده النادي الاهلي يفوز 3-0 على 3-1 انا اسف 3-1 على اهلي بني غازي. النادي الاهلي كده تاهل بكل قوه وعن جداره بالعلامه الكامله، 3 ماتشات 3 فوز، دور الثمانيه ان شاء الله بعد بكره. النادي الاهلي كسب في مشواره بافيا الكاميروني في بدايه المشوار 3-0، فاز امبارح على الترجي في مباراه كبيره جدا جدا في وسط ملعبه ووسط جمهوره 3-0. النهارده النادي الاهلي يفوز 3-1 وتعرض لموقف طبعا النادي الاهلي، احنا قلنا ان الموقف ده ان شاء الله يكون لصالح الفريق، ان النتيجه انه خسر الشوط الثالث ب 2-1 واستطاع في الشوط الرابع انه يحسم اللقاء 3-1. طبعا الف مبروك يا كابتن طبعًا. طبعا يعني الحمد لله، الحمد لله زي ما توقعنا يعني الحمد لله ان كده عدى الماتش بسلام، وزي ما يعني 80% من السيناريو الجهاز كمان كان عايزه بالظبط، لانه برده كان في شويه اختبارات صعبه في مطبات بسيطه قدر يعديها، قدر ان احنا نعمل يعني نلحق نفسنا في الجيم الرابع بقوه بالمنظر دوت. كل دي اختبارات مفيده للنادي الاهلي. الجيم تاني يعني تأيدنا في الكلام ده برده يا كابتن هاني. احنا بنحاول على فكره دلوقتي للساده المشاهدين بنحاول نجيب كابتن محمد مصالحي معانا من ارض الملعب وبعض اللاعبين ان شاء الله يعني هنحاول نجيبهم معانا دلوقتي. انت بتأيدنا في نفس الكلام ده يا كابتن ان هو كان برده اختبار كويس ان احنا نقدر نخسر شوط وان احنا نقدر نعمل كامباك ونكسب الرابع بالسكور الكبير 25-17؟ يعني زي ما توقعنا، انا بقول لك يعني هو كابتن ماجد وانا بنقول لك حاجات احنا اتحطينا فيها كتير وقبل كده مئات المرات، نفس الموضوع ده، ماتش جامد بعديه بتلاقي نفسك ان انت همدان شويه، ممكن تخسر جيم وتلم نفسك وعادي يعني، ده موضوع طبيعي جدا بتحصل للابطال في كل وقت. هم دلوقتي كويس ان هم برضو يعني عرفوا اللعيبه ان هم لو دلعوا شويه هم هيخسروا جيم، فده هيخليهم برضو في الماتشات الجايه ان شاء الله يبقوا اكتر كده. مجموعتنا تأهل منها ان شاء الله النادي الاهلي المصري والترجي اول والترجي
الثاني ان شاء الله. النادي الاهلي بعد بكره هيلاقي السجون الكاميروني الكيني. طب كابتن احنا معانا الكابتن محمد مصلحي قائد كتيبه النادي الاهلي. الف 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 مبروك، شرفتونا كتير والحمد لله. يعني احنا كنا معاكم لحظه بلحظه يا كابتن، تحب تقول ايه بعد التاهل ان شاء الله دور الثمانيه يا كابتن؟ والله الحمد لله كانت مجموعه صعبه، حتى ماتش النهارده ما كانش سهل نتيجه المجهود البدني والذهني اللي الاولاد عملوه امبارح يعني. فالحمد لله ان احنا تاهلنا كاول مجموعه، بعدنا عن النجم الساحلي في المجموعه الرابعه، وان شاء الله نتاهل يعني قبل النهائي ان شاء الله. طب كابتن يعني امبارح احنا كنا مباراة الأمس كانت مباراة هي الأقوى، يعني يا كابتن أنت خدت المباراة إزاي وكان شعورك إيه قبل المباراة؟ إحنا شفناك قد إيه متحمس وقد إيه اللعيبة والبنش واللعيبة كلهم كان على قلب رجل واحد، أنت كان وأنت داخل المباراة كان شعورك إيه؟ شعوري إن إحنا لازم نكسب، لأن أولاً إحنا كنا غلبنا منهم في دور الثمانية في البطولة اللي فاتت، فاللعيبة كلها كانت عندها يعني عايزة طول تاخد حقها يعني من التردي. بنلعب وسط جمهورهم، كان جمهور كبير جدا. الحمد لله فعلا زي ما انت قلت كده الفرقه كلها كانت على قلب راجل واحد. انا طبعا ما اكدبش عليك، انا كنت قلقان من الماتش، فرقه كبيره جدا فرقه الترجي وبتلعب على ارضها، ده حاجه كبيره قوي ان احنا نكسبهم على فكره 3-0. وانا يعني اللعيبه عملوا ماتش هايل يعني الحمد لله. ده حقيقه يا كابتن، واحنا تابعناه مع حضراتكم لحظه بلحظه. بس يمكن انا عايز اخص بالذكر الشوط الثاني امبارح يا كابتن لما تفوقوا علينا 5 نقاط وحضرتك طلبت تايم اوت او في التكنيكال تايم اوت الثاني، حضرتك وجهت اللعيبه وقلت لهم ايه؟ اولا نزلت محمد رمضان كان على السيرف ساعتها، نزلته عمل يعمل سيرف ويعمل ديفنس، ادى الدور ده كويس قوي، وقلت لهم يهتموا بالكونتر اتاك، والحمد لله عملوا اللي انا قلت عليه بالظبط يعني الحمد لله. وحسام كان ينشغل السريع برضه، الحمد لله يعني عملوا جيم كبير جدا امبارح. طب يا كابتن بعد ما رجعتوا امبارح من الماتش يمكن كان مجهود كبير، مسافه كبيره لغايه الاوتيل، يمكن حضرتك ازاي قدرت في وقت ضيق اقل من 24 ساعه تجهز فرقتك لمباراه النهارده تعتبر قويه ايضا؟ عملوا تلج يعني، اخذوا زي الثاني وتلج كده طبعا اللي لعبوا، وعملت ستريتش الصبح وبعد كده النهارده حتى بان شويه تعب على الناس اللي لعبت امبارح، حبيت اريح فيهم شويه. كان النتيجه طبعا ان احنا خسرنا جيم، بس هم يعني كانوا نازلين النهارده شويه ريلاكس شويه، بس الحمد لله برضو قدرنا ان احنا نكسب. طب يا كابتن عندنا اصابات، عندنا اجهاد لبعض اللاعبين زياده، يعني طمنا على الحاله البدنيه للفرقه يا كابتن محمد. في طبعا اجهاد لمنعم ورسلان، بس يعني الحمد لله. وحسام طبعا عنده برضو اجهاد شويه، بس ربنا يسهل الحمد لله. بكره اجازه برضو، هدي زي جيم كده بكره الصبح كده فريش كده، فالحمد لله يعني ربنا يسهل. طب كابتن توجه ايه كلمه لجماهير النادي الاهلي العريضه اللي بتتابعنا دلوقتي وبتتابع حضرتك واللعيبه وبيدعوا لكم طبعا بالفوز، توجه لهم كلمه ايه يا كابتن؟ انت معاك مين في الاستوديو الاهلي؟ انا معايا كابتن هاني مصلحي ومعايا كابتن ماجد مصطفى، يعني وتابعنا المباراه نقطه بنقطه بالرغم انها من غير مذاعه يعني على الهواء، وبيسلموا على حضرتك يا كابتن. قول له ليهم ماشي. بيسلموا على حضرتك جدا يا كابتن على فكره. محترم قوي يعني، ياما كسب النادي الاهلي والله يعني. طبعا يعني وهنا طبعا طبعا هم يعني من اول الماتش معانا وقلب يعني رجل واحد حضرتك في الملعب، واحنا هنا معاك بقلبنا طبعا. يعني كابتن هاني وكان عايز برضه يوجه لك كلمه، عايز يقول لك حاجه. عارف قد ايه انتوا وقفتوا جنب الفرقه بعد ضياع الدوري وما هاجمتوش الفرقه، لان انتوا حاسين المجهود اللي الفرقه عملته طول الموسم. بقول لهم برضو يدعوا لنا كده وان شاء الله نفرحكم، والله عايزين نفرحهم فعلا يعني ان شاء الله. كابتن وكابتن هاني كان عايز يوجه لك كلمه يا ريت تسمعه. مبروك يا ميدو الماتش اللي بتاع امبارح والنهارده، طبعا انا عارف ان النهارده برضو كان الماتش مش سهل بعد المجهود اللي حصل امبارح. الناس كلها عندها ثقه كامله فيكم كلكم ان انتوا ان شاء الله تكسبوا البطوله دي. كل مصر وراكم فعلا يعني، مفيش مش عايز اقول لك انا يعني كل الناس اللي في الانديه كلها مش في الاهلي بس، كل الناس بتحبك جدا ومسانداك. لو انت متابع السوشيال ميديا هتلاقي ان في مسانده جامده جدا ليكوا، عارفين المسؤوليه الجامده اللي عليك واللي على الفرقه، وانا متاكد ان انتوا قدها ومستنيين ان شاء الله ترجعوا بالكاس، واكيد ان شاء الله هترجعوا بيه ان شاء الله. وكابتن ماجد برضو كابتن محمد عايز يقول لك حاجه. مبروك يا ميدو. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ يلا بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يعني يكرمكم وتقدروا ترجعوا لنا بالكاس وانتوا قدها ودود،
وان شاء الله باذن الله تفرحوا جماهير النادي الاهلي كلها ان شاء الله. كابتن محمد احنا كلنا ثقه فيك وان شاء الله، ويعني سندعم حضرتك حتى النهايه وندعم الفريق وندعم النادي الاهلي في ملوك الصالات هنا، هنكون ورا حضرتك وان شاء الله نطمن دايما على حضرتك ونتابعك ونتابع اخبار الفرقه، وكل التوفيق يا رب ان شاء الله لحضرتك ولكاتبتك معاك ان شاء الله. شكرا جزيلا يعني كابتن محمد، بصراحه مداخله كانت مهمه جدا ان يبقى معانا، والراجل زي ما انت شايف صوته عامل ازاي؟ لا مش اجهاد، ده حاجه ثانيه يعني، هو مضغوط مضغوط جدا يعني، فعلا المسؤوليه بتبقى جامده. النادي الاهلي احنا اتفقنا كلنا ان هو ما بيقبلش غير المركز الاول، مش النادي الاهلي ده مش معناه ان هو نادي ولا حيطان، ده جماهير بالملايين يعني، فطبعا بتبقى مسؤوليه جامده جدا، ربنا يوفقه فيها، وانا متاكد ان هو قدها وان شاء الله ربنا يكرمه. رايك ايه يا كابتن في كلام كابتن محمد؟ لا هو انا يعني بشفق عليه طبعا من الضغط اللي كان عليه امبارح والنهارده، والحمد لله انا اعتقد ان هو هيهدى بقى شويه وهيستعيد هيستعيد يعني، هو كان مضغوط طبعا من بدايه البطوله لغايه الماتش ده، هو كان مضغوط ضغط شديد جدا عشان عايز يعدي المرحله ديت باكبر مكاسب للنادي الاهلي ولفرقته، عشان يقدر بعد كده ان هو يبقى ياخده خطوات نحو البطوله ان شاء الله. معانا كابتن محمد عبد المنعم لاعب الفريق، الف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. الف الف مبروك كابتن هيثم وكابتن ماجد. انا هيثم السعيد معاك، وكابتن هاني مصلحي وكابتن ماجد مصطفى طبعا بيباركوا لك وبيقولوا لك الف الف مبروك، كنت تؤدي المسؤوليه. الله يبارك لك. الله يبارك فيهم كابتن مصر كلهم. طب انت شفت ازاي محمد نتيجه المباراه امبارح، وشفت ازاي مباراه الترجي، يعني شفت الدنيا ازاي امبارح، خاصه الماتش كان حماسي، كنت شايف اللقاء ازاي؟ طبعا ماتش الترجي طبعا كان في عامل كبير، ان هو يعني ان شاء الله بيبقى 50% من الوصول للنهائي في البطوله، كان يعني نهائي مبكر ربنا كرمنا فيه، وكان اللعيبه كلها بسم الله ما شاء الله مركزه فيه جدا، ولعبوا باداء رجولي وحماس كبير جدا، ربنا كرمنا فيه ولعبنا كويس قدام الترجي، شفنا نقط قوتهم ونقط ضعفهم، وربنا كرمنا ووفقنا الحمد لله. طب محمد يعني غياب الجماهير في مصر، ماتش الترجي كان ماتش فيه فنيات عاليه جدا وفي ضغط عصبي على اللعيبه طبعا اللي بتلعب في ارض الترجي ومع الجمهور، وطبعا كان عامل اجهاد كبير للعيبه، النهارده الحمد لله قدرنا نفوز، كان فريق الاهلي بني غازي فرقه طبعا محترمه انا كنت بلعب معاها، لعبوا النهارده باداء قتالي عايزين يعملوا حاجه، هم كده كده خرجوا من البطوله. طب ماتش كويس قدام النادي الاهلي طبعا بطل افريقيا عده مرات، فطبعا كان في ماتش النهارده كان ماتش قوي وربنا كرمنا بيه الحمد لله. طب محمد يعني غياب الجماهير هنا في الدوري المصري، طبعا اكيد انتوا بتلعبوا ماتش بجماهير وجماهير منافسه، الموضوع ده يعني كان يعني سلبي عليكم، ولا انتوا شفتوا ان ده كان دافع اكبر ان احنا نكسب؟ والله هو بدايه الماتش كان سلبي، بعد كده الحمد لله ما توفقنا ولعبنا كويس وادينا بشكل رائع، بقى الجمهور ايجابي معانا طبعا ان هو عمل ضغط سلبي على الفريق الترجي، فالحمد لله اللي هو كان يعني ايجابي لينا وعكس على الفريق الترجي. طب محمد يعني بيني وبينك كده قدام الساده المشاهدين، بيني وبينك يعني انتوا ايه الفرقه اللي انتوا يعني عاملين حسابها يمكن اكتر، ولا انتوا مش فارق معاكم تقابلوا مين؟ ما هو كده مش بيني وبينك كده. انا بقول لك بيني وبينك بهزر معاك قدام المشاهدين، يعني انتوا بالنسبه لكم طبعا لا في فرق في الحمد لله ربنا هيكرمنا، طبعا في فرقه من فريقين اللي هتطلع من الترجي والنجم، طبعا هم الاثنين قريبين من بعض وحافظين بعض، هم ان شاء الله هيقابلوا بعض دور الثمانيه يوم الخميس، هيطلع لنا فرقه منهم، نتمنى طبعا نقابل النجم احسن بدل الترجي، ان الترجي هنلعبه تاني طبعا، فريق الترجي فرقه محترمه تقدر تصلح غلطاتها بسرعه، تقدر هيبقى ماتش متعب تاني، فيعني نتمنى يبقى فريق النجم يكسب ان شاء الله، ونقابل فريق النجم يكون احسن لنا ان شاء الله. ان شاء الله، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا فيكم يا محمد، وعارفين ان انتوا هتبذلوا ايا كان الفريق اللي هتلعبوه هتبذلوا مجهود ان شاء الله مضاعف ان انتوا ترجعوا ان شاء الله بالكاس لينا. محمد عبد المنعم لاعب الفريق الاول للكره الطائره واحد نجوم ملوك الصالات هناك في تونس، شكرا جزيلا ليك وكل التوفيق ليك ولزمايلك ان شاء الله. يعني شايف الطريقه اللي بيتكلموا فيها يمكن تركيز عالي، كلها تركيز يا رب، يعني انا بنفسي يعني يمكن جسمي اشعر ومحمد بيتكلم معايا، لان انا حاسس قد ايه هم عايزين يرجعوا بالبطوله، يا رب يا رب يكرمهم بالنصر ان شاء الله. بص هو كمان محمد عبد المنعم تحديدا يعني من بص من اجمل اللعيبه الموجودين في مصر فنيا واخلاقيا، يعني انت تحب تمرن لعيب زيه، بص التزام مش طبيعي، يعني عارف اللي عليه كويس،
عمره ما بيسهرش ابدا، بينام، بياخد فترات راحته كويس، لما بيكون مصاب بيعمل التمارين بتاعت العلاجيه. لا يعني لعيب ما شاء الله، اي حد يفتخر ان هو موجود معاه، وهو مكسب كبير للنادي الاهلي، وان شاء الله يكمل حياته الرياضيه في النادي الاهلي باذن الله. ربنا يوفقهم كلهم. هو لعب ماتش هايل يعني امبارح، انا شايف انه كانت عوده كويسه قوي ليه، يعني هو يعني مستوى منعم المعهود، لو لعب زي امبارح اللي احنا عارفينه البطوله هتبقى ان شاء الله. ومعانا دلوقتي على الهواء محمد معوض لاعب الفريق. طبعا الف الف مبروك يا محمد على التاهل لدور الثمانيه. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك. وكابتن يعني هاني بصلحي وكابتن ماجد مصطفى بيسلموا عليك وبيقول لك الف الف مبروك يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن، الله يسلمهم، وبسلم طبعا على الكابتن هاني والكابتن ماجد. الحمد لله كسبنا الماتش النهارده، طبعا كان توقيته صعب بعد ماتش الترجي بتاع امبارح، كانت معركه جامده وكمان وذهنيا طبعا. وكمان صاله ثانيه، انتوا لعبتوا على صاله ثانيه يا محمد، يمكن ده شويه يعني مش نفس الصاله اللي لعبتوا عليها. اتفاجئنا، لعبنا صاله بالعروس ما اتمرناش فيها خالص. الصاله طبعا مختلفه، ما فيهاش الترفليكس، ومختلفه طبعا تماما. طب محمد يعني انتوا النهارده اول شوطين، الجيم الثالث يعني كان الناس طبعا عندنا غيرنا شويه، الناس كانت تعبت شويه، بدات تتعب اكيد. الحمد لله قدرنا نلم نفسنا في الرابع وخلصنا الماتش 3-1 الحمد لله. طب انتوا بعد الثالث لما حصل يعني الخساره الشوط الثالث وبقت نتيجه 2-1، تهزيتوا شويه وحسيتوا ان ممكن الماتش يأزم اكتر؟ لا والله الحمد لله، احنا يعني بعد ماتش امبارح عندنا ثقه كبيره جدا، يعني احنا لعبنا ماتش كويس قوي. هو طبعا بس الماتش النهارده كان في صاله مختلفه وتوقيته صعب جدا، يعني عشان ثاني يوم ماتش الترجي، فالناس كانت طبعا بدنيا وذهنيا مجهده، فما قدرناش نخلص الجيم الثالث مع ان كنا خسرانين ورجعنا قفلناه ثاني، بس ربنا ما وفقناش فيه، بس رجعنا بقى في الجيم الرابع ركزنا ثاني في الاول، والحمد لله قدرنا نكسبه بسهوله الحمد لله. طب محمد، سر يعني الروح الكبيره اللي شفناها امبارح على البنش، يعني يمكن انا بخص البنش لان البنش هو المكسب بيبتدي من البنش، يعني سر الروح الكبيره اللي امبارح انتوا لعبتوا بيها، ايه السر في كده؟ هو مفيش سر، احنا يعني كلنا فرقه واحده وايد واحده، ولازم اي فرقه عشان تنجح تكون كده، هو يعني ده العادي بتاعنا. هو بس للاسف يعني ماتش الجيش في الدوري كان ليه ظروف خاصه، يعني كنا مش عارفين ايه اللي حصل قوي، باين ان احنا ما كناش عايزين نتكاتر على الماتش، بس هو الوضع ما كانش كده خالص، واحنا قعدنا وتعايدنا مع بعض، احنا ان شاء الله يعني مش نرجع لتونس من غير الكاس، والحمد لله كلنا بنزق في نفس الاتجاه مع الجهاز الفني واي حد يلعب، ونزق اي حد بيلعب اللي يكسبنا نلعب له، ربنا يوفقنا ان شاء الله. محمد احنا كلنا ثقه فيكم يا محمد، ومتاكدين ان شاء الله ان انتوا هتبذلوا الجهد، وحتى بعد مباراه نادي الجيش عمرنا ما الثقه اتهزت، وهي دي الرياضه، واحنا عارفين ان انتوا بتبذلوا اكثر جهدكم يعني. وطبعا ربنا في الاخر طبعا محمد بشكرك شكرا جزيلا، محمد معوض لاعب الفريق الاول، وربنا يوفقك وان شاء الله باذن الله يعني نكلمك تاني ونكلم كل زمايلك بعد دور الثمانيه. يمكن انا عايز اعلق على كلام محمد، يمكن في حته الروح اتعمدت اساله السؤال ده. هو يعني الاجابه بتوضح حاجات كتير قوي، بيقول لك ان اي حد يلعب واي حد هنسنده واي حد المهم نكسب، فده حسم الموضوع من البدايه يعني. انا اتعمدت يعني انا ملاحظ الروح كواحد مشاهد يعني او رياضي سابق، ان انا شفت الدنيا دي، بس انا كان يهمني الناس تسمع. لا هي 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 باينه جدا للمشاهدين وباينه للمتابعين ان الفرقه كلها ناسيه اي حاجه غير مكسب البطوله. عشان اولا يصالحوا جماهيرهم ويصالحوا نفسهم ويصالحوا ناديهم ببطوله، هم احساسهم بالمسؤوليه نتيجه ضياع الدوري هو ده اللي مديهم الحماس ومديهم الجماعيه ومديهم كل الكلام ده، وده ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقهم ويرجعوا لنا بالكاس ويبقى ان شاء الله احسن تتويج يعني. ومعانا نجم الفريق ونجم ماتش امبارح عبد الحليم عبو، الف الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا فندم، وان شاء الله باذن الله نرجع بالبطوله كده عشان نفرح الجمهور والنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن هاني مصلحي وكابتن ماجد مصطفى معايا في الاستوديو، بيقول لك الف الف مبروك، وان شاء الله يكون الله يعني يكون المكسب في دور الثمانيه ان شاء الله الخطوه التاليه. الله يبارك فيك يا كابتن هاني وكابتن ماجد، وان شاء الله عند حسن ظنكم باذن الله، بس احنا طلعنا لعبنا ماتش قوي النهارده، كان في حاله من الشد كده والاجهاد، فلعبنا ماتش يعني بالجاه امبارح، بس الحمد لله يعني كويس ان لعبنا الماتش بالطريقه ديت، وان بكره مريحين، وان شاء الله نبدا من دور الثمانيه ودور الاربعه باذن الله زي ماتش الترجي باذن الله. طب عبد الحليم قول لي اصعب لحظات اللقاء امس، يمكن انا بتك على ماتش امبارح شويه لان هو كان بوابه العبور ان شاء الله للنهائي، انت شايف يعني اصعب اللحظات اللي مرت عليك انت امبارح ايه؟
لقطة من المباراة اللي هي المباراة كان في وسط الجمهور، بس أنا كان عندي حافز إن أنا أنزل مكسب الفرقة دي في وسط أرضها وفي وسط جمهورها علشان خاطر هم يكسبونا السنة اللي فاتت في استاد القاهرة وسط جمهورنا، فدي كان حافز كبير وحافز إن أنا هنكسب عشان هم يلعبوا مع النجم نبعد عنهم، فدي حاجة كويسة يعني. بس اللعيبة كلها كانت رجالة والحمد لله عملنا اللي علينا وربنا وفقنا. طب عبد الحليم طمنا عليك، أنت لعيب أساسي ونجم ونجم مصر كمان، أنت حاسس بإجهاد دلوقتي ويعني طمنا عليك، جاهز لدور الثمانية ولا لا؟ والله الحمد لله، بس انا يعني الحمد لله ان الماتش عدى على خير وبكره اجازه علشان الواحد يعني الصراحه الجهاز مؤثر عليا جامد وعندي جسم كله شاسس، فباذن الله بكره راحه سلبيه وتدليك وان شاء الله ابدا من دور الثمانيه ارجع للفورمه ثاني باذن الله. ان شاء الله عبد الحليم كل التوفيق ليك يا اللاعب عبد الحليم عبو نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، شكرا جزيلا وان شاء الله توفق وكون عند حسن ظننا اللي احنا دايما ما عندناش شك ان انت هتبذل مجهود انت وكل اللعيبه. يعني كلامه واضح يعني الاجهاد. أوه. هو طبعا واضح لان هو لعيب مؤثر ولعب اغلب فترات المباريات الثلاثه. لا هو عبد الحليم كمان مش لعب اغلب فترات المباريات الثلاثه، هو عبد الحليم ما بيخرجش بره الملعب سواء في المنتخب او في النادي، يعني هو يعني نمره واحد في مصر في المركز ثلاثه دلوقتي لا ولا غنى عنه، فده حاطط عليه طبعا عبء جامد جدا ومجهود جامد، هو مش ما بقاله سنتين ما ارتاحش فيها، فده محتاج يعني معامله خاصه حتى في الاستشفاء. اه يعني هو حتى بيقول لك انا بكره محتاج اريح، هو محتاج ينام. طبعا يعني وكمان الحمد لله، ما هو ده الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله امبارح يا كابتن هاني، ان ماتش امبارح هيريحنا. ماتش امبارح هيوصلنا الفاينل باقل الخسائر. باقل الخسائر طبعا. اه يعني حتى الاجهاد ده يعتبر خسائر. اه طبعا. اه يعني حتى اللعيبه توصل للفاينل مش هتبقى مجهده زي السكه الثانيه. لا يعني انت تخيل ان هم لو كانوا في الضغط النفسي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده وهم هيلعبوا بعد بكره مع النجم ثاني. يعني هي يعني موضوع طبعا خسرين مثلا قدر الله كان امبارح وبعد كده راحوا السكه الثانيه هيبقى فطبعا لا الحمد لله ماتش امبارح كان مهم، احنا قلنا ان ماتش امبارح تذكره النهائي وان شاء الله هو يبقى كده، ونتمنى يعني ان اللي عايزه اللعيبه يحصل ان هو النجم يكسب الترجي، نتمنى ان ده يحصل يعني كلنا، لان هو واضح ان هم كلهم حاسين ان النجم هيبقى احسن لهم شويه من الترجي. انا زي ما قلت لك هو الترجي فعلا فرقه متماسكه جدا، ما مش سهل انها تنهار بسهولة. تنهار. اه طب كابتن احنا معانا الكابتن محمود جمعه المدرب العام للفريق، الف الف مبروك يا كابتن التاهل لدور الثمانيه. ربنا يخليك كابتن. اه ربنا يخليك. يعني انا برضو اتفضل اتفضل يا كابتن. طبعا سلم على كابتن هيثم وكابتن هاني وكابتن ماجد. احنا الاول يا كابتن عايز يعني امبارح ماتش امبارح كان ماتش مهم، شفناكوا كجهاز قاعدين يعني زي ما بيقولوا زي اللعيبه بتشجعوا الجمهور، يعني انا عايز اعرف اصعب اللحظات اللي مرت عليكم كجهاز في مباراه امبارح كانت ايه؟ والله هو ماتش امبارح يعني ماتش طبعا صعب، فرقه الترجي فرقه من الفرق الكويسه جدا جدا، يعني الماتش كان صعوبته ان هم بيلعبوا على ارضهم في وسط جمهورهم طبعا، بس الحمد لله احنا كنا عاملين ماتش معاهم كويس. كان يعني تقريبا الشوط الثالث هو كان ممكن تقدر تقول ان هو كان اصعب وقت فيه اواخر الشوط الثالث، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الشوط الثالث وعدينا بالماتش الحمد لله رب العالمين. طب كابتن برضو عايز اسالك في حته احنا اتكلمنا عنها، يمكن التحكيم في نهايه المباراه يعني كان بامانه يعني في شويه تخبط، احنا خفنا ان يحصل يجي على النادي الاهلي، بس في الاخر الحكم صفر صفرتين على الترجي يمكن فرقوا معانا كتير، ده شايف ازاي ده يا كابتن؟ والله هو الصفرتين دول ما فيهمش اي حاجه غلط، يعني احنا لو رجعنا للماتش هتلاقي ان الليبرو كان واقف في مركز خمسه، المفروض ان هو كان في مركز سته، كان في رونج بوزيشن، كان يعني الصفاره ما كانش فيها اي حاجه غلط ولا كان في اي مجامله للاهلي، بالعكس ان احنا الحكم جه علينا بكورتين ثلاثه، مدرب الترجي التونسي نفسه كان بيشاور لنا يقول لنا الكوره ما فيهاش حاجه، حسب كوره تاتش على عضو الكوره على حسام سوري والكوره ما كانتش تاتش، حسب كوره اوت سايد الكوره كانت انسايد، يعني الحكم كان بالعكس الحكم كان متحامل علينا احنا في الشوط الاول والثاني، يعني في الشوط الثالث ما كانش في اي حاجه غلط خالص، يعني حضرتك لو رجعت الماتش هتلاقي ان الكورتين صحاح 100%. صحيح يا كابتن، وكمان يعني كان واضح التركيز من حضراتكم وتوجيهاتكم للاعبين ما يحطوش التحكيم في دماغهم، واحنا كنا حاسين كده وكابتن هاني وكابتن ماجد اكدوا الكلام ده النهارده. لا خالص طبعا، احنا كنا بنقول للعيبه تركز ما لهمش دعوه بالتحكيم، نركز في لعبنا وفي شغلنا، طبعا كابتن ميدو كان مدي للعيبه تعليمات تركيز، نخرج بره اطار التحكيم واطار الجمهور، احنا طبعا زي ما انتم عارفين احنا بقى لنا 5 سنين الفرقه بتلعب من غير جمهور،
بس الحمد لله امبارح كانوا رجاله والجمهور ما اثرش عليهم، بالعكس كان الجمهور اداهم دافع ان هم يردوا يعني اعتبارهم، لان هو السنه اللي فاتت اتغلبوا على ارضنا من الترجي برضه 3-0، كان المفروض ان الماتش امبارح ده رد اعتبار وماتش مهم ان هو يخلينا نمشي في طريق سهل ان شاء الله لحد ما نوصل النهائي الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله يا كابتن محمود جمعه مدرب الفريق الف الف مبروك وبشكر حضرتك وكل التوفيق ان شاء الله في دور الثمانيه عشان ناخد البطوله خطوه بخطوه. اعزائي المشاهدين، اذا احنا النهارده النادي الاهلي تاهل لدور الثمانيه الحمد لله رب العالمين بالعلامه الكامله، 3 فوز من 3 مباريات، اول ماتش البافيا الكاميروني 3-0، مباراه الترجي امس 3-0، عندك المباراه النهارده اللي هي اللي كانت مع اهلي بنغازي 3-1، بالرغم ان احنا خسرنا الشوط الثالث ولكن النادي الاهلي قدر يجمع نفسه ويصل للمباراه للبر الامان 3-1 كده. النادي الاهلي تاهل ان شاء الله، نابل بكره راحه لكل الفرق، يوم بعد غد اليوم الخميس ان شاء الله دور الثمانيه، طبعا هنبلغ حضراتكم وهتعرفوا من خلال صفحتنا على تويتر، من خلال يعني حسابنا على تويتر وصفحتنا على الفيسبوك، هنقول لكم ميعاد المباراه ان شاء الله بعد بكره، وهنقولها كمان على قناتنا هنا على شاشاتنا قناه النادي الاهلي، هنقول المباراه هيبقى ميعادها كام، وان شاء الله نكون معاكم. يمكن النهارده ما نقلناش المباراه على الهواء لان الملعب تغير في اللحظات الاخيره، النادي الاهلي كان المفروض يلعب على الصاله الرئيسيه، اتنقلت المباراه لصاله فرعيه مش مجهزه بالكاميرات عشان نقدر ننقل المباراه، ومع ذلك كنا معاكم لحظه في لحظه. طبعا في نهايه الاستوديو التحليلي لا يسعني غير ان اشكر ضيوفي وضيوفكم كابتن ماجد، يعني كابتن ماجد مصطفى مدير فني منتخب الشباب ومدير فني نادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك نورتني وشرفتني يا كابتن، وان شاء الله يكون يعني في لقاءات في استوديو تحليلي كمان اكتر واكتر ونقدر نوصل للجمهور ان شاء الله، ان شاء الله يعني وجبه ان شاء الله من كره طايره جيده باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. بشكر كابتن هاني مصلحي نجم مصر والمدير الفني لانديه وادي دجله، شكرا جزيلا يا كابتن نورتنا لليوم الثاني ان شاء الله في استوديو التحليلي، وان شاء الله تكون معانا برضه في الاستوديو التحليلي القادم في الاستوديوهات التحليليه الجايه ان شاء الله عشان نقدر يعني نحل الاداء الفني للفريق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحضراتكم، وهيجي بعديه ان شاء الله على طول استاد النادي الاهلي كابتن محمد فاروق هيكون ضيفه استاذ جمال مخيت طبعا الشاعر الكبير والكاتب والشاعر الكبير طبعا هيكون معاه، انتظرونا في قناه النادي الاهلي هناك المزيد دايما، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكون دايما عند حسن ظن مشاهدينا ومتابعين قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم.